بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة 2 نوفمبر 2018، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من مساء دريم. النهاردة يوم آخر من الأيام اللي ضرب فيها الإرهاب قلوبنا الحقيقة، وأدمى فيها قلوبنا. ولكن الحقيقة أنه أنت طول الوقت بتنظر لمثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة من أكثر من منظور، إذا ما كانت هذه العمليات ضد جيشنا، ضد شرطتنا، ضد المدنيين، الأرواح البريئة اللي بتزهق. كل ده في الحقيقة بيخليك تسأل، هل وتيرة هذه العمليات الإرهابية ما زالت كما هي من قبل؟ هل سرعة وتكرار حدوث هذه العمليات الإرهابية ما زالت يعني بنشهدها بكثرة كما كنا من قبل؟ طيب ما هي التصريحات اللي بتصدر من المصادر المتخصصة؟ وإحنا الحقيقة منذ هذه اللحظة من الساعة 10 مساء وحتى ننهي لقائنا مع حضراتكم إن شاء الله في تمام 1:30 من صباح غدا، لن نذيع أو نعلن إلا ما يأتي إلينا من المصادر الرسمية. أنا عارفة وبمنتهى الصراحة أنه ده بقاله كام ساعة كده مطار حديث كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا الناس بتتكلم بتقول فين الإعلام والإعلام ما بيقولش إيه. هو إحنا نسينا اللي حصل في الواحات؟ هو إحنا نسينا ما حدث في الواحات عندما تصارعنا جميعا وللأسف الشديد مشينا وراء كثير من الوكالات الأنباء اللي هي البعض منها كنا زمان بنتعامل معاه على فكرة انه رفرنس، يعني مصدر موثوق منه جدا زي رويترز وغيرها، واخدنا منهم ارقام الشهداء واخدنا منهم ارقام الضحايا واخدنا منهم حتى حاجات متعلقة بالعملية الارهابية نفسها ضد شرطتنا في حادث الواحات الشهير طبعا. وفي الاخر الحقيقة كتير جدا من هذه المعلومات طلعت مغلوطة، ورجعنا بعدها طلعنا ونوهنا وقلنا الكلام ده واعتذرنا. الحقيقة أنه فكرة أنه أرواح بريئة، أرواح مصرية تروح، ده في حد ذاته شيء مؤلم للغاية، وشيء الحقيقة بتصعب معه الكلمات عن وصف الحزن والألم. ودي مش كلام إنشا ولا دباجة ببدأ بيها الحلقة، دي حقيقة. ولما بتحصل الحوادث دي وإحنا طول الوقت بنقول إنه أي حادثة بتقع، أي حادثة إرهابية بتقع، هي مش بعدد الشهداء أو مش بعدد الضحايا، هي مش الفكرة انه لو الحادثة فيها عدد كبير فبنزعل وننهار، ولو فيها شخص او اتنين فالموضوع بيبقى اخف. هي الفكرة انه ده في النهاية مواطن مصري رصدوا الارهاب الخسيس، وان كان احنا طول الوقت زي ما بنفكر في هذا الاتجاه كمان في اتجاهات تانية بنفكر فيها، اتجاهات لها علاقة بالمعاملات او التعاملات الامنية، اللي هي احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في قواتنا الامنية الحقيقة. وخليني بس اقول لحضراتكم انه بنعتقد جميعا، وده مش تحليل ولا حاجة، ده يعني حاجة احنا حتى في الاعلام كتير بنقولها في اوقات الحمد لله ما بيكونش فيها اي عمليات ارهابية، لكن يعني الحقيقة احنا بنتخيل كده لو انه كل عملية ارهابية كانت مخططة او كان مخطط لها ان تتم وكانت قد تمت بالفعل على الارض، وما كانش الجيش والشرطة اتصدوا ليها ووقفوا وبالنيابة عننا كمواطنين، في منهم اللي بيقدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن وفداء لينا احنا كمواطنين، او لو ما كانوش اتعاملوا مع هذه العمليات، الحقيقة اعتقد انه كنا هنطلع كتير قوي لا قدر الله على شاشات التلفزيون ننعي ونعزي بعض ونقول ان عندنا عدد من الشهداء وما الى ذلك. النهاردة طبعا كان في حادث مؤسف جدا، حادث يعني أتوبيس يقل عدد من المصريين تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا سامويل في ألمانيا، وقوات الأمن انتقلت بالفعل إلى مكان الحادث طبعا لفحص الملابسات، وسيارات الإسعاف طبعا انتقلت لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم. الحادث ده أصفر عن إيه؟ أصفر عن استشهاد 7 من المصريين وإصابة 7 آخرين. كل التعازي لأسر الشهداء، يعني ما فيش كلمات تقدر تعبر الحقيقة، لأنه المصاب كبير والحدث جلل، والحزن دايما احنا طول الوقت بنقول انه فكرة النوم حد جوه جامع او كنيسة او حد رايح يصلي او حد صلى وطالع في امان، يعني مروح بيته مروح لاهله وترصده رصاصات الارهاب ويرصده الارهابيون او يرصده غدر الارهاب الخسيس البشع، ده الحقيقة مفيش كلام يقدر يتوصف. بس انا عايز اقول حاجة الحقيقة قبل ما نقول انه يعني قبل ما نكمل باقي البيانات، وحنستعرض مع حضراتكم ابرز الـ يعني بيانات التعزية والمرقيات
رسالات التعزية والاتصالات الهاتفية اللي جاءت للرئيس، نشوف مع بعض آخر التطورات. بس أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا. الحقيقة أنه أنا ما زلت بندهش للغاية لما بفتح كده فيسبوك أو تويتر أو حاجة ولاقي ناس قاعدة لسه بتكتب الإسلام بريء منهم والإسلام لا علاقة له بهم والدين ما بيقولش كده وبتاع. يعني معرفش قد أكون مخطئة، بس أنا بحس إن إحنا عدينا المرحلة دي بكتير قوي. يعني إحنا الكلام ده كنا بنقوله وكنا حتى في الإعلام طول الوقت، أول ما يحصل حادثة إرهابية من النوع ده نطلع على طول في الإعلام بعد التعزية وإذاعة الأخبار، على طول يكون معنا اتصالات هاتفية مع شيوخ الأزهر الشريف وشيوخ من دار الإفتاء وما حكم الدين فيما حدث. وطبعا كنا عارفين كلام، بس يعني ده كان زمان. أنا ما أعتقدش دلوقتي إن في أي مصري الحقيقة يعني ممكن يبقى لسه عنده لبس في الحتة دي، لا مسلم ولا مسيحي، أنا بقول مصري. ما أعتقدش إن ما زال أي حد لسه ممكن يبقى عنده اللخبطة دي، إنه فكرة طب ما الإسلام بيقول كده، هو الإسلام بيبيح كده، ما هو لا الإسلام ولا مسيحية ولا يهودية، فيش أي دين سماوي في العالم يبيح القتل والقتل بغدر والخسة، مفيش أي دين سماوي يبيح الدماء. الكلام ده أنا أعتقد إن إحنا عديناه بمراحل. خلاص بقى، هي الجماعات الإرهابية دي بالنسبة لنا إخوان ولا داعش ولا جبهة النصرة ولا ناس دي كلها، وإحنا لسه بنتكلم دلوقتي هم مسلمين ولا منهمش علاقة بالإسلام، ولا أصل هم بينفذوا أجندات ومخططات، وأصل هم عايزين يسيطروا على الدولة، إحنا لسه بنتكلم في ده دلوقتي. أنا أعتقد إن إحنا عدينا ده الحقيقة بمراحل كثيرة جدا. ففكرة برضو إن إحنا هنا نطلع نقول إنه الإسلام بريء مما يفعلون، هم أصلا كلهم على بعضهم إيه علاقتهم بالإسلام ولا بأي دين سماوي أساسا؟ كلهم اللي بيحرقوا الناس أحياء، اللي حرقوا طيار أردني قبل كده حي وصوروه بالفيديو وتفننوا في تصوير الفيديو هو بيتحرق لحظة حرق إنسان حي، اللي دبحوا 21 مصري قبل كده، أو كانوا 20 مصري واحد إفريقي، اللي دبحوهم في ليبيا قبل كده وصوروهم بالفيديو وعملوا مونتاج وصوروا لون الدم في البحر. فيعني هم دول يعني دول ليهم أي علاقة أو بيمثلوا أي دين من قريب أو من بعيد؟ أنا أعتقد أن احنا علينا نتجاوز هذه النقطة، ما عنديش شك واحد في المليون، وأعتقد أنه أي عاقل يفكر بهذا المنطق يتوصل لهذه النتيجة، أنه ما يبقاش في شك واحد في المليون أنه دي كلها حاجات عشان يحصل بيها فتن طائفية. ما هو عمال بيحاربك اقتصاد، عمال بيحاربك ميديا وإعلام برا، ويعني ما أكثر المواقع والصحف والميديا برا ووسائل الإعلام برا المختلفة اللي هي الحقيقة احنا عارفين كويس قوي ممولة من مين ومن فين وبتكتب ايه، وبتكتب ايه على مزاجها وبتكتبش ايه برضو على مزاجها، وبيجي لها أوردر اكتبي ده وما تكتبيش ده، ولما تبقى حاجة حلوة في مصر بتحصل ولا كأنهم موجودين أصلا، ولما أي حاجة بتحصل على طول يعني الكتابات والمواقع تتصدر وبتاع. فهو بيحاربك ميديا كويس جدا بره، وبنعترف إن هم شغالين في الميديا بره هايل الصراحة زي الفل، بيحاربك اقتصاد، بيحاربك احتكار بعض السلع، بيحاربك مع وجود طبعا عوامل أخرى. يعني مش ما بقولش إنه أي احتكار سلع ده معناه إنه ده دول الإخوان والإرهاب، لا، ما في كمان عندنا ناس مش إخوان بس فسدة. فيعني أنا بتكلم بصفة عامة إن الحرب جايالك طخ طخ من كذا مكان من كذا جهة. لما يتعمد إن هو يضرب ناس راجعة من بيت ربنا، ناس كانت بتصلي وراجعة من بيت ربنا، الناس مصريين مسيحيين، هو عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، هو عارف كويس قوي المصريين هينتفضوا إزاي، المصريين عموما مسلم ومسيحي، هو عارف ده كويس جدا لأن دي مش أول مرة يعملها. بس انا بفكر حضراتكم برضو انه هو مش الفكره انه يقتل مصري مسيحي، على فكره هي مش دي فكرته. ما هو بيقتل ابنك واخوك من الجيش، ما هو بيقتل ابنك الضابط، ما هو بيقتل ابنك من الشرطه، ما هو بيحط لك قنبله في اي حته وعايزها تفرقع في اي حد، طفل ولا ست حامل ولا راجل مسن ولا ضابط ولا ما ضابط، اي حد. ما هو ده تفكيره وهو ده تخطيطه. الحدث نعم جلل، لكن أتمنى وزي ما بقول أنا عارفة كويس قوي أنه هجمنا بالفعل كإعلام بصفة عامة في الساعات القليلة الماضية، أنا بكلمش بالنيابة عن حد، يعني أنا بكلم بصفة عامة، هجمنا في الساعات القليلة الماضية، وأنا عارفة أنه هيفضل الهجوم ده شوية كمان. أنتوا فين يا إعلام؟ أنتوا بتتكلموش ليه؟ أنتوا ما بتقولوش ليه؟ لا، هي الحقيقة الفكرة أنه إحنا في حوادث سابقة اتعلمنا فيها من بعض الأخطاء التي حدثت، فهمنا يعني ايه انه حدث جلل بهذا الشكل
ما ينفعش تتعامل معاه من صورة تجيلك على الفيسبوك، واحد متقطع ومتشرح يقول لك شايف طب ما اعرفش مين كان فين، والجهة الأمنية دي كانت بتعمل ايه، اصل الطريق ما اعرفش كان عامل ازاي، اصل البوابة اللي كانت ما اعرفش فين، اصل استنجدوا وما حدش رد عليه. ما ينفعش الأخبار دي ناخدها كده بشكل عشوائي وتطلع تتقال، ما ينفعش، مش ده وقته، ما ينفعش والله. ويعني حقيقي أشهد الله ان انا بتكلم من قلبي، حتى انت حضرتك، حتى حضرتك كده على المستوى الشخصي الانساني بعيدا عن فكره حضرتك بتنتمي للمجال الاعلامي ولا لا، انا برجو من كل مصري بيسمعني دلوقتي، ارجوك مش اي حاجه تجيلك تشيرها، ننتظر، اصل ما بقاش في حاجه بتستخبى دلوقتي. وبعدين ما هو في مصابين في المستشفيات، يا رب باذن الله، باذن الله يا رب ان شاء الله يا رب يقوموا بالسلامه، وهنعرف منهم وهنسمع منهم الشهادات، وهنسمع منهم كان في شهود عيان وكان في ناس، هنفهم اللي حصل. مفيش حاجه هتستخبى على فكره، مفيش حاجه لا بتستخبى ولا هتستخبى، لكن في فكره انه بعض التأني حتى تتبين الرؤى، بعض التأني حتى نستطيع ان نقول الخبر الدقيق من المصدر المسؤول والمنوط بإذاعه الخبر. مش كل واحد عايز يقول حاجه يقولها، مش هنندرك تاني، ومش مش هننسحب تاني زي ما حصل قبل كده في حادثه الواحات. اغلبنا مشي ورا رويترز، وقلنا رويترز ده يعني رويترز يا جماعه اللي كانت بالنسبه لنا في وقت من الاوقات المصدر الاكثر ثقه ودقه. ده ما كان حتى على المستوى الشخصي كده يبقى عايز يقول لك على حد انه يعني معاه المعلومات كلها والخبر اليقيني، كان يقول لك يا عم الفلان ده رويترز. ومشينا ورا اخبار رويترز في اعداد شهداء وفي اعداد ضحايا، وحتى تفاصيل نوعيه عن العمليه اللي حصلت ساعتها، وطلع اغلب الكلام ده او كتير منه، مش اغلب كتير منه، طلعت بيانات غير دقيقه ومش مظبوطه. فمش هينفع تاني نسمح لنفسنا ان احنا نستدرج لده. حقيقه انه الطريق الرئيسي طبعا للدير مغلق، ودي طبقا للتعليمات الامنيه، لانه طبعا موقف يعني خطير جدا الحقيقه هناك في الظهير الصحراوي، في انقطاع لشبكه الاتصالات في المحيط هناك. الضحايا بحسب ايضا ما صدر من البيانات الرسميه حتى اللحظه، الضحايا الارهابيين استخدموا دروب فرعيه للوصول الى، عفوا، الضحايا استخدموا دروب فرعيه للوصول الى الدير، وبيتم ملاحقه منفذي الهجوم حتى اللحظة. خلينا نروح كده لبعض الأخبار طبعا المتعلقة. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود بالفعل في شرم الشيخ، وبكرة إن شاء الله في افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وهنتكلم مع حضراتكم، هنتكلم بمنتهى الصراحة، وهنقول الأفكار اللي بتيجي على بال ناس كتيرة مننا، في حاجات كده يعني هتكلم فيها بصراحة. هنتكلم لاحقا يعني في فكرة المنتدى يفضل ولا يتأجل ولا يتعمل، هنتكلم في ده، هنتكلم في شكل دردشة يعني، مش في شكل نصائح ولا خطب بنديها، بس هنطرح الأفكار كلها. الحقيقة أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب، كان في افتتاح لمسرح شباب العالم في شرم الشيخ، وطالب الحضور ضمن يعني الفعاليات، طالب الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث المانيا، وقال في كلمته: باسمي وباسم الشعب المصري أتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء الحادث، وأتمنى الشفاء للمصابين. بعت طبعا الرئيس وعلى صفحته، هنشوف حالا دلوقتي الخبر مع بعض، على الصفحة الرسمية والحساب الرسمي لرئيس الجمهورية على فيسبوك وعلى تويتر كمان: أنعي ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأياد غادرة، تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة. هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء. دي كلمات الرسمية اللي الرئيس عز بيها أبناء الشعب المصري في الحادث المصاب، حادث الجلل الذي وقع اليوم، واستشهد فيه 7 وأصيب 7 آخرين من إخواتنا وأهلينا المصريين العائدين من دير الأنبا سامول.
الرئيس كمان الحقيقه اجرى اتصال هاتفي بقداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه البرقوسيه لتقديم التعازي في شهداء الحادث الارهابي اللي وقع ظهر اليوم. والبيان الصادر عن الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اكد انه الرئيس السيسي اعرب خلال اتصاله بقداسه البابا توادروس عن خالص تعازيه في شهداء الحادث الارهابي الذي وقع ظهر اليوم بالقرب من دير القديس انبا صامويل المعترف بجبل القلمون مغاغة واللي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين. خلينا نروح لبعض أيضا التعازي. طبعا مؤسسة الأزهر الشريف دائما وأبدا يعني موجودة في قلب الحدث، والحزن واحد والهم واحد والبكاء على دماء شهدائنا الحقيقة يعني لا فرق بين دموع أو ألم مواطن مصري مسلم أو مسيحي. مؤسسة الأزهر الشريف أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف حافلتين تقلان عددا من الإخوة الأقباط المتجهين لدير الأنبا صامويل في المنيا النهاردة الجمعة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء. الأزهر الشريف أكد أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب وتجرم قتل الأبرياء والآمنين. وشدد الأزهر الشريف في بيانه على أنه استهداف الإرهاب للمصريين لن يزدهم إلا إصرارا وعزيمة على المضي قدما صفا واحدا في الحرب على الإرهاب. وأعرب أيضا الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لجميع المصريين ولأسر وذوي الضحايا الأبرياء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الطائفة الإنجيلية في مصر كمان أدانت طبعا العمل الإرهابي، ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر نعى بالنيابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام شهداء الحادث الأليم، وقال في بيانه نصلي لكي يمنح الرب تعزية لأسر الشهداء والمصابين ونقدم تعازينا للشعب المصري كله، وأن يعم السلام والأمان كافة ربوع الوطن. وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بخالص العزاء لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مصليا أن يمنح الرب البلاد والكنيسة السلام، وأكد على أن الحادث الذي وقع اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب قضية مهمة ولا بد من تكاتف الجميع لمكافحته، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد العالم كله. الحقيقة أنه بيت العائلة المصري كمان أدان وقوع الحادث الإرهابي، وجاء في نص البيان الذي صدر عن بيت العائلة المصرية رئيس بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد ومجلس الأمناء ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائلة المصرية يعلنون رفضهم وإنكارهم للحادث الإرهابي الذي وقع لأبناء مصر على سيارة تحمل مجموعة من المسيحيين الأبرياء أثناء توجههم إلى دير الأنبا صامويل في ألمنيا. وتابع البيان أنه هذا الحادث الذي يعد اعتداء من إرهابيين فجرة يريدون الفتنة بين أبناء مصرنا الحبيبة، ويؤكدون أن هذا الهجوم الإرهابي لا يزيد المصريين إلا قوة وصلابة، وأن هذا الهجوم يسعى على سعي مرتكبوه الإفساد في الأرض واستحلالهم للدماء. وأشار البيان إلى أن ما وصل إليه هؤلاء الإرهابيين من الإفساد في الأرض يتطلب من المصريين جميعا أن يقفوا صفا واحدا خلف قيادتهم الحكيمة. ونعى بيت العائلة المصرية ببالغ الحزن شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم بفعل غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك، وطبعا كل التمنيات شفاء العاجل للمصابين، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. بمناسبة الكلام عن منتدى شباب العالم، إدارة منتدى شباب العالم أصدرت بيان الحقيقة في نعي، ده البيان اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي. نعت إدارة منتدى شباب العالم ببالغ الحزن شهداء الوطن ضحايا الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف عددا من المصريين خلال رحلتهم للصلاة في دير الأنبا صامويل في محافظة المنيا، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويكتب الشفاء العاجل
راجل مصابي الحادث. وأكدت إدارة المنتدى أنه مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشباب وإصرارهم على المضي قدما لرفعة شأن الوطن وخلق مستقبل أفضل للأمة المصرية العظيمة. خلوني هنا أتكلم مع حضراتكم سريعا على اللي احنا كنت بقوله شوية من شوية لحضراتكم كده. أما تحصل حادثة زي كده ويعني أيا كان هي ليها علاقة بالتزامن مع افتتاح منتدى شباب العالم غدا ولا ملهاش علاقة، هي نفس الحادثة الفكرة ونفس الحادثة في نفس الدير ونفس المكان حصلت من سنة بالظبط، فهل ليها علاقة بده ولا لا؟ بس أنا عايز أقول حاجة، لما تيجي تفكر في حاجة زي كده وتشوف كده تقول طب هو المفروض إيه؟ كنا نلغي المنتدى؟ طيب هل المنتدى ده حضرتك عامله على سكيل او على يعني على مستوى محلي زي المنتديات الدوريه اللي بتتعمل محافظه القاهره في الاسماعيليه في كده؟ هل احنا بنتكلم على 500 شاب 1000 شاب مصريين فاحنا كلنا موجودين مع بعض كده بنناقش قضايانا مختلفه؟ لا، ده منتدى شباب فيه 5000 شاب من 109 دوله تقريبا في العالم جم عندك هنا بلدك. طيب لما حضرتك تفكر كده انه المفروض نطلع ونلغي المنتدى ومنتدى ايه بس والناس هل حضرتك شايف انه انت كده بتوجه رساله وكده بتوجه الرساله السليمه الدقيقه للعالم ردا على ما فعله الارهابيون بك وفي بلدك؟ يعني هل حضرتك كده ما بتشوفش انه انت كده من الاخر بتنولهم اللي هم عايزينه؟ بتفرحهم؟ بتحسسهم ان هم انتصروا عليك في المعركة؟ فكرة انه بعد ما عادنا نقول والعالم كله مش قعدنا نقول دي حقيقة 109 شباب من 109 دولة في العالم 5000 شاب موجودين بقالهم شوفوا اسبوع 10 ايام واكتر كمان عمالين يتكلموا هناك في بلادهم وفي The City of Peace او مدينة السلام شرم الشيخ in Egypt واحنا مسافرين وده منتدى شباب واول مرة في العالم دولة تفكر تعمل منتدى شباب زي كده، انه شباب مجموعة من شباب البلد دي يدعو شباب العالم مختلف انحاء العالم عشان نيجي نتشارك في القضايا، نتكلم على السياسة، نتكلم على التنوع البيولوجي، نتكلم على الاقتصاد، نتكلم على المشروعات، نتكلم على الامل، على الثقافة، نتكلم على نبذ الكراهية. نبذ الكراهية خد بالك حط بس تحتها خطوط كتيرة قوي عشان دي كمان من الموضوعات والتوبكس المهمة جدا اللي تبقى موجودة في المنتديات دي، منتديات الشباب. فكرة ازاي نقرب من بعض، فكرة ازاي طول الوقت نقتنع ونقنع نفسنا ونبقى فاهمين وعارفين كويس قوي ان اختلافي مع حضرتك في العقيدة لا يعني اختلافي مع حضرتك في الحياة، اختلافي مع حضرتك في الانسانية، وانه عقيدتك بينك وبين ربنا، عقيدتي بيني وبين ربنا لا حاسبك ولا تحاسبني، لانه ببساطه رب العالمين هو اللي هيحاسبك وهيحاسبني. هل حضرتك شايف انه بعد ده تيجي بقى حضرتك ليله منتدى تقول احنا هنلغي المنتدى عشان كذا 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 كذا؟ هل هذه هي الرساله الدقيقه السليمه الصحيحه اللي المفروض دلوقتي اوصلها؟ في شباب من المنتدى نفسهم وده يمكن حتى في نص التعازي يعني نص البيان اللي جاء من إدارة المنتدى هم نفسهم الشباب هناك بيقولوا ده، أكدت إدارة المنتدى أن مثل هذه وحيات كل الشباب هتقولنا بس تاني البيان لإدارة المنتدى، هو إدارة المنتدى دي اللي قائمين عليها شباب فهم الشباب اللي كبين التعزية دي. وأكدت إدارة المنتدى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشباب وإصرارهم على المضي قدما لرفعة شأن الوطن وخلق مستقبل أفضل للأمة المصرية العظيمة. لا، هنا في رسالة محترمة جدا من إدارة المنتدى، من شباب المنتدى اللي نظم كل ده وتعب في كل ده وعمل شغل الحقيقة للأمانة، وكلهم شباب، كلهم شباب عندهم أمل في بكرة وعندهم أفكار أحلى وعندهم إيمان إنه مصر تستحق قوي مننا على فكرة إن احنا نتعب ونشتغل ونستحمل عشان إن شاء الله نعدي مراحل صعبة جدا. لا، الشباب دي عندها هذه الرسالة قطعا، انه احنا ما ينفعش نيجي النهاردة في بالانجليزي كده يقولك تو كويت يعني اعتزل يعني انسحب خلاص اي ويل كويت معلش مش لاعب انا اسف يعني اصلي في حادثة ارهابية وبتاع فاللي هو ايه؟ فلو انت بتقول للعالم انا خايف، انت بتقول للعالم انا مش قدها، انت بتقول للعالم اصل الشباب اللي موجودين، اذا كان الشباب اللي موجودين من دول كتيرة جدا بره
موجودين في المنتدى وبيتابعوا الأخبار وحضروا بدأوا يحضروا بكرة إن شاء الله الافتتاح، وكده 3 أيام الندوات على مدار اليوم بيشاركوا فيها وبيتكلموا بيشاركوا بالآراء وبتعمل كويشنيرز وحاجات وبيشاركوا فيها. ده الشباب الأجنبي، بكلم على الشباب الأجنبي. إذا كانوا هم موجودين ومش خايفين، موجودين وحتى إن كانوا بيقدموا التعازي لينا كمصريين في الحادث الجلل اللي حصل ده، لكن هم موجودين وبيشاركوا ومش خايفين. حضرتك عايز تطلع انت اللي خايف؟ لا طبعا، لا طبعا. بصلها من كذا ناحية، بصلها رسالة تحدي، بصلها إصرار، بصلها ان تعب الشباب دول اللي بقالهم شهور قاعدين بيجهزوا ويوضبوا وينسقوا ويعملوا ورش عمل كاملة، فرق عمل خلايا نحل غير طبيعية في شباب اللي هم المسكين إدارة المنتدى شباب العالم ده، بقالها شهور بتشتغل عشان بإذن الله يطلعوا منتدى نفتخر بيه يبقى أحسن كمان من السنة اللي فاتت. بصلها إن الشباب دي ما ينفعش شغلها ده كله يترمي في الأرض، ما ينفعش نقول أوبس سوري وي ويل كويت أصل إحنا خايفين. لا، الصح إيه والصح والغلط طبعا دي أمور نسبية يعني بترجع لاختلاف كل واحد فينا، بس في أغلب الأحوال لما بتسأل حتى الناس المختصة الناس اللي فاهمة الصح إيه، صح إنك تكمل زي ما مصر مكملة. إحنا عشنا فساد سنين طويلة جدا وكملنا، إحنا حاربنا إرهاب كتير جدا وكملنا، إحنا مرت علينا حوادث إرهابية تقطع القلب وتخلي اللي واقف على رجله يطب من طوله كده. أما تتخيل كده حضرتك إخواتك وولادك كده في الجيش في رمضان وهم صايمين قاعدين في رفح بيحموا الحدود يا حبايبي وصغيرين في السن كلهم وقاعدين أذان قال الله أكبر بيفطروا بيكسروا صيامهم كده وبيفطروا، يدخلوا عليهم الإرهاب يقتلوهم. إحنا مرينا بحاجات تقيلة قوي على فكرة، واستحملنا وعدينا وحنعدي، حنعدي لأن مصر تستحق مننا إن إحنا نعدي وإن إحنا نقف ونثابر كده، نثابر ونعافر في كل حاجة، نعافر في أسعارها الغالية ونعافر في زحمة شوارعها ونعافر في حاجات لسه محتاجة تتظبط كتير، ونعافر قصاد إرهاب كل بقى المصطلحات اللي حضراتكم عارفينها دي، الخسيس والجبان والغادر كل ده إرهاب، إرهاب أسود. بس إن شاء الله الإرهاب الأسود ده هيفضل أسود على دماغهم هم، عليهم هم، على الإرهابيين، لأنه دي بلدنا والغدر اللي احنا بناخده منهم ده يعني ولادنا دول في الجيش والشرطة وإخواتنا دول في الجيش والشرطة اللي بيقدموا أرواحهم في سبيل الوطن ده وولادنا المصريين دول وإخواتنا دول اللي طالع من جامع واللي ماشي في الشارع تنفجر فيه قنبلة واللي طالع من بيت ربنا من الكنيسة مروح صلى ودعا ربنا وطالع ومروح، الغدر اللي احنا شفناه في العمليات الإرهابية دي ده يقوينا أكتر ويخلينا نصمم إن احنا نكمل. ده مش كلام إنشا، أصل ملهاش حل تاني. يعني لو حضرتك مش لو أنا مش مستوعبة قوي الفكرة دي فخليني أفكر كده مع نفسي بطريقة تانية، أصل ملهاش حل تاني. أصلك هتعمل إيه؟ هتسيبها لهم؟ هنيأس ونقعد نصوت ونقول وفين معرفش مين وعملنا إيه وسوينا إيه ونقطع في بعض، أو نسمح لهم لا سمح الله ودي بإذن الله ليوم الدين عمرها ما هتحصل يوم القيامة، نسمح لهم يدخلوها في حتة مسلم ومسيحي وبتاع ونسيبهم بقى كده ياخدونا يرجعونا ورا بقى 50 سنة فاتوا؟ يعني نبقى احنا عدنا بالصعب ده كله، شفنا عمليات إرهابية قد كده، شفنا مشاكل قد كده وتقطعت قلوبنا قد كده، شفنا شهدائنا وولادنا اللي راحوا يعني مذبحة رفح ايه وكرم القواديس وكتير قوي بقى وكتير بقى كتير يعني كتير، كل ده غدر كل دي. فانت هنا عايز تسيبها لهم؟ هنخلي حادثة إرهابية بشعة تهدنا؟ لا مش هتهدنا. بس هي على فكرة مفروض تفوقنا بقى، يعني أنا أسفة مش قصدي يعني تفوقني، مش بحبش بس أتكلم بصفة الواعظ يعني مفروض حادثة زي كده بقى لما أرجع تاني بقى كده أنغمس وسط مشاكل الحياة وأبدأ كده ما أشوفش وبتاع. لأنه أنا زي ما كنت بقول في الأول خالص، هو على فكرة مش معنى أنه وتيرة العمليات الإرهابية الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا
فضل قواتنا الأمنية. هي أجهزة الاستخبارات اللي بتشتغل، مخابرات عامة ومخابرات حربية والأمن الوطني كل الأجهزة الكتيرة دي بتشتغل. هو حضراتكم تفتكروا أنه على مدار الفترة اللي فاتت الطويلة دي مفيش عمليات قد كده، ربما البعض بيعلن عنها وربما البعض لا يعلن عنها لأنه لسه مثلا ليهم وجهة نظر أنه لسه، أو ليهم بوينت معينة أنه لسه في مثلا العملية الإرهابية دي اللي كانت هتتعمل ظبطناها بس لسه في مثلا خلية تبعهم عايزين فمش هنعلن دلوقتي. وحضراتكم فاكرين انه يعني الأجهزة دي مش شغالة ليل ونهار وبتنسق مع بعض وبتشتغل وتقارير ورايحة جاية وبتاع؟ حضراتكم فاكرين انه الإرهابيين كانوا سايبيننا في بريك مثلا السنة اللي فاتت دي او حاجة، يعني مدينا فسحة؟ لا طبعا، لا طبعا، كان في زي حادثه النهارده دي حادثه واثنين وثلاثه والله اعلم قد ايه، الله وحده اعلم قد ايه، بس قواتنا الامنيه اتمكنت منها واجهزتنا الاستخباريه اشتغلت عليها وعرفت بيها وتعاملت بيها، في حاجات اعلنت وفي حاجات لا تعلن. ده يصبرك ان وقت الوجع كده لما تحصل بالفعل حادثه ولما يروح مننا شهداء كده، ده يصبرك انه مصر مش قليله ولا اجهزتنا الامنيه قليله ولا جيشنا عمره كان ولا هيكون قليل، ولا شرطتنا قليله، ولا اجهزه الاستخبارات عندنا قليله، بالعكس واحنا عارفين ده والعالم كله عارف ده. بمناسبه الكلام عن المنتدى، منتدى شباب العالم، وزيرتي التضامن والصحه الحقيقه وزيره غدا والي والوزيره الدكتوره هاله زايد قطعوا مشاركتهم في منتدى شباب العالم، والاثنين توجهوا فورا الى محافظه المنيا، زاروا مصابي حادث دير الانبا صامويل، وكان في كده تصريح للوزيره غادة والي وزيره التضامن ادانت فيه طبعا الحادث المنيا الارهابي، واتكلمت طبعا انه الارهاب الاسود لن ينال من عزيمه المصريين واصرارهم على تحقيق التنميه. والحقيقه هي كانت راحت على طول اول ما الحادث حصل، راحت على طول لمديريه التضامن اللي في المنيا علشان فكره بقى مسانده الاهالي اللي هناك، نقدم مساعدات لاسر الضحايا يبقى في تواجد سريع مع المواطنين جوه المستشفيات، وكانت وجهت الحقيقه كمان انه يبقى فرق الاغاثه في الهلال الاحمر موجوده وسرعه تواجدها وتقديم خدمات الدعم النفسي واعمال الاغاثه. الجامعة العربية طيب خلينا قبل الجامعة العربية، الحقيقة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعت كمان شهداء الوطن اللي استهدفهم الإرهاب النهاردة، وقدمت خالص التعازي لأسر الشهداء، وتدعو الله أن يمن بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معركتنا للقضاء على الإرهاب هي مهمة مقدسة بتخوضها الأمة المصرية جميعا يدا بيد، إذ أن الإرهاب يستهدف كل المصريين دون تمييز وأنه معركتنا معاه مستمرة. وبتؤكد التنسيقية أنه بالرغم من تزامن الحادث مع بداية انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، فإنه مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة السبل هو حق من حقوق الإنسان، وأنه بيضع المجتمع الدولي وقادة العالم أمام مسؤوليتهم التاريخية، وفي ضرورة لوضع استراتيجية دولية تهدف إلى القضاء على الإرهاب ومعاقبة الدول والأنظمة التي ترعى الإرهاب وتموله وتوفر له الملاذات الآمنة. كما دي كان الرئيس قالها قبل كده كتير، كان الرئيس قال الكلمة نفس الكلمة دي، هو أنه كمان الدول اللي بتوفر الملاذات الآمنة وتحتضن الإرهابيين وتديهم غطاء شرعي وتديهم الكفر اللي بيخليهم قادرين ينشطوا ويعملوا العمليات دي، كان الرئيس قال الكلمة دي في الأمم المتحدة سابقا، وكان خطاب تاريخي الحقيقة كان مهم جدا. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت أنه بالرغم من تزامن أو تؤكد أنه وعي الشعب المصري موجود طبعا بنوايا هؤلاء الإرهابيين الخبيثة وأهمية وقوفهم جنبا إلى جنب ودعم دولتهم ومؤسساتها في مواجهتهم، وأنه مثل هذه الحوادث لا تزيد المصريين إلا إصرارا على اكتذاذ الإرهاب الأسود واستكمال بناء الدولة والحفاظ عليها.
السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه، حيث انه كمان اصدر بيان في عبارات شديده للعمليه الارهابيه التي استهدفت بعد الظهر اليوم الجمعه 2 نوفمبر حافله اخواتنا المصريين في المنيا. السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الامين العام صرح بانه ابو الغيط اكد مساندته الكامله في هذا الاطار للجهود الحثيثه التي تبذلها السلطات المصريه الراميه لمواجهه خطر الارهاب واكتفاثه من جذوره، مشيرا الى انه لديه كل الثقه في ان مثل هذه الجرائم الشنعاء لن يعني تحتاج الى تكاتف الشعب المصري او فيها تكاتف الشعب المصري وقدرته على الوقوف امام القوى الظلاميه التي تسعى لنشر فكر التطرف والتشدد والإرهاب والتأثير على أمن واستقرار الدولة المصرية. لسه بنشوف البيانات وبيانات التعزية، وفي الحقيقة عدد من رؤساء العالم كمان بعتوا برقيات أو اتصالات هاتفية مع الرئيس. الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي، وعبر عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية. وأكد الرئيس أبو مازن تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر في وجه هذا الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا أخلاق، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق بكل أمن وخير واستقرار. دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا أدانت هذا الإرهاب بأشد العبارات الحقيقة في هذا الإرهاب في حادث المنيا الآثم الذي وقع اليوم الجمعة. الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أصدر بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أكد فيه أنه دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا في مواجهة الأيادي الغادرة والتطرف والإرهاب الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية. وقال انه نحن نعزي مصر الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا هذا العدوان الارهابي البشع، ونؤكد ثقتنا في اجراءات الحكومة المصرية في مواجهة الارهاب ومن يقف وراءه، ونثمن عاليا وعي الشعب المصري الشقيق باهداف هذه الجماعات الارهابية للنيل من مصر وتقويض استقرارها وامنها، ونقدر اللحمة الوطنية المصرية التي اثبتت صلابتها وقوتها تجاه هذه المحاولة المحاولات اليائسة التي لن تنجح في نواياها الخبيثة ومقاصدها الشريرة. حفظ الله مصر وشعبها. البرلمان العربي أيضا دكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أدان بشدة الحدث الإرهابي الجبان، وأعلن رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان وتضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض وفي كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب المصري. وأكد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الحادث ينم عن سلوك إجرامي مدان لا ترتكبه سوى التنظيمات الإرهابية والإجرامية، وشدد على أنه مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، معبرا عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار مصر ضد قوى الإرهاب والتطرف. لسه في طبعا بيانات تانية والبيانات ما زالت تتوالى. يعني الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كمان بعت برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الأنباء اليمنية ذكرت أن الرئيس اليمني أكد وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة آفة الإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات أمنية. كمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أرسل برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي إثر هذا الهجوم الإرهابي، وقال في برقيته: ده بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم
ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب مصر باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إن لله وإن إليه راجعون. الولايات المتحدة الأمريكية كمان بتدين حادث المنيال الإرهابي. السفارة الأمريكية أدانت الحقيقة، طلعت بيان وأدانت في هذا الهجوم الإرهابي، كتبت على تويتر، على صفحتها على تويتر البوست ده، يو اس امباسي ان كايرو، تدين السفارة الأمريكية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي حدث اليوم. وأكدت السفارة على تضامن الولايات المتحدة مع الحكومة المصرية والشعب المصري ضد الإرهاب. الهيئة العامة للاستعلامات، وليه بتبقى مهمة بيانات الهيئة العامة للاستعلامات؟ لأنه الهيئة العامة للاستعلامات هي بياناتها بتطلع برة على طول، يعني بنراسل برة، بنرد على مواقع، فدي كمان حاجة مهمة عشان بس ما نتركش الموضوع كده فريسة برة لأي حد عايز يكتب أي حاجة، أي حد يعني عايز يكتب أي عدد ضحايا أو أي عدد شهداء أو مصابين. تعقيبا على الحادث الإرهابي، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا عبرت فيه طبعا عن أحر التعازي لأسر الضحايا من أهلنا الأقباط وللشعب المصري كله، وأكدت على مجموعة من النقاط مهمة جدا الحقيقة نشوفها مع بعض. أولا أنه هذه الجريمة التي اقترفها مجموعة إرهابية آثمة بتضاف طبعا إلى السجل البشع لهذه المجموعات التي لا تراعي حرمة الحياة للطفل أو امرأة أو متعبد في طريقه إلى صلاة. إن هذه الجريمة هي محاولة يائسة ودليل ضعف وعجز طيارات الإرهاب الذي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة على أرض مصر بعد نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 في تأمين حدود مصر في الاتجاهات الأربعة، واستئصال بؤر الإرهابيين في شمال ووسط سيناء وفي كل مكان. وآخر هذه النجاحات ما جاء بالبيان رقم 29 الصادر أمس عن القيادة العام للقوات المسلحة، والذي تضمن القضاء على 18 إرهابي وتدمير 25 سيارة للإرهابيين حاولت التسلل من الحدود الغربية، فضلا عن الضربات الاستباقية القوية التي سددها رجال وزارة الداخلية لهذه الجماعات في مواقع عديدة، كان أحدثها تصفية خلية إرهابية من أسبوع واحد فقط في طريق دشلوط الفرافرة، وقضوا فيها على 11 عنصر من الإرهابيين، وكان في قبلها تصفية خلية إرهابية داخل كهف في محافظة سوهاج وقضوا فيها على 9 عناصر إرهابية، ده من حوالي أسبوعين. وقبلها برضو كان في ضبط لخلية إرهابية في سوهاج والبحيرة في أغسطس الماضي، فضلا عن إجهاض العديد من المحاولات الإرهابية لهذه الجماعات التي وصلت من العجز واليأس إلى استهداف مصلين أبرياء ظنا منها أنه الهدف الأسهل لهؤلاء الجبناء. قالت كمان الهيئة العامة للاستعلامات أنه استهداف بعض من أهلنا الأقباط إنما هو استهداف لكل المصريين، وأنه سعي للنيل من حالة الوحدة والتماسك والتلاحم بين كل أبناء الشعب المصري اللي تجسدت في أكثر من صورها خلال هذه السنوات، تحديدا يعني السنوات الأخيرة، وبينما أنه مثل هذه الجرائم الخسيسة لن تزيد شعب مصر إلا تماسكا وقوة. أنا الحقيقة أتمنى، أكيد ده حصل، أعتقد يعني ده حصل بالفعل، أنه الهيئة العامة للاستعلامات البيان ده أكيد بيترجم للغات تانية كتير، ممكن ده يبقى حصل بالفعل في الساعة ساعتين اللي فاتوا، لأنه ده لازم يطلع برا الحقيقة يعني فايرل، يعني لازم برا يطلع في إنجليزي وفرنساوي ويطلع يتبعت للمواقع كلها، عشان كمان الجزء الحتة بتاعت الرد على فكرة أنه العمليات الإرهابية دي بتسعى لحتة فتنة ومسلم ومسيحي، لكن المصريين تجاوزوا ده كتير قوي قبل كده، فأنا بعتقد أنه يعني ده مهم أنه يطلع برا البيان ده. دي مجموعة من البرقيات والتعازي. احنا على مدار حلقة النهاردة هنتابع مع حضراتكم لو في اي جديد، لو في اي تطورات، لو وردتنا صورة من زيارات الوزيرتين غادة والي ودكتورة هالة زايد لمستشفى زايد موجود فيها بعض المصابين هننقلها لحضراتكم مباشرة، اي جديد هنوافي حضراتكم بيه. لكن للمرة التانية انا بعتذر انه لن نصرح ولن نذيع إلا البيانات الرسمية الصادرة، مش فكرة أنه أنت عايز تطلع تقول خبر وخلاص، أنت الخبر موجود وأعداد الشهداء موجود وأعداد المصابين والضحايا موجود، فيعني والحادثة فهمناها، عرفنا فهمنا مبدئيا إيه اللي حصل،
فكره انك تقعد يعني تبرز مساحات على الهواء عشان تقعد بس تتكلم وتعمل ترافيك، في حين ان انت ممكن يبقى جزء من معلوماتك دي غير دقيق، جزء من معلوماتك ده امنيا مش المفروض يتقال، جزء من معلوماتك ده مش مظبوط، اعداد بتقولها مش صح، تعمل بلبله اكتر، ده احنا قطعا لن نقوم به. وبالتالي عشان كده قلت انه انا عارفه انه في هجوم على الاعلام عموما الكام ساعه اللي فاتوا دول، انتوا ما زعتوش ليه، انتوا ما قلتوش ليه. الحقيقه انه في مثل هذه الحوادث الارهابيه قد تكون، انا بقول يعني قد تكون انه تعاملاتنا السابقه وخبراتنا السابقه مع بعض العمليات المشابهه واندفاعنا وراء الكثير من وكالات الانباء العالميه اللي كانت بالنسبه لنا مصادر ثقه كبيره جدا الحقيقه، وكنا بننقل منها واحنا مغمضين عيوننا ثم نكتشف عدم دقه البيانات دي، ده يمكن يكون خلانا الحقيقه ندقق اكثر ونتمعن اكثر وننتظر الخبر ان ياتي من مصدر مسؤول او مصدر في الحادثة زي كده، مصدر أمني، مصدر مسؤول. عندك وزيرتين دلوقتي موجودين في مع المصابين، لما تطلع منهم بيانات أكتر ممكن وزيرة الصحة أكيد لاحقا هتفيد بعدد المصابين قد إيه، حالاتهم قد إيه، هل في منهم حالات حرجة ولا لأ، كل دي حاجات أكيد هنحتاج نعرفها. بخصوص الشق الأمني بقى، تفاصيل الحادث إزاي، كيف تم التعامل معاه، اللي حصل بعدها، كل الكلام ده يطلع من مصادر أمنية الحقيقة، ده مش مجاله الاجتهاد على الهوى الحقيقة، لا من مقدم البرنامج ولا من احترامنا لكل السادة الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، لا ده مش مجاله الاجتهاد. في حاجات ما ينفعش فيها اجتهاد، في أرواح مصريين سقطوا النهاردة، في مصريين، خلينا نقولها بطريقة تانية، في أرواح مصريين ارتقوا إلى السماء النهاردة إن شاء الله. يا رب يا رب نحسبهم شهداء بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، مع كل شهدائنا الحقيقة اللي دفعوا أرواحهم فداء لهذا الوطن. ف حادثة كبيرة زي كده مش ما ينفعش خالص التعامل فيها باجتهاد، انك تجتهد انك يعني تطلع يعني عندك خبر رسمي بمصادر رسمية تطلع تقوله يا اما تنتظر. على الاقل ده اللي احنا هنعمله في مساء دريم. خلينا نقول خبر كده يمكن بعيد شوية عن موضوع الحادث، وزي ما اكدت لحضراتكم ان شاء الله اي جديد تيجي، اي صورة تيجي، اي اخبار جديدة تيجي، لو في صورة توصلنا ليها من زيارات الوزيرتين هنذيع كل ده ان شاء الله على الهواء. هنوافي يعني حضراتكم ان شاء الله باي جديد يصل الينا. لكن عايزه بس اروح مع حضراتكم لخبر، احنا طبعا بنعتذر كان عندنا مجموعه كبيره من التقارير النهارده طبعا يعني اجلناها كلها، تقاريرنا الاسبوعيه والحاجات اللي بنقدمها يعني ليس هو الجو الامثل لتقديم تقارير، ربما في منها تقارير حتى بيغلب عليها طبع الفكاهه شويه، فيعني ما حسيناش خالص ان وقتها او مجالها النهارده، فاجلناها مع الاعتذار لكل الزملاء اللي اشتغلوا عليها طبعا، هم اكيد زينا مقدرين الظرف والوقت. لكن في بس خبر كده عايزه اقوله، لانه الحقيقه امبارح كان في كلام كتير عن حاجه حصلت في مستشفى منيا القمح في محافظه الشرقيه. امبارح كان في كده حاله من التذمر والغضب بين ممرضات اسم الغسيل الكلوي والمرضى، كان ودي يمكن صور فيديوهات حصلت، بيقال انه في قرار صدر من مدير المستشفى، السيد الدكتور مدير المستشفى فجاه طلع قرار قال لك هننقل عدد من الممرضات لقسم الحضانات. فحاولوا، وحتى بيني ممرضات باللبس يعني حاولوا يروحوا يقابلوا، توجهوا الى مكتبه وحاولوا يروحوا يقابلوه علشان يعترضوا على القرار. اتقفل الباب، وده باب حديدي اتقفل في وجوههم عشان يمنعهم من الوصول للمكتب، مكتب السيد مدير المستشفى. فده عمل حاله الحقيقه مش حلوه جوه المستشفى. وبرده فكره الحركة يعني حركة مدير مستشفى، معلش يعني تصدر القرار اللي انت شايفه مناسب، لو حضرتك ليك تفسير منطقي وعلمي واداري دقيق ليه تمام، لكن فكره انه المعني باتخاذ هذا القرار يجي قبلك عشان يستوضح منك، عشان يعترض، عشان يقدم لك شكوى اي مكان، تدي اشاره للامن يقفلوا الباب الحديد في وشوشهم، دول ممرضاتك، دول ممرضات المستشفى بتاعتك. انا ما اعرفش الحقيقه عشان مش عايز اظلم، على الجانب الاخر هل مثلا، لانه هنا مثلا عندنا بعض الحاجات في الفيديو برضو في بعض الصراخ، في بعض هل مثلا الممرضات وهم بيحاولوا يتوجهوا اساءوا بعض الالفاظ، قالوا بعض الكلام،
فكان في مثلا يعني انطباع اتاخد عند مكتب مدير المستشفى انه في هجوم هيحصل او في اشتباكات ممكن تحصل فعمل كده. الحقيقه انا مش عارفه للامانه، لانه بطلنا نسمع من طرف واحد الحقيقه، يعني الدنيا علمتنا نسمع من كذا طرف. في كل الاحوال، في كل الاحوال فضلنا امبارح كده قاعدين متحفظين، والخبر جانا بعد ما خلصنا هوا امبارح قرب الفجر تقريبا يعني، ففضلنا قاعدين متحفزين جدا عايزين نفهم ايه اللي حصل. لانه انت جوه المستشفى لا انت المفروض انك تتجمهر، ولا انت المفروض انك تعادي الممرضين والدكاتره بتوعك، ولا تهمل اللي ما هو انت حضرتك عايز تقول لي انه لما يحصل كده انه الممرضات دول يعني كانوا متابعين شغلهم واخدين بالهم من المرضى، يعني متجمهرين وطالعين من مدير المستشفى وزعيق وصوت عالي وبتاع، هياخدوا بالهم من مريض عايز الكانيولا فكت، ولا عايز مش عارفه محلول ايه، ولا بتاع محاليل ايه، ولا بتاع، مستحيل يعني. فانت كده حضرتك يعني لا المرضى مبسوطين ولا الممرضين مبسوطين ولا الجو العام لطيف. لغايه لما عرفنا انه اللواء مصطفى عبيه رئيس مركز ومدينه منيا القمح، ومعاه مأمور مركز شرطه منيا القمح، وصلوا راحوا المستشفى وقابلوا الممرضات وقابلوا جزء من المرضى، وراحوا مكلمين وكيل وزاره الصحه. ما هو خلاص مدير المستشفى طلع قرار وقافل باب حديد ومش عايز حد يدخله، حدش يناقشني في الموضوع، وقفل الباب الحديد عليه. فالدنيا برضه ما هيكلموا مين، فراحوا ناقلين الموضوع لوكيل وزاره الصحه اللي هو دكتور هشام مسعود، ده وكيل وزاره الصحه في الشرقيه. فقال لهم انه قرر وكيل وزاره الصحه ارجاء يعني تاجيل قرار مدير المستشفى، مستشفى منيا القمح المركزي الخاص، بنقل عدد من الممرضات لقسم الغسيل الكلوي لاقسام الحضانات لغايه لما يقعد مع الممرضات ويقعد مع المرضى يوم الحد الجاي اللي هو بعد بكره ان شاء الله. وقال ان المستشفى الحقيقه فيها 8 حضانات جديده، والحضانات دي متوقفه عن العمل لانه ما فيهاش اعضاء من هيئه التمريض. ما برضو انت عشان كده بقول لحضراتكم الدنيا علمتنا كتير والله، يعني حضرتك تسمع من كل الاطراف، يعني الممرضات لما تسمع منهم يقول لك وازاي وده ظلم ونتنقل ايه ونعمل ايه وبتاع، والمرضى يقولوا لك احنا مرضى الغسيل الكلوي احنا برضو محتاجين عدد كبير من التمريض معانا، فتتعاطف معاهم. بس على الجانب الاخر حضانات ده يعني رضيع لسه مولود، حياته واقفه على فنتليتر واكسجين واجهزه صناعيه. فعندك 8 حضانات في المستشفى جديده لانج مش عارفين نشغلها لانه ما عنديش تمريض. انما السؤال، هل بقى فكره انه طريقه نقل الممرضات مثلا كانت غلط، طريقه اصدار القرار كان غلط، لازم تمهد لهم الاول تقول لهم. وبرده حاجه تانية، طب المحركه ممرضه، انت بتقدمي رساله، انت عندك رساله بتقدميها، فارق مع حضرتك ايه تبقي ممرضه في الغسيل الكلوي او في الحضانه؟ هو مش فيه يا جماعه يعني مصلحه عامه؟ فرق ايه حضرتك؟ انت ما نقلكيش من مستشفى لمستشفى تانية، ولا محافظه تانية، ولا شارع تاني، هي نفس المستشفى بس بيقول لحضرتك لو سمحتي هتيجي من الغسيل الكلوي لقسم الحضانات، عايزه اشغله ما عنديش تمريض. برضو هنا الحقيقه يعني، بس هو اكيد في حاجه غلط في الطريقه نفسها، لانه الممرضات لو كانت يعني اتمهد لهم الموضوع ده ما اعتقدش ان كانوا هيتفاجئوا بالطريقه دي، ولا هيحاولوا يطلعوا بالعدد ده كله يقابلوا مكتب مدير المستشفى، مع خطا طبعا ربما انه مدير المستشفى قفل قصادهم الباب. خلونا ناخد هاتفيا للاستفسار عن الموضوع وعن الجديد فيه الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه بالشرقيه. اهلا بك يا دكتور. دكتور هشام. فندم انا تمام عليك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره منى، ازاي سعادتك؟ الحمد لله. ايه يا دكتور الوضع دلوقتي وايه الجديد؟ ويعني حضرتك رحت بنفسك وشفت المشكله كان اساسها ايه وبدات فين يا فندم؟ يا فندم انا يعني بتقدم خالص التعازي لاهالينا في المنيا في شهداء الوطن، ومع امنياتنا بالشفاء العاجل لاخواتنا المصابين. اما بخصوص الموضوع بتاع منيا القمح، فده طبعا احنا عندنا قسم كلى صناعي في المستشفى يقوم عليه في خدمته عدد من الاطباء وعدد من التمريض. احنا طبعا مريض الكلى الصناعي بيهمنا امره جدا جدا كباقي المرضى، لكن بنوليه اهتمام شديد لانه مريض ملاصق بينا تماما، بيجي لنا يعني مريض بيجي لنا 3 ايام في الاسبوع خلاص وبيقيم معانا. هو دايما مريض الكلى مرتبط بالممرضه بتاعته وبالمكنه بتاعته وبالسرير بتاعه وده حقه خلاص، واحنا نفسيا خلاص متوائمين مع ذلك خلاص وعايزين راحته.
لكن احنا كمان عندنا في نفس المستشفى في قسم الحضانات اللي هم لرعايه حديث الولاده. القسم ده فيه عدد 34 حضانه اللي شغال منهم في الوقت الراهن خلاص 20 حضانه. الموضوع متوقف على دعم القسم بعدد من التمريض، واحنا في النهايه خالص بيحكمنا بصفتنا موظفين في الدوله عدد لوائح بتحدد عدد ساعات العمل خلاص. وممكن الامور دي خلاص كانت محتاجه زي ما سعادتك قلتي كانت تحضير وموائمه، لكن انا معترض طبعا تماما على الطريقه اللي تم بها الموضوع، ودي هفتح فيها تحقيق بس انا ما رضيتش افتحه. الاعتراض يا دكتور هشام على فكره انه طلع قرار وقفل الباب لما طلعوا يقابلوه ولا؟ انا معترض اولا هو لما اصدر القرار، اصدر القرار بناء على تعليمات ولوائح بتنظم عدد ساعات العمل خلاص، فما فيش فيه جور على التمريض خلاص. لكن هو الموضوع زي ما سعادتك قلتي كان محتاج النهارده ببساطه شديده جدا خلاص ان يبقى في رئيسه التمريض ومشرفه القسم خلاص، اتنين من التمريض يقعدوا ويتناقشوا. بس الصراحه يعني برضو من باب الامانه يعني المنظر ده يخض، يعني انا مدير مستشفى والاقي الكم ده من التمريض. أيوه جاي لي ما هو على فكره مدير المستشفى برضو خلاص للحق يعني الحق نقول ان هو النهارده في الفتره اللي مسك فيها خلاص بيطور في المستشفى والمجتمع المدني بيثق فيه خلاص، وجاب له تجهيزات كتير في المستشفى خلاص. لكن انا بقول لحضرتك ان يمكن الطريقه خلاص ان كانت محتاجه خلاص ان نقعد مع بعض، وانا مؤمن جدا بان احنا لما هنقعد مع بعض هنقدم خدمه جيده جدا واحنا مقتنعين خلاص بمعناها الروحي اللي احنا بنقدمه بيها. لكن النهارده برضه المنظر اللي انا شايفه من ان اعضاء كتير من التمريض اتوجههم وخلاص مباشره على المكتب ما كانش يستدعي الموضوع ده خالص. رئيسة التمريض، مشرفة القسم، اتنين من التمريض هيروحوا النهارده يتناقشوا مع مدير المستشفى خلاص، ونطلع بنتيجة إيجابية للمريض بتاع الكلى خلاص ولقسم الحضانات. طيب دكتور هشام حضرتك أكيد اتكلمت مع بعض التمريض الحقيقة. أنا تواصلت مباشرة مع رئيس مجلس المدينة وتواصلت مع مدير المستشفى ومع التمريض ومع المرضى. طيب انا عايز اسال سؤال يا دكتور انا ربما طرحته في قبل ما اخد اتصال حضرتك، معلش مع احترامي يعني، يفرق ايه بالنسبه للممرضه اذا كانت تمارس عملها في قسم الغسيل الكلوي او تتنقل للحضانه؟ ولا حاجه، مفيش اي فرق خالص. طب امال ايه؟ في مستشفى واحده الاثنين في مستشفى هو واحدة. اعتراض من باب الاعتراض يا دكتور يعني واحد. ما هو برضو الواحد يتكلم بصراحه يعني اعتراض. انا بقول يعني هو الفرق ان طبعا انهم هياخدوا سهر ونبطشيات في الكلى الصناعي، مفيش سهر ونبطشيات يعني النهارده الكلى الصناعي بيخلص. مش السهر والنبطشيات ده يا فندم عليه فلوس ولا مجانا ولا عليه فلوس؟ وحتى لو مجانا احنا النهارده في بيربطنا خلاص بالمريض علاقه روحيه، مش مساله فلوس خالص يعني بصرف النظر يعني يمكن روحيه مريحه شويه بس يعني لا يعني بتكلم بجد يعني ما برضو الصراحه مش عارفه، مش عايز اظلم حد بس يعني يعني انا ما اعرفش. انا حتى انا لو بتخيل انا لو ممرضه ويجي لي اوردر ان انا اشتغل في الحضانه، يعني طفل مولود رضيع قدامي كده وابقى واخده بالي منه كده، برضو عمل انساني. كل عمل التمريض انساني طبعا، بس قصدي اقول كل العمل طبعا، بس اكثر المستشفيات عمل انساني بحت خلاص، واحنا مقتنعين ودي رساله خلاص. والموضوع ابسط من ذلك والموضوع محلول ان شاء الله. انا ارجأت الموضوع. طيب انا اللي هقعد مع جميع الاطراف واحله. انا تواصلت حتى مع المرضى خلاص، ومنهم الاستاذ يحيى. هم المرضى كانوا متضايقين ليه يا فندم برضو؟ مش فاهم. ما انا قلت اللي معليكي في البدايه خالص ان المريض دايما بتاع الكلى الصناعي بالذات مرتبط بالسرير والممرضه والماكينه بتاعت الغسيل، ده ارتباط نفسي. لا ده طبعا نشوف عايز ايه ويستريح لايه عشان ده ربنا طبعا عينينا له طبعا بكل المقاييس احنا طبعا في خدمته. وانا بقول لحضرتك انا تواصلت مع احد المرضى الاستاذ يحيى، ده مدير عام وراجل محترم ومثقف جدا وهو مقتنع خلاص بالكلام. وانا قلت لهم طبعا لان مريض اليوم الخميس بيغسل حد وثلاث وخميس، فانا قلت لهم انا هاجي لكم الحد مش هاجي في اي يوم تاني خلاص غير يوم الحد عشان تكونوا كلكم موجودين واقعد معاكم. أشكرك يا دكتور جزيل الشكر. دكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ده الموضوع بس عشان نفهم كل أطرافه إيه، وأعتقد يعني يوم الحد إن شاء الله هيبان بقى، وزي ما هو قال يعني مفيش حاجة تانية تضاف على كلامه. هو كده الحد إن شاء الله يقعد مع الأطراف كلها، المرضى
والانا مريض طبعا بالنسبه لي الصراحه يعني ما كنتش فاهمه الحقيقه فكره انه ليه ايه علاقه المريض بانه الممرضه دي، ما احنا مش هنسحب ممرضه ونسيبه من غير ممرضه. فلا طبعا دكتور هشام وضح انه المريض الغسيل الكلوي الصناعي تحديدا لا بيرتبط جدا نفسيا بالسرير زي ما الدكتور قال والممرضه والجهاز، فده طبعا ده الاولويه، ده اولويه ان احنا نشوف هو محتاج ايه واللي يريحه اكتر ايه. ان شاء الله باذن الله تتحل المشكله دي على خير، بس مش عايزين بقى الفيديوهات دي تنتشر ونصور مش حلوه والله العظيم مش حلوه، ونصرخ ونصوت والدكتور مش عايز يقابلنا وبتاع، وبرده الدكتور على الجانب الاخر في طريقه تانية اسلوب اخر لاصدار القرار. يعني ان شاء الله تتحل المشكله على طول باذن الله، وفي كل الاحوال القرار قرار مدير المستشفى اتاجل بالفعل. بعد الفاصل ده عندنا فقرتين النهارده ان شاء الله. الفقره الاولى بعد الفاصل ده هنتكلم فيها على موضوع، او خليني اقول انه هتكون حدوته كده بطلها ضيف انا الحقيقه فخوره جدا هو موجود معانا النهارده في مساء دريم. كنا من اسابيع لو تفتكروا حضراتكم كده استضفنا في مساء دريم على الهوا بطل لبناني عربي مايكل حداد. ومايكل الحقيقة هو بطل لبناني لأنه كان من سنوات فقد أو يعني بترت قدمه، فقد ساقه، ومع ذلك لم ييأس واشتغل على نفسه وأخذ تمرينات وعمل رياضة وأخذ طبعا علاج طبيعي كتير وأهل نفسه واشتغل على نفسه وآمن في حلمه وأصبح بطل يتسلق الجبال في لبنان. واستضفناه في مساء دريم هنا على الهواء ووزعنا فيديوهات جميله جدا، والحقيقه انه كم الانسبريشن او الـ يعني الـ يعني كميه الـ الطاقه الحلوه والطاقه الايجابيه كده اللي تطلع لك من مايكل تخليك تسال بفخر قوي عن مين ابرز الناس اللي ممكن يبقوا ربنا سبحانه وتعالى طبعا يكون جعلهم سبب في ما وصل اليه مايكل النهارده. مايكل نفسه على الهواء لما سالته السؤال ده شكر ناس كتيره وقفت جنبه وامنت بحلمه وكان يمكن على راسهم الدكتور ضيفنا الكريم اللي هيكون معانا في فقرتنا الاولى الاستاذ الدكتور علاء بلبع. الاستاذ الدكتور علاء بلبع هو استاذ العلاج الطبيعي بجامعه القاهره، والحقيقه انه حلمه مش بس انه او يعني بيشتغل مش بس على فكره انه استاذ العلاج الطبيعي في جامعه القاهره، لا هو عنده حلم كبير قوي هو كمان صدقه وامن بيه انه مجلس جامعه القاهره خصص مساحه 17 فدان في 6 اكتوبر لاقامه مركز للعلاج الطبيعي وتاهيل ذوي الاعاقه. ولضم هذا الجمله في دمجهم في المجتمع المصري. واحنا بنتكلم انه احنا عام ذوي الاحتياجات الخاصه، وانه عدد ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر ليس بقليل، من فقدوا يعني اطرافهم، من يحتاج الى اطراف صناعيه، من لا يستطيع السير على قدميه، من لديه مشكله يعني تقف حائلا امامه انه يمارس حياته بشكل طبيعي. الناس دي كلها الحقيقه والنماذج دي كلها الحقيقه محتاجه ان احنا ناخد بالنا قوي منهم ونعرف الدوله بتقدم لهم ايه. لما نعرف انه في مشروع عملاق كده و17 فدان اتخصصوا لذوي الاحتياجات الخاصه واللي بيركبوا اطراف صناعيه وما الى ذلك، ويبقى ليهم ان شاء الله مدينه وملاهي علاجيه، حمامات علاجيه مائيه، كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم، لانه فكره تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه هي فكره مهمه جدا الحقيقه لازم نتكلم فيها باستفاضه. والحقيقه انه ضيفنا الكريم من الشخصيات اللي زي ما بقول فخوره ان احنا نناقشها، نتحدث معها عن دور الدوله، دور المجتمع المدني، ودور كليات العلاج الطبيعي في دعم ذوي القدرات الخاصه بعد هذا الفاصل. احنا لن نترك ثأرنا، لن نترك ثأرنا، لن نترك ثأرنا، لان هو مش ثأر ابنائكم انتم، هو مش ثأر ابنائكم انتم، لا لا ده ثأر مصر وكل المصريين، ان احنا ناخد ثمن الدم اللي قدموه ابنائنا وبناتنا، مش بس من الجيش والشرطه الحقيقه، من كل طوائف الشعب اللي سقطت شهداء ومصابين ضد عمليات الإرهاب الأسود. نحن لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله. لكل المصريين اللي بيسمعوني،
لازم تعرفوا ان اللي بيتعمل ده هو محاولة لتحطمكم، المحاولة لتمزقكم، عشان طول ما انتم كتلة واحدة هيصعب على اي حد ان هو يهز او يهزم البلد ديت. واحنا هم لن يستطيعوا ابدا احبطنا طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا مع بعض كتلة واحدة ايد واحدة. لازم هننتصر ان احنا اهل خير مش اهل شر، اهل بناء بقولها 100 مرة مش اهل هد، اهل تعمير مش اهل خراب. مجلس جامعة القاهرة خصص 17 فدان في 6 أكتوبر لإقامة مركز للعلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم للمجتمع. لما تسمع الخبر ده بتبقى محتاج تسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا. فكرة التأهيل الجسماني الجسدي العضوي النفسي ده بيبقى عامل إزاي؟ وبعدين يعني عايز أقول لحضرتك أنه زيه زي أي مرض مثلا، يعني ربما لا يستشعر قسوة أن يكون الإنسان يعني فاقدا لأحد أطرافه أو لا يستطيع أن يتحرك أو عنده مشاكل في عموده الفقري أو ما إلى ذلك، إلا من لديه هذه الإصابة أو هذه الإعاقة أو الناس الدائرة المقربة جدا ليه. هي دي الدائرة اللي بتبقى عارفة الشخص ده قد إيه محتاج دعم حقيقي من الدولة. فكرة أنه يتعامل مركز زي ده، يعني مش مدينة هو مركز، ففكرة أنه يتعامل بهذا الشكل ده يخليك يدفعك أنك تسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا. بتعمل إزاي وليه، وحنتعامل إزاي مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، إزاي ممكن فعلا تأهلهم نفسيا، وحياة فكرة العلاج الطبيعي في مصر كمان عايزين نسأل عنه، لأنه أنا مش شايفة أن احنا بنديله حقه قوي في الإعلام. يعني حتى احنا أغلبنا طول الوقت في البرامج دكتور بطنة مثلا عشان الجهاز الهضمي طبعا والقولون والكبد والمشاكل اللي أغلبنا كمصريين بنعاني منها، دكاترة القلب، دكاترة العيون. بس العلاج الطبيعي أنا بشوف أنه من البرانشز اللي الحقيقة مش واخدة حقها قوي عندنا في مصر هنا، مع أنه دورها مهم جدا. والحقيقة أنه كمان ربما بحسب قانون الجامعات الجديد أنه عدد سنوات الدراسة زادت، كانت 5 سنوات لكلية العلاج الطبيعي أصبحت 6. فعايزين نفهم ده ليه وأهمية ده إيه، يعني أنه هتبقى 6 سنين بدل 5 سنين. هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا مع ضيف منورنا في مساء دريم، واستقبل اتصالات حضراتكم على الهواء كمان لو في أي أسئلة أو استفسارات لضيفي الكريم الدكتور علاء بلبع أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وأمين عام قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورنا. أهلا بيك يا فندم. من ساعة ما كان ضيفنا كريم مايكل حداد وهو البطل اللبناني اللي تسلق الجبال، والحقيقة انه دي صوره مايكل البطل اللي نورنا هنا في مساء دريم على الهوا منذ اسابيع قليلة، وقدر يتحدى وقدر يعني يثبت انه مفيش حاجة مستحيلة، وتشرفنا بوجوده معانا وادانا طاقة ايجابية. هل تتخيلوا انه متسلق الجبل اللي شايفينه قدامنا ده وما شاء الله عضلات، يعني واضح كمان انه بيلعب باي وتراي وتشست وما شاء الله، يعني الدنيا الله اكبر ما شاء الله. هل تتخيلوا انه لا يسير على قدميه، انه عنده اعاقة، انه مبتور، انه مركب اطراف صناعية؟ هل ممكن تتخيلوا ده، انه يصبح النهاردة بطل في تسلق الجبال؟ ده فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ده طبعا اصرار منه هو شخصيا. لو ما كانش هو من جواه عنده هذه العزيمة الحقيقية ما كانش هيوصل لده. ده مجهود ناس كتيرة قوي في تأهيل بقى وعلاج طبيعي وثيرابي وحاجات كتيرة جدا. الجزء ده بقى الأخير ده اللي هو مهم قوي، ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، أو خلينا نبدأ بيه الحوار مع دكتور علاء. دكتور علاء، الترانسفورميشن اللي حصل لمايكل لما شفناه وكلمنا عنه على الهوا شوقنا جدا نقابل حضرتك، وهو الحقيقة يومها قال فيك أشعار وقد إيه حضرتك اديته الطاقة الإيجابية والإصرار والتحدي، وقفت معاه لغاية لما بقينا النهاردة بنضرب بيه المثل كتشامبيون أو بطل رياضي. نعم، هي مايكل حداد من الشخصيات اللي هي يجب دراستها. أنا بس قبل ما هتكلم عليه أنا هستأذنك أن أنا أتقدم بخالص العزاء طبعا
لأسر فقداء مصر. الحقيقة مش هتكلم ان هم فقداء المسيحيين او الاقباط، لكن هي مصر هي اللي فقدت النهاردة، وهي الضربة دي لمصر قبل ما تبقى لاشخاص او لفئات معينة. فانا بتقدم ليهم بخالص التعازي. الحقيقة مايكل حداد شخصية مميزة جدا، مش بس مميزة عشان اللي هو قدر يوصل له، ده مميزة ان هو مش عايز يقصر ده عليه، ده عايز كل الناس اللي عندهم نفس الإصابة يوصلوا للي هو وصله. صحيح. وده الجميل قوي في مايكل حداد، بينشر الطاقة الإيجابية جدا الحقيقة جدا. يعني هو مش بس ناجح ان هو يخطي العقبة بتاعته او الإصابة اللي عنده، ده هو عايز يوصل نفس النجاح ده لكل اللي عندهم إصابة مماثلة. فدي حاجة حلوة جدا في شخصية مايكل حداد. اشتغلت معاه ازاي يا دكتور؟ وبدأ اول ما جالك كده وبدأت معاه انا، وكويس اول ما حضرتك قلت كده، هو انا مش انا اللي كان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه، لكن زمايلي اللبنانيين العلاج الطبيعي اللي هناك، واللي انا برضو بسعد ان هم بيشاركونا في المؤتمرات بتاعتهم، وانا بشترك معاهم في المؤتمرات اللي في لبنان. انا لسه جاي من لبنان وقابلت برضو مايكل وعزمني على الفتوش والتبوله والكلام ده. فهم الحقيقه اشتغلوا معاه من البدايه، فهم يعني من اول يوم، بداية بتأهيل الجزء العلوي، الأطراف العلوية عشان العضلات اللي فيها، لتأهيل الجزء المتبقي لأن هو عنده نفكر الناس بإصابته يا ريت. الإصابة من عند الصدر لحد تحت، ما فيش أي حركة نهائي. ده اسمه إيه العلمي يا فندم؟ ما هو شلل نصفي. شلل نصفي. شلل نصفي. لكن هي الحكاية ما هياش كده بس، ابتدى يبقى فيه عملية حاجة احنا بنسميها الهيومن بيرفورمانس نفسه، الأداء الحركي، ازاي الحركة بتتكامل مع بعض عشان نوصل في الآخر ان هي تبقى حركة وظيفية يقدر يتحرك بها من مكان لمكان ويطلع وينزل. لو شفنا مايكل حداد وهو بيتحرك يقول لا، ما انا مش عايز حد يساعدني، مش عايز حد يسندني، وهو رافض تماما كلمة ان هو ذوي إعاقة، لان هو احنا كنت بطلع يمكن في حلقات قبل كده بقول ان احنا مش عايزين نسميهم ذوي اعاقه. كان الدكتور حسام المساحه عمل معايا مره مداخله، قال ربنا سبحانه وتعالى ما سماش نفسه عادل، هو سمى نفسه العدل، هو ربنا هو العدل نفسه. صحيح. فاذا كان ربنا انتقص حاجه من حد فهو عوضه في حاجه تانية، فهنلاقي ان اللي احنا بنقول عليهم ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه هم ذوي قدرات خاصه، عنده قدره خاصه، عنده قدره خاصه أخرى في حاجه تانية. فبعد ما كنا بنشوف ناس نابغين في الشعر وفي الادب وفي الفن وفي الموسيقى، لا بقى في الطب وفي الصيدله وفي الهندسه، لا ده بقى في الرياضه، في بيعملوا ارقام قياسيه ما حدش فينا بيقدر يحققها. يعني احنا ما حدش فينا يعرف يعمل اللي عمله مايكل حداد وتسلق صخره الروشه اللي هو عمله. صحيح. ما يقدرش يمشي على الصخور زي ما هو بيمشيها. فهو بيثبت بالتحدي بتاعه ده ازاي بيقدر يوظف الجسم كله عشان يؤدي الحركه، مش بس رجليه، مش لازم رجليه. طيب ننتقل من مايكل حداد الى العلاج الطبيعي بقى في مصر. نعم. انا عايز اعرف الحقيقه، يعني حضرتك طبعا يعني انتخبت لعماله كليه العلاج الطبيعي ثلاث سنين، ثم كان بالتعيين ثلاث سنين اخرى، ثم قمت بالعمل لمدة عام انتهى في سبتمبر الماضي. نعم. حاليا بتشغل منصب أمين لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على الدور المهم جدا للعلاج الطبيعي في مصر. خلينا نتكلم تحديدا عن دور العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، بيعمل ايه وتخصصاته ايه بالظبط يا فندم؟ احنا عندنا في كلية العلاج الطبيعي ستة تخصصات كلينيكية وقسمين أكاديميين، يعني عندنا 8 أقسام في كلية العلاج الطبيعي. وحضرتك قلتي كلية العلاج الطبيعي بالذات في جامعة القاهرة، احنا الحقيقة بنتميز، مش عشان انا من جامعة القاهرة، لكن هي فعلا كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة متميزة، مش بس في مصر لكن في الشرق الاوسط كله. احنا اول كلية علاج طبيعي في الشرق الاوسط تخرج خريجين علاج طبيعي، ودي يمكن بعد الحروب اللي عدت علينا وبعد الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، وبعدين بعد كده دخلنا في الإصابات بقى بتاعة الحروب 67 و73، الحاجات دي كلها بينت قوي دور العلاج الطبيعي وبينت اهتمام العلاج الطبيعي. فعشان كده إنشاء كلية علاج طبيعي في مصر كان مهم قوي، ومنها بقى أنشئت كليات تانية، ابتدى الدور يبان أكتر مع خروج البعثات لبرة، وبقينا نشوف العلاج الطبيعي بيخش في تخصصات احنا ما كناش متخيلين إنه ممكن يعالجها بالعلاج الطبيعي.
ما يخطرش على بال حد ان ممكن نعالج التهاب الجيوب الانفيه ببعض اجهزه في العلاج الطبيعي. بعض امراض الجلديه بتتعالج بالعلاج الطبيعي، ده طبعا غير الحاجات الجلديه. امراض كتير من الامراض الجلديه، وعندنا قسم متخصص. ادينا مثلا لو سمحت. غير الصدفيه، في امراض عند الاطفال بيبقى فيه نوع من المرض بيصيب الجلد عندهم، بيبقى زي الازاز بالظبط، بيعمل تشققات فيه، ده بيجيب نتائج كويسه جدا بالعلاج بالليزر. الاطفال دول حقيقه بيبقى عندهم مشاكل كتير. امراض النساء والولاده، برضو بيعملوا علاج طبيعي، مش بس عشان تقويه عضلات الحوض من تحت او شد عضلات البطن او الظهر، لا، ده في مشاكل في المبايض او الفالوبيان تيوب بتتعرض لها السيدات، الحاجات دي كلها بتتحل بالعلاج الطبيعي. غير المشاكل التانية اللي هي عند النساء والولاده. انا يمكن التخصص بتاعي في العلاج الطبيعي للاصابات وجراحه العظام واصابات الملاعب، لكن العلاج الطبيعي زي ما قلت بالاجهزه المستحدثة فيه بقى يخش في مجالات كتير، وده اللي خلى الإقبال على العلاج الطبيعي. بعد ما كنا كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة كلية وحيدة، احنا بقى النهاردة عندنا 4 كليات حكومية و10 كليات خاصة في 10 جامعات، فبقى عندنا حوالي 14 كلية علاج طبيعي. الكليات الخاصة في 10 جامعات دول بيتبعوا حضراتكم إداريا برضو؟ بيتبعوا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة. تمام. يعني عندنا النهاردة 14 كلية علاج طبيعي في مصر. في مصر. بعد ما كنا كلية واحدة. هل ده إيمان من المجتمع بأهمية دور العلاج الطبيعي؟ طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. ما كناش مدينه برضه حقه زمان يا دكتور. خالص. هي كمان للأسف في ناس بتاخدها من ناحية تجارية. يعني أنا وأنا في أمريكا في زميلي اللي كان في المستشفى معايا، مش هقول بس البلد اللي هو منها، بيقول لي احنا في البلد عندنا كان في كليتين علاج طبيعي. في مصر ولا بره؟ في البلد اللي هو منها. بلد عربيه؟ لا مش عربيه. اوكي، بلد اجنبيه. من اسيا. من اسيا. كويس؟ اوكي. فبيقول لي لما لقوا ان في اقبال قوي من امريكا وبيحتاجوا علاج طبيعي كتير، فتحوا 60 كليه علاج طبيعي في سنتين عشان الخريجين بتاعهم يقدروا يصدروهم على امريكا. فهم بيدرسوا سوق العمل العالمي. صحيح. محتاج لايه؟ صحيح. وبالتالي بدل ما يعملوا كليات مفيش حاجه للخريجين بتوعها، لا، يعملوا كليات يقدروا يصدروهم بره عشان يستفيدوا منهم ويفيدوا البلد. حتى دي فيها تجاره وبزنس وتصدير واستيراد وتصدير. حقيقه حضرتك سؤال على مده الدراسه في الكليه برضو. نعم. كانت 5 سنين طول. نعم. عمرنا عارفينها 5 سنين. قانون تنظيم الجامعات الجديد اقر انها تبقى 6 سنوات. نعم. لدراسه العلاج الطبيعي. نعم. ده ليه يا دكتور؟ هو الحقيقه انا توليت العماده في 2011، كانت اللوائح بتاعت العلاج الطبيعي في الجامعات المصريه بقى لها يمكن 13 سنه ما عملش عليها ابديت. فبقى انا لما رحت امريكا انا اتوظفت هناك في وظيفه اخصائي علاج طبيعي، لان اللوائح بتاعتنا كانت بتماتش اللوائح بتاعت امريكا اللي هي احسن دوله في العالم في العلاج الطبيعي. على مدار 13 سنه امريكا عماله تتقدم واحنا على الاقل ثابتين، فبقى في فرق بيننا وبينهم 13 سنه. طوروا هم المناهج واللوائح عندهم، فبقى الخريج بتاعنا بقى يروح امريكا ما بقاش يشتغل اخصائي علاج طبيعي، بقى يشتغل اخصائي علاج طبيعي مساعد. ودي كانت وحشه قوي. يعني كان يطلع من عندنا دكتور واخصائي. اخصائي بقى هناك عشان اللوائح بتاعتهم زادت. فينزل درجه. فبقى الخريج بتاعنا بقى اخصائي علاج طبيعي مساعد. فعشان كده انا لما مسكت الكليه عملت دراسه فجوه وشفت الفرق ما بين اللوائح. دراسه فجوه؟ يعني شوف الفرق بقى. اوكي. اشوف الفرق ما بين اللوائح بتاعتنا واللوائح اللي بره ايه. فلقينا ان في عجز في بعض المواد وعجز في عدد الساعات، فزودنا عدد المواد وزودنا عدد الساعات. لما زودت المواد والساعات بقت ال4 سنين زائد السنه الامتياز كانوا 5 سنين، بقت مش مكفيه العدد الساعات دي، فاضطرينا نزود سنه جديده. طبعا عشان ازود سنه ده مش بالسهل، لان احنا بعد ما عملنا اللائحه وخدنا عليها موافقات طلع ان القانون بتاع تنظيم الجامعات سنه 72 بيقول ان كليات العلاج الطبيعي 4 سنين زائد سنه امتياز. فرجعت اللائحه تاني واترفضت اللائحه تاني، وكان واجب علينا بقى ان احنا نعدل الكلام ده عشان مش بس جامعة القاهرة، ما عنديش كلية واحدة، بعد عندنا كليات تانية. فلازم كل الكليات توافق ان احنا نطور العدد السنوات، فزودناها بالفعل، صادر قرار جمهوري بزيادة عدد السنوات، وبقينا 5 سنين زائد سنة امتياز، وبقينا بنماتش نفس البرامج بتاعت امريكا وكندا. احنا احسن من اوروبا على فكرة. المنهج نفسه؟ احنا مش بس المناهج، احنا اكبر كلية علاج طبيعي في العالم.
عشان كده انا الحمد لله. ازاي يا فندم وازاي احنا مش عارفين كده؟ يعني ازاي ما عندناش وعي كافي انه لدينا اكبر كليه علاج طبيعي في العالم؟ انا اقول لحضرتك احنا الحمد لله احنا حصلنا على الاعتماد المحلي لكليه علاج طبيعي جامعه القاهره في سنه 2014 تمام. من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد. الحقيقه انا اشتغلنا كتير قوي في الكليه وطورنا كتير قوي، ولاحظت ان احنا الحمد لله انا بسافر امريكا على طول، انا يعني عشت في امريكا 15 سنه. طب احنا مش اقل من الناس التانية في حاجه، احنا عندنا كل الامكانيات وكل الكفاءات، لان انا عندي في كليه العلاج الطبيعي 350 عضو هيئه تدريس معاهم بي اتش دي 350. انا كليه العلاج الطبيعي اللي اخدت فيها الدكتوراه في امريكا فيها ستة. علشان كده انا قلت طب احنا قادرين ان احنا نقدم على الاعتماد الدولي، فقدمت على الاعتماد الدولي في 2016. الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي، الاتحاد الدولي ده بيضم اكتر من 111 دوله، منهم امريكا وكندا واستراليا وفرنسا وانجلترا والنمسا والسعوديه واليابان والصين. قعدوا مع بعض وقالوا دي المعايير بتاعه الخريج اللي لازم تكون عليها عشان يقدر يمسك عيان ويقدر يخدم عيان. المعايير دي انا لقيت ان هي احنا بنقابل كل المعايير دي عندنا او بنحققها في الكليه. فقدمت على الاعتماد الدولي وقدمت الملفات بتاعتنا. كان معايا مجموعه هايله من اساتذه الكليه، مجموعه هايله في وحده ضمان الجوده، مجموعه من الشباب النشط جدا ومتحمس وبيحب البلد وبيحب الكليه. عملوا مجهود غير عادي وبعتنا الملفات، فجالنا الرد بعد حوالي 7 شهور الملفات بتاعتكم فعلا قابله ان احنا نعمل زياره ميدانيه ونشوف. لما استقبلناهم جت اللجنه استاذ من امريكا، كان عميد او كان رئيس النقابه العلاج الطبيعي الامريكيه واستاذ في الجامعه وعميد احد الكليات في امريكا، واستاذه ثانيه من انجلترا، وزاروا الكليه شافوا القدره المؤسسيه في الكليه. احنا طورنا، بنينا مدرجات، عملنا معامل، جبنا اجهزه، فشافوا القدره المؤسسيه، شافوا المعامل المدرجات، قالوا لي احنا عايزين نعرف انت ازاي بتقدر تاخد 500 طالب. قلت لهم انا باخد 500 طالب لان انا عندي 350 بي اتش دي، 350 دكتور معاه دكتوراه. فشافوا، فانا لازم اظبط اللي عندي بالظبط، الريسورسز اللي عندي على اللي معاهم البي اتش دي بالظبط يعني كده، اللي هم الاعداد تبقى مناسبه بالظبط. والحقيقه الحمد لله يعني حتى الدكاتره اللي عندي والاساتذه اللي عندي ما هماش كلهم واخدين دكتوراه من مصر، في ناس واخدين دكتوراه من امريكا، زي مثلا في ناس واخدين من المانيا، من انجلترا، من روسيا. فالخلفيات المختلفه دي بتدي للوائح والمنهج نفسه قوه كتير، لان انا عندي باك جراوند مختلف، خبرات مختلفه، فده بيفيد الطالب جدا. فلما جم عملوا شافوا السيفيهات بتاعت كل اعضاء هيئه التدريس، درسوها وشافوا، عملوا مقابلات مع الساده الاساتذه، وعملوا مقابلات مع الهيئه المعاونه المعيدين والمدرسين المساعدين، وقابلوا الطلبه وقابلوا الخريجين كمان عشان يشوفوا المنتج بتاعنا الكواليتي بتاعته ايه والكيفيه بتاعته ايه. وحتى المرضى اتكلموا معاهم وقالوا لي احنا عايزين نشوف المستشفيات اللي بيتم فيها التدريب. رحنا القصر العيني، وحده الدكتور شريف مختار، والطوارئ الجديده معموله على احدث مستوى في القصر العيني وحده الطوارئ، ورحنا ابو الريش الياباني وشافوا هناك الدكاتره العلاج الطبيعي بيعالجوا الاطفال ازاي. فهم كانوا مبهورين، ولحظه اعلان النتيجه قدام اعضاء مجلس الكليه والاعضاء هيئه التدريس كانت لحظه حلوه جدا الحقيقه، ان احنا حصلنا على الاعتماد الدولي. احنا بقينا كده الكليه الوحيده في مصر يعني ما بين الطب والصيدلة والأسنان والتجارة والحقوق وكل الكليات، احنا الكلية الوحيدة في جميع الجامعات المصرية اللي محصلين على الاعتماد الدولي. قسم عمارة في هندسة القاهرة مع الاعتماد الدولي كقسم، لكن ككلية احنا فعلا كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة هي الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الدولي. هل الاعتماد الدولي ده اللي بخلينا نقول انه كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عندنا هي الافضل في العالم؟ يعني لما اقول انا الافضل في العالم في معايير او مقاييس او شهادات سيرتيفيكتس معينه؟ بالظبط، انا مش عايز اقول الافضل، انا بقول الاكبر. الاكبر الاكبر من ناحيه مش بس الحجم، لكن من ناحيه الاستاف، من ناحيه عدد الابحاث. كويس، جزئيه الافضل دي بيبقى في حاجه اسمها تصنيف وفي كرايتيريا معايير. وفي كرايتيريا. بالنسبه للتصنيف انا اتكلمت مع الاتحاد الدولي عشان يعمل تصنيف لكليات العلاج الطبيعي على مستوى العالم، وقالوا لي احنا مش هنعمل التصنيف لسبب ان في بعض الدول العلاج الطبيعي اللي فيها عدد سنوات الدراسه فيه اقل بكتير مننا، فبالتالي هم هينزلوا في التصنيف الدولي
لتحت قوي، فهم قالوا لي مش هنعمل التصنيف، هو الاكريديتيشن او الاعتماد ده اللي هنعمله، مش هنعمل التصنيف الدولي. قلت لهم طب ما ممكن امريكا تعمله، قالوا لي امريكا تعمله لكن كاتحاد دولي مش هنعمل تصنيف. ليه؟ عشان في مجموعه من ضمن الاتحاد الدولي الدول بتاعتهم العلاج الطبيعي فيها عدد سنوات الدراسه فيه قليله قوي، والمناهج بتاعته اقل مننا بكتير، فبالتالي في التصنيف هينزل تحت قوي، فهم مش عايزين كده. هم مش عايزين، بس احنا بالناحيه العمليه فعلا احنا ككليه علاج طبيعي جامعه القاهره او العلاج الطبيعي في مصر بيحتل مركز كويس جدا على مستوى العالم. طيب قبل ما اتكلم برضو على تفاصيل المركز وهنعمل فيه وكده، سؤال تاني، الشخص اللي عنده اعاقه، الشخص اللي عنده مشكله تحتاج الى علاج طبيعي جيد واعاده تاهيل، ازاي بيلتقي بيكوا في كليه العلاج الطبيعي؟ بيوصل لكم ازاي يا فندم؟ يعني عن طريق مستشفيات، عن طريق مراكز تبعكم، بيروحوا الكليه، بيعمل ايه يا فندم؟ طيب حضرتك ذكرتي حاجه مهمه، العلاج الطبيعي ما كانش متعارف عليه قوي، الناس مش عارفه قوي. العلاج الطبيعي في البدايه كان متعارف عليه ان هو علاج تكميلي او واقول لحضرتك بصراحه سنوي. كان في امبريشن كده عام، انطباع عام كده، مش مساج بس، انه فكره علاج طبيعي ده يعني بتفق مع دكتور بيجي لي البيت معاه شنطه كده بيقعد يعمل شويه تمارين كده 20 30 دقيقه وسلام عليكم. طيب الوضع اختلف طبعا. تماما، والمفهوم اختلف. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا ككليه علاج طبيعي كان زمان متعرف عليه هو علاج تكميلي او علاج سنوي. مع تقدم العلاج الطبيعي والتطور اللي فيه ابتدى يبقى العلاج الطبيعي مش بس علاج سنوي، بقى علاج اساسي في بعض الامراض. وبعدين مع التطور الثاني ما بقاش بس علاج اساسي، فبعض الحالات بقى هو العلاج الوحيد، ما بقاش ينفع حاجه ثانيه غير علاج طبيعي. يعني زي ما قلت لحضرتك كده في اصابه بتحصل. الاصابه دي بتحصل الراجل ده راح عمل عمليه او اخذ علاج ومتبقي معاه جزء من الاعاقه بعد الاصابه، هو ملوش حل تاني غير العلاج الطبيعي. هو العلاج الطبيعي هو العلاج الاساسي والعلاج الوحيد. في ناس يا دكتور بتقول لك ما بيعملش حاجه العلاج الطبيعي ده، وكتير بسمع الكلمه دي من الكبيرات في السن الصراحه، تحديدا السيدات. طيب كويس. اللي بتاخد علاج طبيعي يقول لك ايه، انا بتعالج بس ما بيعملش حاجه معايا، ركبي زي ما هي، رجليا زي ما هي، مش يعني انا بقابل طبعا الناس دول معايا. حضرتك عارفه دكاتره التجميل بيعملوا ايه؟ جراحين التجميل بيعملوا حاجه حلوه قوي، بيعملوا صوره بيفور وافتر، تمام، قبل وبعد، تمام، كويس، تمام. وانا شفت يمكن دكتور جراح امريكاني بيقول انا بعمل كده لسبب، لان العيان ما بيبصش لنفسه ساعه الحادثه كان عامل ازاي، فلازم افكره عشان يعرف هو اتحسن قد ايه. والحمد لله يعني برضه نفس الحكايه، انا بقول للعيان ما تقارنش نفسك النهارده بامبارح، قارن نفسك النهارده باول يوم جيت لي فيه، في تحسن او لسه في تحسن مستمر، كويس، يبقى احنا ماشيين صح، بياخد وقت صحيح، وكل حاله على حسب. وعشان كده احنا يمكن الفرق يمكن في امريكا ما بين هناك وهنا، لما باجي احط البلان اوف تريتمنت في امريكا او خطه العلاج في امريكا، انا ما بحطهاش كده، انا لازم احطها بالوقت. يعني نقول انا هوصل بالعيان انه يبقى كذا في خلال كذا، عشان انا لو ما وصلتش للي انا قلته يبقى في حاجه غلط. يبقى انا لازم اراجع نفسي تاني. فاحنا عايزين نعمل كده في مصر، عايزين نمشي بالكود ده، بحيث ما تبقاش الحكايه سايبه كده. طبعا اللي بيحكمهم هناك اكتر شركات التامين. ما ينفعش دكتور علاج طبيعي ياخد عيان ويفضل يعالجه طول عمره. لازم نبقى عارفين انت هتمشي معاه قد ايه ولحد فين وتوصل بيه لايه. بالنسبه للاعاقات، احنا دخلنا في الاعاقات كتير قوي، الاعاقات بانواعها المختلفه. دور العلاج الطبيعي ما بيبقاش في مراحل ازاي دور اتطور، زي ما حضرتك كنت بتقول ما بقاش انه طبيب بيروح البيت يفتح الشنطه ويعمل شويه ادوات كده ويمشي، ازاي تطور بقى الدور ده دلوقتي؟ انا شفت احنا للاسف طبعا هنا في برضو عندنا مشكله تانية في مصر، ان في ناس بتعمل علاج طبيعي ما هماش اخصائيين، ما هماش دارسين، واخدينها بس بنقول لهم يا دكتور برضو. للاسف دكتور. للاسف الشديد. فخريجين العلاج الطبيعي المفروض، انا شفت عيان امبارح، يمكن انا عنده شلل نصفي وبقاله فتره، وبعدين فوجئت ان مراته وابنه بيقول لا هو ما حدش بيمشيه. ليه ما حدش بيمشيه؟ والحقيقه الراجل العضلات بتاعته كويسه والمفاصل بتاعته كويسه، فانا مشيته امبارح ونزلته وطلعته السلالم لقيتهم واقفين مذهولين، ده بيقدر يمشي. فهي دي مشكله، ان في حد بيروح لحد مش متخصص او حد مش دارس. فاحنا العلاج الطبيعي المفروض ان هو بيخش في مراحل الاعاقه من اولها، من اول يوم. في طبعا اعاقه بتحصل من الولاده، من ساعه الولاده. وفي اعاقه بتحصل في مراحل متاخره من العمر، وفي مراحل في اعاقه بتحصل مع اصابات.
يعني في امراض بتعمل اعاقات وفي امراض بتبقى بتتزايد، يعني الإعاقة بتتزايد فيها، مش مجرد ان هي وصلت لمرحلة مش ثابتة، مش ثابتة لا. يمكن احنا لما كنا بنقعد في وزارة الصحة في لجان بنحط تعريفات الإعاقة ايه، فكان من ضمن الحاجات ان في إعاقة حصلت بنسبة كذا وإعاقة النهاردة كذا ممكن بكرة تزيد عشان ياخدوا ابتدي ياخدوا الحقوق بتاعتهم يعني. فالحاجات دي كلها لازم يتعمل لها حساب. طيب المواطن لو عايز يبقى علاجه عن طريق دكتور علاج طبيعي، ما يبقاش تكنيشن، نعم، فني، نعم، ما يبقاش الناس دي اللي بنقول له مجازا كده دكتور وهو مش دكتور، مع كل احترامنا ليهم بس هو مش دكتور بالظبط كده، بيوصل لحضراتكم ازاي يا فندم؟ هو في الغالب بيبقى ريفير لينا او محول لينا من دكتور العظام او دكتور الاعصاب، والحقيقه الدكاتره عندنا في مصر بقوا عارفين كويس قوي اهميه العلاج الطبيعي، فبيبعتوا له دكتور يقول له لا تروح للدكتور ده، وساعات بيجي لي عيانين كتير يكون راجع للدكتور بتاعه تاني يقول له انت ايه اللي وداك الناس دي وللاسف الشديد ده في ناس من بره مصر، انا اسمع عن حاجه اسمها المركز الفلاني باسم دوله كويس للعلاج الطبيعي واللي شغالين فيه تكنيشنز وبيخشوا يعملوا ايه الله اعلم، وهي برضو لازم يبقى عليها نظره لان في ناس من دول بيعالجوا العيانين مجانا وده اللي بيشد لهم عيانين كتير، فهل ليهم اغراض تانية غير ان هم يدوا خدمات علاجيه ولا لا، ده موضوع تاني انا يعني لازم نلفت النظر ليه. يعني مراكز العلاج الطبيعي المنتشره في مصر هنا اللي لا يديرها او لا يعمل فيها اطباء علاج طبيعي، دكاتره علاج طبيعي، محتاجه اعاده نظر ومحتاجه رقابه اكتر عليها. طبعا يا ريت، لان من الناحيه العمليه ده ممكن يسببه مشكله للمريض، مشاكل كتير، مشاكل كتير قوي. ف يعني ده الموضوع بتاع الاعاقه ده اللي هو يمكن الهدف بتاعنا النهارده. لكن حضراتكم في الجامعه نعم، يعني مش زي مثلا القصر العيني يقدر مريض كده يدخل يقول انا تعبان يقدم ويكشف عليه؟ طبعا يعني بيبقى في الغالب جاي محاول زي ما قلت لحضرتك من دكتور عظام او اعصاب او بطنه او جراحه او نساء او اي تخصص، بيتكتب التشخيص بتاعه واحنا بقى بنحط خطه العلاج. فبيجي لكم جامعه القاهره كليه العلاج الطبيعي؟ في كليه العلاج الطبيعي في العياده الخارجيه. في العياده الخارجيه بس العياده بتاعتنا صغيره ما تقدرش تحتوي عيانين كتير. وانا الحقيقه موضوع الاعاقه ده شغلني كتير قوي من ساعه ما اتخرجت، يمكن من قبل ما اتخرج. انا والدي الله يرحمه كان استاذ في كليه دار العلوم وكان عنده نسبه من الاعاقه، فانا متعايش مع الاعاقه طول عمري الله يرحمه. فلما اتخرجت كمان يمكن من اول حاله قابلتها كان شاب 17 سنه بينط في حمام السباحه في احد الانديه وللاسف المايه كانت ضحله فنزل على راسه، اللي هي الحادثه المشهور قوي، نزل على راسه جاله كسر في الفقرات العنقيه وقطع في النخاع الشوكي وشال الرباعي في ايديه ورجليه. الحقيقه اللي شد انتباهي قوي مره وانا رايح اعمل له جلسه في البيت زي ما حضرتك بتقولي كده، والدته بتقول لي دكتور علاء احنا هنحتاج دكتور نفسي. قلت لها يعني في الغالب هنحتاج دكتور نفسي. قالت لا ده مش عشانه، ده عشان اخته. قلت لها ليه مالها؟ قالت لي بيجي لها عرسان كتير قوي، وهي بتقول لي يا ماما بعد طول العمر ليك انت وبابا، اخويا ده مين اللي هياخد بالي منه؟ فبنلاقي ان وجود فرد معوق في اسره ده بيأثر على مجريات حياه الاسره صحيح كلها صحيح. حضرتك قلت بس قد ايه البنت دي جميله جدا، قد ايه جميله جداً. ربنا يكرمها يا رب. وانا بحكي الموضوع ده مع حد، لان انا المركز اللي حضرتك قلت يعني انا بتكلم فيه مع الناس كلها، ده مشروع حياتي يعني. فبتقول لي انا النهارده الكلام ده كان في بيت اختي، ابن اختي جاله منحه دكتوراه لامريكا وهو مش هيقدر يروح لان ابوه وامه كبار واخته معوقه او من ذوي الاعاقه، هو اللي بيشيلها ويحطها يوديها للدكاتره ويجيبها ويغير لها. بتقول لي مين اللي هيعمل لها الكلام ده لو سافر؟ فهو ساب منحه الدكتوراه لامريكا عشان يقعد مع اخته. فهو فعلا وجود فرد معوق في الظروف اللي احنا فيها في مصر بيأثر على مجريات الاسره بحالها، غير امريكا، غير اللي انا شفته بره، وده اللي انا عايز اعمله هنا. يعني انا عايز اغير مايكل حداد، بقى قعدنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده، هو جميل، احنا فعلا عايزين نغير الصوره دي، عايزين المعوق ما يبقاش محبوس في البيت. انا حد من ذوي الاعاقه هنا بيتكلم معايا بيقول لي يا دكتور علاء هو حصلت له الاعاقه على كبر وجاله باتر في رجليه الاثنين. يا ساتر. بيقول لي بعد ما اخذ قسط من العلاج جاب كرسي متحرك وراح بيه الكليه
واستقبلوه صحابه في الكلية وزمايله استقبال حافل جدا وحضنوه وضحكوا معاه وهرجوا معاه. وبعدين لما جاء ميعاد المحاضرة شالوه بالكرسي وطلعوا بيه المدرج عشان يحضر. قال لي اللي أنا شفته من أول الحادثة كوم ولحظة ما زمايلي اللي أنا كنت بهزر معاهم وبجري وراهم ويجروا ورايا ما شالوني على كتافهم عشان أطلع المحاضرة إحساس تاني خالص. كلمة مهمة أوي حضرتك قلتيها تاني، العلاج النفسي والتأهيل النفسي. للأسف احنا ما عندناش فرد معوق في مصر على قد ما عندنا مجتمع معوق. مش معوق بس صح. معوق مش بس في الفاسيلتيز بتاعته في الـ في الـ في, الـ في الشوارع مش. وفي الـ في العربيات وفي المواصلات وفي المباني وفي الأرصفة. لا احنا عندنا مجتمع معوق فكريا. يعني الشاب ده لما خلص المحاضرة بتاعته راح لوكيل الكلية. وكيل الكلية. بيقول لي يا دكتور بعد إذن حضرتك ممكن بس يتعمل لي رامب عشان اقدر اطلع عليه بالكرسي اخش المحاضره احضر فيها بدل ما زمايلي يشيلوني بكرسي كل مره. فبص له كده وقال له وانت واحد زيك كده ايه اللي خرجه من البيت اصلا؟ يا ساتر. انت اللي زيك المفروض ما يخرجش من البيت. يا ساتر يا رب. اذا كانت دي عقليه واحد وكيل كليه راجل الشارع هيقول ايه؟ احنا ازاي بنقدر نتعامل مع الناس دي؟ ازاي هنقدر ازاي هنقدر نعالجهم اذا كنا احنا اساسا محتاجين نتعالج فكريا؟ ليه تأثرت يا دكتور وحضرتك بتحكي القصه دي؟ عشان انا شفت كتير، انا شفت كتير. انا يمكن الامثله اللي بحكيها دي ما تجيش حاجه في اللي انا بشوفه. انا في حاله يمكن بعد ما عملت حلقه عشان المركز اللي احنا هنتكلم عليه في واحده كلمتني وقالت لي يا دكتور علاء انا هي افتكرت ان انا خلصت المركز، بتقول لي انا عندي 5 اطفال انا مش مشكله عندي، انا بشقى وبتعب عليهم طول النهار، انا مش محتاجه حاجه من حد، بس انا بعد ما اموت الاولاد دول هيروحوا فين؟ 5 اطفال عندهم اعاقات. 5 اطفال معوقين وابوهم سابهم ومشي. فانا بشوف كتير وبتجيلي تليفونات كتير. انا جات لي واحده استاذه في الجامعه وجايبه لي ابنها معاها في العياده وجايبه لي برضه مبلغ من المال كبير كده، بتقول لي يا دكتور علاء انا ابني الكبير ده هي ما عندهاش غيره، هو جسمه متوفي، تقول لي انا بعد ما اموت هو هيروح فين؟ مين اللي هيبقى معاه؟ مين اللي هيرعيه؟ فاحنا محتاجين نخلي الناس دي فعلا تعتمد على نفسها، مش عايزينهم دايما يعتمدوا على حد. فعشان كده المشروع اللي احنا بصدد ان احنا نتكلم فيه النهارده انا نفسي ان هو يكمل. برضو الدكتور حسام مساح مره في مداخله معايا في احد الحلقات فبيقول احنا عايزين نقف مع المشروع بتاع الدكتور علاء لحد ما يظهر النور. قلت له لا، هو المشروع مش بتاع الدكتور علاء بلبع، المشروع بتاع مصر، المشروع بتاع ذوي الاعاقه. انا مش عايز المشروع يرتبط باسم حد، المشروع بتاع كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره، لان انا النهارده موجود بكره مش موجود، فالمشروع يستمر. والحقيقه تبعيه المشروع لجامعه القاهره دي بتضمن له عوامل استمراريه نجاح المشروع. واستدامه. صحيح. ما بقاش مرتبط بشخص او بمجموعه ولا حتى مؤسسه. طيب تعالى نتكلم عن المشروع ده يا دكتور، لانه نتكلم. انا يعني لمسه الفخر جدا في كلام حضرتك، على قد ما حضرتك متاثر طبعا وده واضح في صوتك، انه اللي عنده طبعا اعاقه او الاسره المحيطه بيه. اصل انا برضو كتير في برامجي يكلموني امهات نفس الكلمه، انا واخده بالي من ابني يعني ما عنديش مشكله، بس انا هموت واعرف بعد ما انا اموت مين هيشيله، مين هيرعاه، مين هيدخله الحمام، مين هيغير له، مين هينزله وياكله ويديله ادويته. فانا عارفه ان ده موضوع صعب، ومرضى ضمور العضلات الحقيقه كمان عندهم يعني جدا. مايكل حداد عايش لوحده. وبدل حضرتك ذكرتي ضمور العضلات، انا في استاذ على تواصل معايا باستمرار عندها ضمور عضلات. هي كان عندها حلقه في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنا رحت قعدت معاها هناك وكان معاها والدها ووالدتها. فبنتكلم لأن أنا في أحد الجمعيات بيقولوا لي يا دكتور علاء أنت بس هيبقى عندك صعوبة إنك تجمع تبرعات زي أحد الأمراض، لأن في أحد الأمراض بيبقى قوي قوي والاسم بتاعه بيهز الناس قوي فبيبقى سهل إن هو يجمع تبرعات. مش عايزين نذكر عشان الناس ما تزعلش. فأنا قلت له ليه؟ ده إحنا عندنا الإعاقة دي مشكلتها كبيرة جدا. السرطان؟ مثلاً. قلت له يعني في كلها امراض صعبه، كلها امراض صعبه، ده بالاضافه صعب، والفشل الكلوي صعب، والاعاقه ده صعبه، كلها امراض ده ممكن صعب. هو نفسه كمان يؤدي الاعاقه. قلت له انا عندي الاعاقه دي، الاستاذه اللي كان عندها مرض ضمور العضلات واحنا قاعدين، هي قاعده على الكرسي المتحرك، وبعدين قالت لها ماما انا عايز اشرب.
فجابت لها الكوبايه شربتها. فقلت لها ما هو ده اللي انا بقوله، ان انت تبقى قاعده وعطشانه وهتموتي من العطش والميه قدامك ومش قادره تشربي، مش قادره تمدي ايدك تشربي. اختها لان هي برضو مهدي دي من الاسره، هم ثلاث بنات في نفس الاسره عندهم ضمور عضلات. هو في دكتور عامل وراثي في الموضوع صح؟ فاختها بتقول لها انا مره كانت هتموت من الجوع بالليل، واضطرت ان هي على النت تعمل شات مع واحده زميلتها عشان تتصل بيهم تقول لهم هي جعانه وحد يجيب لها اكل. كويس؟ فاحنا عندنا ناس بتعاني كتير. من ضمن الحاجات اللي خلتني يعني برضو افكر في المشروع الحقيقه، في حد من 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 ذوي الاعاقه كان في احد مراكز التاهيل، وزي الشاب اللي انا اتكلمت عليه قبل كده ما كانش زي بيبقى عنده احساس خاص في الجزء بتاع جسمه كله من اول الرقبه لحد تحت ولا حركه طبعا. يمكن كان في المكان في مركز التاهيل ده حط له البنت اللي هناك حطت له مداد سخنه عشان كانت في عضلات متقلصه في ظهره جامد قوي، هو مش حاسس بالسخونيه بتاعتها وهي كانت سخنه زياده فحرقته. فوالده راح اتخانق وكسر الدنيا وكده، وخد ابنه وخرج وراح عمل محاضر في الاقسام وفي وزاره الصحه ونقابه الاطباء وعمل اثبات حاله في الطب الشرعي. انا كنت تاني يوم بقيت رئيس قسم في المركز التاهيل، فلقيته بيكلمني بيقول مركز التاهيل في العلاج الطبيعي، كليه العلاج الطبيعي؟ لا مش في الكليه، ده مركز خاص. تمام. وده اللي خلى يمكن والده ينفعل جدا، يعني مركز خاص بيدفع له في اليوم 1600 جنيه في اليوم. في اليوم ويتحرق، امال يعني صحيح. عفوا ولا يهمك. فبيقول لي حضرتك تحب تشرب؟ ميرسي. شكرا. اتفضل. فبيقول لي بيكلمني في التليفون هو الولد نفسه، بيقول لي دكتور علاء حضرتك عرفت اللي حصل امبارح؟ قلت له اه. قال لي احنا بعد ما خرجنا وعملنا محاضر وشكاوي وكل حاجه، والدي اخذني عشان نروح مركز تاهيل تاني، فراح مركز تاهيل معروف قوي، قال لي ما لقيناش مكان فيه. فوداني المستشفيات العاديه ما تقدرش تقبل الحاله دي، لان دي حاله مركز تاهيل محتاجه رعايه خاصه. فقال لي روحنا البيت، ساكنين في الدور الرابع، الساعة واحدة بالليل، أسانسير عطلان، قال لي ما لقيتش حد يطلعني. قال لي أنا بقالي 24 ساعة قاعد في كرسي العربية في البول بتاعي، في البراز بتاعي، ما غيرتش، ما نمتش، أنا تعبان جدا، أبوس إيديك يا دكتور علاء، أنا ممكن أرجع أتوسل، أبوس جزمة، أنا آسف أقول اللفظ ده، كل واحد في مركز تأهيل ويرجعوا يقبلوني تاني عندهم. طبعا هم قبلوه. بس خلوه طبعا يتنازل بعد ما اتحرق، يعني بعد ما اتحرق رجع تاني، بقى هو اللي بيتحايل انه يرجع تاني المركز تاني، لانه شاف اللي اصعب من الحرق بره وتنازل. طبعا الاحساس نفسه، احنا للاسف عندنا طبعا مراكز تاهيل، لكن مراكز تاهيل اللي عندنا ما هياش بالكم ولا الكيف ان هو يقدر يقدم خدمات علاجيه لناس كتير. ودي ميزه عندي تانيه في كليه علاج طبيعي جامعه القاهره، ان انا لما بعرض المشروع بتاعي في امريكا وفرنسا وفي بولندا وفي الدول اللي انا رحتها كلها، بيقول لي دكتور علاء انت ازاي هتقدر، لان الحمد لله قطعه الارض اللي ادوها لي في جامعه القاهره 17 فدان كبيره، فهقدر اقدم خدمات ل 2500 واحد من ذوي الاعاقه كل يوم. 2500 واحد كل يوم، كل يوم مريض إن شاء الله. كل يوم. فبيقولوا لي طب انت لو عندك فعلا المساحه وعندك المبنى هتجيب المان باور، العماله، ازاي هتجيب دكاتره؟ قلت لهم مشكله الدكاتره دي عندكم انتم، لكن عندنا كليه العلاج الطبيعي بتاعتي بتخرج كل سنه 500 واحد كل سنه. انا لو خليت التكليف بتاعهم عندي في الكليه ده، بالاضافه لان الارض اللي اديتها لي جامعه القاهره دي موجوده في 6 اكتوبر، ده انا عندي ثلاث كليات علاج طبيعي ثانيه في جامعات خاصه كلهم هيجيبوا الخريجين بتوعهم عندي. صحيح. فانا هقدر اخدم ال 2500 واحد احسن خدمه، ده بالاضافه. انا اسف على القطع كلام حضرتك، بس انا طبعا خلاص بعد بعض الامثله اللي حضرتك ذكرتها دي، وانا واثقه انها امثله قليله من 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 يعني تجارب كتير حضرتك عشتها ونماذج كتير حضرتك تعايشت معاها، انا واثقه انه خلاص كده عرفت يعني ايه السبب اللي دفعك انك تبقى عندك هذا الشغف للمشروع ده يا دكتور.
نعم. يعني كنت الاول هسال حضرتك ايه هدفك من المشروع ده وليه، بس بعض الامثله حضرتك ضربتها دي يعني مفهوم قوي ليه حضرتك ممكن تبقى بتسعى بكل ما اوتيت من قوه انك تشتغل على مشروع زي ده. كتير قوي من ذوي الاعاقه بيتصلوا بي، احنا وصلنا لايه يا دكتور، المشروع وصل لايه؟ طيب دول 17 فدان، جامعه القاهره اجازتهم كعلاج المركز للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل في اكتوبر، في 6 اكتوبر في ارض جامعه القاهره. وصلنا لايه؟ بقى لنا قد ايه بنشتغل عليه يا دكتور؟ احنا لسه ما ابتديناش، احنا اخذنا الارض. امتى اخذناها؟ بس اخذنا الارض من 4 سنين. طب في مجلس الكليه 4 سنين ما اشتغلناش. 4 كتير طبعا كتير، بس احنا ما اشتغلناش ليه يا دكتور 4 سنين؟ نعم ما اشتغلناش ليه يا دكتور في الاربع سنين؟ نشتغل منين؟ نشتغل منين؟ مفيش حاجه ببلاش، مفيش حاجه ببلاش. انا لفيت كتير جدا، انا عملت حلقات كتير جدا في التلفزيون، انا معيش فلوس ان انا اعمل اعلانات زي الاعلانات اللي احنا بنشوفها. ويمكن الاربع سنين دول حضرتك عارفه ظروف البلد كانت عامله ازاي، احنا محتاجين تعاون دولي، محتاجين المؤسسات الحكوميه تعاون دولي. ليه حضرتك ما توجهتش لوزاره الاستثمار دكتوره صحه النصر؟ هي ممكن تجيب او تقدر تشتغل على ده؟ الحقيقه الدكتوره صح، بس الحقيقه الدكتوره غاده والي تعاونت معايا كويس جدا وقعدت وسمعت المشروع، وهي متحمسه جدا للمشروع وجابت لي تبرع 250,000 مره، والسنه اللي قبلها 250,000. بس طبعا لو شفنا 500,000 في مشروع كبير زي ده احنا محتاجين فعلا تكاتف اكتر من كده. الحقيقه المشروع لما عرضته في امريكا، انا بتهاجم هنا، يعني في ناس بتهاجمني هنا وتهاجمت في احد الجرايد. ليه؟ عشان انا قلت في المشروع عندي، انا عندي مساحه 17 فدان، المساحه دي انا مسموح لي ابني على 3 فدادين بس. فانا قلت كويس، ال3 فدادين دول هيعملوا لي مركز تاهيل كبير، بس انا عندي 14 فدان، طب انا هعمل ايه في ال 14 فدان وانا مش مسموح لي ابني عليهم؟ فانا قلت هستغلهم في ايه؟ قلت انا هعمل عليها مدينه ملاهي. فطبعا في تريقه، ده انت عايز تجمع فلوس عشان تعمل ملاهي، وانت هتجيب المعوقين عشان تلاعبهم؟ انا مش عارف ليه الناس مستكترة على الطفل المعاق اللي هو بيخش عندي في العلاج الطبيعي من اول ثانيه لاخر ثانيه بيصرخ وبيعيط ان هو يضحك. ليه الناس مستكترة على الاب والام اللي بيعانوا من اول يوم في الولاده لحد ما الولد ده بيبقى عنده 20 و30 و40 سنه مستكترين عليهم ان هم يشوفوا ابنهم بيضحك ليه؟ فانا قلت لهم يا فندم، انا المراجيح اللي انا بجيبها دي والالعاب اللي انا بجيبها دي انا بستخدمها عشان امرن بيها مراكز الاتزان وامرن بيها مراكز التوافق العضلي الحركي عند الاطفال. يعني مش ملاهي عاديه؟ لا مش ملاهي عاديه، دي ملاهي مخصصه للتاهيل، دي ملاهي علاجيه. هي حتى قالت لي طب دي ملاهي علاجيه؟ قلت لها حلو جدا المسمى ده، نسميها ملاهي علاجيه. قالت لي خلاص كده بقى كويس. فاحنا الحمد لله المشروع عندنا هيبقى مشروع متكامل، هيبقى فيه عيادات خارجيه طبيه متخصصه من عظام لاعصاب، لجراحه اعصاب، لجراحه عظام، لامراض بطنه، لكل التخصصات الطبيه اللي بيحتاجها ذوي الاعاقه، الاسنان والعلاج النفسي والعلاج الوظائفي وعيوب النطق والكلام، هيبقى فيها جيم علاجي، هيبقى فيها مصنع اطراف صناعيه والاجهزه التعويضيه. انا عايز اتكلم على المصنع ده، اطراف صناعيه، ودي نقطه خطيره ومهمه جدا. دي يعني هل الشخص فاقد الطرف الصناعي من اطرافه الصناعيه هل هيقدر ياخد من المصنع ده ما ينقصه؟ حضرتك عارفه انا في المجلس الاعلى للجامعات كنا بنناقش في حاجه زي كده في جلسه من الجلسات، وتطرقت الموضوع ده. حضرتك عارفه مين اللي بيعمل الاطراف الصناعيه اللي في مصر، اللي هي الورش اللي بره؟ حضرتك عارفه الترخيص بتاعها بيجي منين؟ من وزاره الصناعه، من وزاره الصناعه. اللي بيشتغلوا فيها بيشتغلوا بالحديد وبالجلود كويس، فالترخيص بيطلع من وزاره الصناعه. طب وزاره الصحه فين؟ مؤخرا ابتدت وزاره الصحه، لا ده الجماعه دول ما ينفعش يشتغلوا كده، لان الحكايه مش حكايه كواليتي بس، الحكايه مش حكايه جهاز انا بجيبه من بره، ما انت ممكن تجيب المفصل من بره اللي بيركب، اللي هي الركبه او الانكل تحت، ممكن تجيبه من بره وتجيبه باغلى حاجه. بقت الاسعار دلوقتي بقت غاليه جدا. لكن الفني ما بيعرفش يركبه، ما بيعرفش ياخد المقاس، الدكتور ما بيعرفش يدرب عليه العيان. فاحنا عندنا شبكه متكامله بقى في الفنيات، يعني في الفنيات، فنيات. عشان كده احنا حتى لما جيت اقول انا هعمل مدرسه في المركز التاهيل، احنا هنعمل جامعه كليه علاج طبيعي خاصه عشان تقدر تبقى تابع جامعه القاهره ان شاء الله. يمكن الدكتور رئيس الجامعه استاذ دكتور محمد عثمان الخشت يعني ان شاء الله متبني فكره الجامعه دي عشان تقدر تصرف على المشروع.
لا جامعة كلية علاج طبيعي. كلية علاج طبيعي. عشان تقدر تصرف على. عشان تقدر تصرف على. أنا عندي سؤال تاني، كنت حصل حاجة على رئيس جامعة القاهرة طبعا دكتور خشت، بس عندي سؤال تاني، مجلس الأعلى للجامعات يعني هو جهة برضو مش قليلة، يقدر يخاطب جهات معينة، يقدر يخاطب مجتمع المدني، يقدر يخاطب وزارات مختلفة، نحاول نوفر الفند ده فندم عشان نبدأ فيه، لأنه أنا كفاية بس حتى بالنسبة لي مريض الضمور العضلات ده، يعني أنا أصلا أنا اشتغلت كتير في الموضوع ده قبل كده. نعم. وأمهات كتير كانوا بيكلموني، ويعني موضوع الحياة صعب جدا جدا، وكل نعم. النماذج حركته قلتها دي أنا سمعت منها حاجات كتير. نعم. فده موضوع إنساني في المقام الأول، وعندنا كفاءات وعندنا دكاترة العلاج الطبيعي وعندنا كلية محترمة، كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، و500 طالب كل 500 طبيب أو دكتور خريج كل سنة بيطلع متعلم أحسن تعليم في واحدة من أحسن جامعات مصر جامعة القاهرة، يبقى أنا بقى أشتغل على من أحسن جامعات العالم كمان أحسن جامعات العالم. يبقى أنا بقى أشتغل إن أنا يعني أخلص المركز ده. نخلص المركز، إحنا المركز إحنا سميناه لا إعاقة، مش لا للإعاقة، لا إعاقة، لأن زي ما مايكل حداد بيقول هو ما عندوش إعاقة، هو بيقدر يتحدى الإعاقة. أنا زي ما قلت لحضرتك مايكل حداد عايش لوحده، بيقدر يتصرف لوحده، إحنا عايزين كده، إحنا عايزين ناس تخرج وتشتغل. المركز ده يمكن انا قلت لحضرتك هيبقى فيه مصنع اطراف صناعيه والاجهزه التعويضيه، هيبقى فيه مدرسه اعمل فيها تدريبات مهنيه، تدريبات للاساتذه اللي هم بيعملوا الشادو تيتشر، بدل ما يبقى الدمج في مدرسه واحده ولا في مدرستين، لا انا عايز الدمج ده يبقى في كل المدارس، يبقى حاجه عاديه. احنا الاطفال اللي عندنا اللي هم ما عندهمش اعاقه مش متعودين يشوفوا طفل من ذوي الاعاقه معاهم في المدرسه. انا جات واحده ست امريكانيه ابنها كان موجود في مصر هنا، الاولاد ما بيلعبوش معاه، بتقول لي الاولاد بيتجنبوه، مش واخدين ان هم يتعاملوا معاه، فاذا كانوا الكبار مش بيتعاونوا معاهم او مش بيتعاملوا معاهم، فما بالك الصغيرين. فالمدرسه دي عشان نطلع منها شادو تيتشر، نملى الجمهوريه كلها بشادو تيتشر في كل المدارس. عشان كده مش بس وزاره التعليم العالي المنوط بيها المشروع ده، لكن وزاره التربيه والتعليم كمان منوط بيها المشروع ده، عشان فعلا نقدر نقدم لمصر خدمه لذوي الاعاقه. نبدا نشتغل على التوعيه بقى من الطلبه صغيرين. نعم. فالمشروع زي ما قلت لحضرتك هيبقى المساحه بتاعته دي، هنقدر نقدم الخدمات دي. محتاجين فعلا جهود الدوله معانا، ومحتاجين دعم المؤسسات والشركات والبنوك. انا في ناس بتقول لي احنا اصل احنا مش بندفع تبرعات لمشروع لسه على الارض، احنا عايزين نشوف حاجه. ما قلت لهم ما احنا لو شفنا المبنى ما يعني مش محتاجين تبرع. انا مش محتاج لتبرعات. فده الغرض بتاعنا. الكاباسيتي او الطاقه الاستيعابيه لعدد المرضى يبقى قد ايه ان شاء الله يا دكتور في المشروع؟ هيبقى فيه 900 عيان داخلي و1600 عيان خارجي. يعني يجي يتلقى الخدمه ويمشي. و900 واحد مقيم. التخصصات ايه يعني؟ ضمور العضلات داخل معاكم طبعا الموضوع؟ طبعا كل الاعاقات الحركيه، وجزء كبير من الاعاقات الذهنيه كمان. الذهنيه لان احنا بس الذهنيه ده ما بيبقاش داخل تبع السايكولوجي شويه. احنا في جزء كبير من الاعاقات، من الاعاقه الذهنيه بيبقى فيه معاها اعاقه حركيه، فلازم يبقى فيه معاها احنا بنسميه الكوجنيتيف ثيرابي المتكامل. فهيبقى مركز تاهيل، ما هوش بس مركز علاج طبيعي، هيبقى مركز تاهيل متكامل. من فضل ربنا علينا، انا كنت طمعان ان انا اخد 2000 متر عشان اعمل عليهم مشروع، يعني انا كنت في زياره وانا في امريكا، دخلت اكبر مركز تاهيل في العالم اسمه الار اي سي ريهابيتيشن انستيتوت في شيكاغو، فرحت زرتهم وقلت لهم انا عايز اعمل معاكم اتفاقيه تعاون مع كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره. فقالوا لي انت عندكم مركز تاهيل؟ قلت لهم لا انا عندي عياده خارجيه. فقالوا لي لا احنا مش هنعمل افليشن مع عياده خارجيه. فرجعت قلت انا عايز اعمل مركز تاهيل، وابتديت اسعى عشان اخد 2000 متر جنب الكليه. فربنا اكرمني، رحت بقى لرئيس الجامعه، كان ساعتها استاذ دكتور حسام كامل، وبعدين الدكتور علي عبد الرحمن كان محافظ الجيزه، والدكتور حسين خالد كان وزير التعليم العالي، لفيت عليهم. الدكتور حسين خالد قال لي انا هديك حته ارض جنب معهد اعداد القاده في حلوان. قلت له حلوان بعيده قوي، انا مش عايز اعمل مشروع يموت. الدكتور حسام كامل الحقيقه كان متحمس جدا، ولما استقرينا اديتني بقى مجلس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل، الحقيقة دخل موضوع مجلس الجامعة وادوني قطعة أرض، قالوا لي خد زي ما أنت عايز في 6 أكتوبر، لأن هنا في الحتة دي صعب قوي إن احنا في الجيزة نلاقي لك مكان جنب الكلية. فقلت لهم طب آخد 5 سدادين؟ قال لي آخد. بعدين بعد ما خرجت قلت طب ما هو قال لي خد زي ما أنت عايز.
فانا كنت اخد 10 فدادين. بعدين وانا بكتب الطلب فكتبت قلت طبعا هكتب 15 فدان عشان يوافقوا عليهم يوافقوا على 10. فكتبت 15 فدان فوافقوا على 15 فدان. الله طب كتبت 20 ليه بقى؟ فلما رحت اطلب يتعمل التخصيص الدكتور طارق عبد اللطيف في قسم عماره في كليه هندسه فقال لي انت على فكره نيتك كويسه. قال لي القطعه اللي موجوده دي 17 فدان. سبحان الله. فمن 2000 متر وصلت ل 17 فدان. الحكايه مش بس في كده، كرم ربنا ملوش حدود. بس هو ونعم بالله، بس هو سؤال يا دكتور، هو ليه مش مسموح لك تبني غير على 3 فدادين بس؟ هو قانون مباني. قانون مباني في في, في في المكان ده يعني. تمام. ال 75 فدان، شوفي كرم ربنا بيجي ازاي. ال 75 فدان اللي جنبي هيطلع عليهم القصر العيني الجديد بكل التخصصات بتاعته. سبحان الله. فهتبقى منظومه طبيه متكامله، مش هتخدم مصر، هتخدم الشرق الاوسط كله. سبحان حضرتك الله. عارفه القصر العيني الجديد بيشيل قد ايه من العيانين بتوع مصر؟ طبعا احنا بنلاقي فيه عيانين بتيجي من 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 اسيوط ومن اسوان على الصعيد. القصر العيني. صحيح. القصر العيني شايل جزء كبير جدا. صحيح. والحقيقه العميده الحاليه الدكتوره هاله والدكتور فتحي خضير قبلها كانوا عاملين شغل ممتاز، والدكتور حسين خيري عاملين شغل ممتاز. القصر العيني فعلا بيقدم خدمات طبيه متميزه جدا. طيب حضرتك عارف انه اللي حضرتك بتشرحه ده في مركز علاج الطبيعه والتاهيل ان شاء الله يا رب في اكتوبر هنا، ده انا متوقع انه هيجي لك مرضى من العالم كله يا دكتور، مش بس المصريين، لانه لغايه النهارده في ثقة في العالم في الطبيب المصري على جداً. فكرة جدا. اقول لحضرتك على ميزة تانية، ويقولك من الخليج ويقولك من الدول العربية ويقولك من بره. الطبيب المصري عندنا هنا الحقيقة انه ليه سمعة هايلة بره. اقول لحضرتك على ميزة تانية، انا المركز اللي اقول لحضرتك عليه في شيكاغو اللي هو اسمه RIC، هم دلوقتي غيروا الاسم بقى اسمه شيرلي ريان ابيليتي لاب، لان هم ضموا مع المركز عنصر البحث الريسيرش، لان هم قالوا لي احنا لقينا ان احنا لما بنلاقي مشكلة قبلنا ما نبعتها ونحللها ونشوف المشكله دي هيعملوا إيه؟ زي R&D جوه. بالظبط. انترنال R&D ريسيرش اند ديفلوبمنت. وانا لما اتكلمت معاهم على الفكره انا لقيتهم في الاول كانوا متعاونين، بعدين ابتدوا يكشفوا، لان هم بياخدوا عيانين من عندنا من الميدل ايست، فلو اتعامل مركز زي ده ممكن ياثر عليهم. هم بياخدوا من العيان في اليوم افريج $4,000. يا خبر ابيض. في اليوم. ده مين يقدر على كده؟ في ناس طبعا، وفي ناس عرب كتير بيروحوا. احنا عندنا الميزه اللي عندهم ايه؟ احنا كنت لسه بقول ان احنا عندنا وحده علاج عيوب نطق وكلام. طب الناس العرب دول هناك مش هيبقى ما عندهمش حد يديهم سبيتش ثيرابي، لان هم هناك بيتكلموا انجليزي. صحيح. فاحنا عندنا هنا ميزه مش موجوده هناك، اللغه. ده غير ان احنا موجودين في وسط الشرق الاوسط. صحيح. فانت قريبين للخليج، قريبين للمغرب، المغرب العربي. يجي عندي هنا. صحيح. وتبقى رايح جاي عليه بطياره في نص ساعه ولا في ساعه ولا في ساعه ونص. صحيح. مش في 20 ساعه و30 ساعه. فاحنا عندنا هنا موقع، ده غير ان الخريجين بتوعنا فعلا خريجين متميزين جدا، وزي ما قلت لحضرتك الكليه بتاعتنا على مستوى عالمي. فاحنا الحمد لله عندنا القدره البشريه، وعندنا القدره الفنيه كويس قوي، وعندنا الارض موجوده. احنا محتاجين اول مشروع، ولو حتى المرحله الاولى بتاعته. المرحله الاولى دي لو قامت يبقى ان شاء الله المشروع يكمل كويس وما يبقاش في مشاكل. يا رب باذن الله. هل في الامكانيات اللي موجوده دلوقتي بالفلوس الزهيده القليله الموجوده دلوقتي كفند للمشروع المركز ده ما تقدرش تقومه لسه؟ ما نقدرش حتى نرمي حجر الاساس فيه يعني لسه ولا ايه؟ طيب احنا لانه هياخد وقت برضه يا دكتور عشان يتعامل. يعني هناخد وقت، ما احنا عشان كده قسمناه لمراحل. احنا عشان نعمل حاجه عايزين نعملها صح، مش عايزين نعمل مشروع النهارده ويفشل بكره. فعشان نعملها صح من الاول ان شاء الله، حتى ابتدي بوحده واحده بضلع واحد من الاربع اضلاع ابتدي بيها، دي هتبقى التكلفه بتاعتها 150 مليون الوحده دي. وحده واحده 150 مليون. وحده واحده 150، مش 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 اوضه، لا مبنى. ايوه يعني هما هيبقى يونت اربع اضلاع، يونت ضلع من الاربع اضلاع 150 مليون. ف 150 مليون على مشروع زي ده ما هماش كتير. لا مش كتير، انا بس هو بالنسبه للي تم جمعه بالفعل هو كتير. حضرتك عارفه الرسومات بتاعت احد مراكز السرطان اللي معموله في مصر، مش هقول اسمه طبعا، يعني الرسومات بتاعته الهندسيه متكلفه كام؟ متكلفه $15 مليون. رسومات احد مراكز السرطان في مصر متكلفه $15 مليون. دولار $15 مليون. رسومات بس؟ رسومات الهندسية متكلفة $15 مليون. اوكي؟
انا عشان اعمل رسومات انا جبت مهندس من نيويورك مصري، هو مقيم في نيويورك بقاله 40 سنه وبيشتغل في شركه انشاءات كبيره جدا، وعاملين مشاريع مماثله، لان انا لازم اعمل مركز تاهيل، هو ما هوش عماره سكنيه، مركز تاهيل بيبقى له كود معين، بيبقى ليه الرمبات والارتفاعات بتاعه الدرابزين اللي هو بيمسك فيه المريض، والاوض بتاعتها والحمامات بتاعه الهانديكاب بيبقى ليه كود معين، فمش ما هوش مبنى عادي. فالحقيقه المهندس محمود جاء وقعد معايا وشاف الافون بروجي بيسموه الفكره الهندسيه بس مش الرسومات، عجبته قوي. الدكتور طارق عبد اللطيف كان قاعد معانا، فاللي هو طلبه الكلام ده من 4 سنين 1.5 مليون دولار، ودي كانت مجاملة كبيرة جدا منه، لان هو بس ده من 4 سنين برضو. ده من اربع سنين. فالمشروع هيتكلم جامد. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، انا عملت دراسة الجدوى بتاعت المشروع في كلية التجارة في جامعة القاهرة، يمكن برضو كانت معمولة من 2015، فمحتاجة تحديث دلوقتي. الرسومات الهندسية دي اللي احنا ناس عليها الحقيقة، في برضو مهندسة زميلة من المعادي هي قالت لي انا متبرعة ان انا اعمل رسومات، وقالت لي هتستعين باستشاري عشان توفر لي المليون ونص دولار دول. هي اسمها مهندسة منى، الحقيقة شخصية ممتازة جدا، وقالت لي انا هتصرف ان شاء الله وهتساعدي في موضوع الرسومات، لكن الحاجات التانية هنحتاج محتاجين مساعدات كتير. اتمنى لحضراتكم وليك يا دكتور كل التوفيق والخير. وسؤال بس اخير، الاوتيزم التوحد ليكوا علاقه بيه؟ طبعا. يعني طبعاً. انا عماله بسال ايه، سالت على ضمور العضلات وسالت على التوحد، والدكتور طبعا ذكر بقى الاطر، يعني من يفتقد طرف صناعي، اللي عنده نقص في اطراف صناعيه، اللي عنده كسر او مشاكل في العمود الفقري، الشلل النصفي، الشلل الرباعي، ما كل يعني احنا بنتكلم على امراض صعبه جدا واعاقات صعبه وقاسيه جدا. فلما يكون عندي مركز ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله يعالج ده ويأهل الناس دي بالشكل المحترف ده، بدكاتره مصريين واطباء وفرق عمل مصريه حقيقي على درجه كبيره من الكفاءه والمهنيه، اتمنى ان احنا كلنا نتكاتف، اتمنى الدوله الحقيقه تقف معانا، واتمنى المجتمع المدني يقف معانا. انا ممكن اخد دقيقه واحده كمان. انا في المركز اللي هنعمله ده ان شاء الله، انا قلت هيبقى عندي 900 عيان داخلي و1600 عيان هيجي من بره، احنا هنعمل خدمات كمان اللي هي بتاعه التوصيل. يبقى عندي عربيات مجهزه لنقل ذوي الاعاقه، احنا ما عندناش في مصر عربيات لذوي الاعاقه، لا ما عندناش خالص. فنعمل عربيات مجهزه زي الاتوبيس بتاع المدرسه، يروح يلف يجيب الاطفال ذوي الاعاقه من بيوتهم ويخش المركز عندي، يقعد طول اليوم يتعالج، واذا كان يتعلم، واذا كان يخش ياخد الحصه الترفيهيه بتاعته والوجبه الغذائيه، ويرجع اخر اليوم تاني، ابقى انا كده رفعت المعاناه من على اهله، وهم مطمنين ان ابنهم بياخد العلاج وبياخد التعليم بتاعه وبياخد الوجبات بتاعته الصحيه وبياخد الاشراف الطبي. وهنعمل حاجه اسمها خدمات علاجيه منزليه، بعد ما ياخد فتره التاهيل لو لسه محتاج جزء من التاهيل تاني في البيت، نعمل له متابعه كمان في البيت ونعلم اهله، ودكتور اللي يروح البيت. طبعا يعني احنا مش هنخرج الراجل ده من عندي بعد شهر ونص ولا شهرين او 3 شهور ان هو يروح البيت وبس، مش هسيبه. حضرتك عارف انا كتير من الامهات اللي ولادهم عندهم ضمور في العضلات كانوا بيقولوا لي ايه؟ نعم. يعني انا بشوف ابني قدامي عنده ضمور في العضلات، مش قادر يدخل الحمام لوحده، مش قادر يعمل اي حاجه لوحده، والحقيقه انه ملوش علاج في مصر وعلاجه موجود بره. فبتبقى عايزه الدوله هي وبيبقى عندها الامل ده. نعم. يعني الفكره ان هي بيبقى عندها الامل ده انه بره ممكن يوفروا له جزء من العلاج اللي ممكن يحسن حالته شويه. نعم. احنا عارفين ان ضمور العضلات ملوش حل بنسبه 100%، بس يعني ممكن تحسن حالته شويه عن الحاله اللي هي فيها. فلما يبقى الامل ده موجود وقريب انه ممكن مركز تاهيل كبير كده يتعمل في مصر هنا، ولا تسافر بره، ولا تطلب من الدوله تتحمل حاجه، ولا نقعد نقدم طلبات للنواب في البرلمان، مركز كبير كده موجود هنا في مصر. نعم. بيقدم الخدمه دي، اتمنى يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله انه كل التوفيق والنجاح لحضراتكم يا رب. ربنا يخليكي. شكرا ليك يا دكتور. الف شكر يا دكتوره. كل التوفيق يا رب ان شاء الله. دكتور علاء بلبع، استاذ العلاج الطبيعي بجامعه القاهره وامين عام قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الاعلى للجامعات، كل التوفيق ليكم يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. على فكره فعلا 150 مليون جنيه على انشاء وحده من 4 وحدات، ده مش مبلغ كبير خالص على فكره.
ده انشاء بتجهزه ببنيه تحتيه بمعدات اربع ادوار، مبنى اربع ادوار، اربع ادوار. فلا الرقم مش كبير على فكره. اعتقد انه احنا كمصريين والدوله والمجتمع المدني ان شاء الله يا رب نقدر نوفر ده، ونشوف كده كل ام يعني ابنها مش قادر يمشي قدامها او عنده مشاكل جامده يقدر باذن الله يا رب يشوف او يروح، وان شاء الله حالته تتحسن. كل الشفاء لنا جميعا يا رب ولكل ولادنا باذن الله ولحضراتكم. بعد هذا الفاصل اذا كنا بنتكلم انه في مراكز علاج طبيعي كتيره في مصر موجوده خاصه مفيش رقابة عليها، وكان ضيفنا الكريم بيقول محتاجين رقابة فورية وضرورية عليها، ففي نوع آخر من المراكز في مصر أيضا البعض يتهمها أحيانا بأنها تحت نطاق أو ليست تحت نطاق السيطرة والرقابة في مصر. نتحدث عن مراكز التدريب والاستشارات بعد هذا الفاصل. يا اهلا بحضراتكم من جديد. كتير قوي بنسمع عن مركز تدريب ومركز استشارات، وفكره التدريب ده والاستشارات بقت حاجه موجوده في العالم كله بقالها سنوات طويله جدا. في شق بقى تاني اللي هو الثينك تانكس ومراكز البحوث في العالم، يعني فكره انه يبقى في مركز بيقدم دراسات وبيقدم تدريبات واستشارات معينه في مجالات متعدده ويمنح ربما شهادات فيما بعد، دي العالم كله متعارف عليها. لكن الحقيقة انه البعض بيوجه بعض سهام الاتهام في السنوات القليلة الماضية انه بعض هذه المراكز عندنا في مصر هنا ما حدش عارف هي بتدرس ايه وبتدرس ايه وازاي ومن القائمين على التدريس فيها والتدريب فيها. فكرة انه انا مثلا عندي شركة او انا عندي مصنع وعايز ابعت الموظفين اللي عندي يروحوا يتدربوا على حاجة معينة، بصرف النظر مثلا عندنا حاجات يعني عندنا مثلا برامج تدريبية عالمية زي سيكس سيجما مثلا، زي في كان في تدريب اسمه 7 Habits of Highly Effective People، ده برضو تدريب عالمي متعارف عليه، يعني منهج متعارف عليه. لكن في بقى حاجات تانية تيلورد يعني بيتم تفصيلها. الحاجات دي بقى انا بضمن ازاي ان العامل او الموظف اللي ببعته مركز تدريب معين بيتدرب على الحاجات دي بالشكل العلمي الصحيح؟ هل ممكن اي حد يدخل يدرس اي حاجه؟ طب والشهادات اللي بيتم الحصول عليها دي معتمده من ايه ومن فين وبناء على ايه؟ المعايير اللي بيتم بيها تقييم هذه المراكز ايه؟ الرقابه عليها ايه؟ ما هو احنا متفقين انه في دوله القانون ما فيش اي مؤسسه ممكن تخرج بره نطاق الرقابه. كل ده هنتكلم عليه، هنتكلم عن اهميتها طبعا، احنا مش بنعمل الفقره عشان نهاجمها، هنتكلم كمان عن اهميتها ونعرف هي مهمه في ايه، مراكز التدريب والاستشارات. هنفتح هذا النقاش وهنفتح الاتصالات لحضراتكم معانا على الهواء، لكن نرحب الاول بضيفينا الكريمين الاستاذ الدكتور حلمي سلام واستاذ المحاسبه بجامعه القاهره ورئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنميه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، نورنا في مساء تدريب. الله يخليك، شكرا. واستاذنا العزيز استاذ الاقتصاد رئيس قسم الاقتصاد باكاديميه السادات الدكتور ايهاب الدسوقي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، منورنا كالعاده يا دكتور ايهاب. اسمح لي تكون البدايه مع دكتور حلمي، بصفه عامه كده اعرف ما المقصود بمركز تدريب واستشارات، يعني المطلوب منه ايه؟ شوفي حضرتك، هو المطلوب منه انه يسد ثغره موجوده في تنميه مهارات وكفاءات العاملين الموجودين. طول الوقت احنا عندنا نظام التعليم الرسمي الذي يخرج خريجين من الجامعات والتخصصات المختلفه بيعملوا، وبنعتبر انهم اهلوا للعمل اللي بيقوموا به. طبعا ده هذا مستحيل، لانه التطور بيبقى مستمر طول الوقت، وبالتالي بيبقى في حاجه ماسه الى وجود تطور ملائم لوظائفهم وما يقوموا به من أعمال، وتزويدهم بالمهارات أو رفع مهاراتهم وكفاءتهم لكي يتمكنوا من القيام بالعمل بشكل أفضل. لكي يتمكنوا من القيام بالعمل يعني وبإنتاجية أعلى. التدريب ده الهدف منه رفع كفاءة العمل، ده الأساس في موضوع التدريب، ده الأساس في موضوع التدريب. والاستشارة، والاستشارة شيء مختلف ولو أنهم مرتبطين جدا ببعض. الاستشارة معناها أنه المؤسسة على بعضها، مش الأفراد اللي فيها، إنما المؤسسة أو المنظمة النظام الذي يطبق فيها
لم يعد مناسبا لتغيرات حدثت، وبالتالي مطلوب تعديل هذا النظام وتحديثه بما يتناسب مع التطورات التي حدثت، سواء حدثت على مستوى الدولة أو على مستوى الصناعة أو على مستوى المؤسسة نفسها وما حدث فيها من نشاط. فإذا الاستشارات هي استشارات، أنا بتكلم هنا على الاستشارات الإدارية، يعني طبعا في الاستشارات الهندسية وفي الاستشارات الفنية طبعا، وبرضو بنتكلم هنا يمكن موضوع فقرتنا عن المراكز الخاصة كمان، دي نقطة مهمة نوضحها، لأنه في مراكز تدريب تابعة للدولة، دي قصة تانية وليها سيستم تاني بتعمل بيه عشان نوضح. لكن هو أغلب المنظمات المتولية التدريب، وده في العالم كله مش عندنا بس، هي منظمات خاصة تقدم هذا النوع من التدريب، لأنها فيها درجة عالية من المرونة وفيها درجة عالية من اكتساب الخبرات اللازمة لتقديم الخدمات اللازمة. طيب هناك عايز أقول بس هنا طيب. إنه هناك في كثير من الأحيان توافق بين الاثنين، بين التدريب الإداري والاستشارات الإدارية، لأنه في كثير من الأحيان التدخلات المطلوبة لرفع مستوى العمل لا تتطلب فقط تزويد العاملين بمهارات جديدة و جدارات جديدة، بينما النظام يظل كما هو، فبيحدث اصطدام مع النظام، يعني في كثير من الأحيان المطلوب تغيير العاملين وتغيير النظام أيضا. ده زي فكرة لما حد يروح يقدم على شغلانة فيتقال له بعد الانترفيو والاختبارات you are over qualified, يعني أنت أحسن وأعلى جودة من أنك تشتغل عندنا. ده اللي بيحصل، أنه كثيرين من الناس اللي يتدربوا يرجعوا للعمل يريد تطبيق بعض الأفكار التي تم تداولها أثناء البرنامج التدريبي، فيكتشفوا أن في تصادم إما مع رؤسائهم اللي ما تدربوش، أنت قدام قوي، عايز يقول لهم أنت قدام قوي، أو مع النظام أو اللوائح والنظم الموجودة. هل لدينا حصر دقيق عن عدد مراكز التدريب والاستشارات الموجودة في مصر؟ ده صعب جدا، صعب. أعتقد طبعا لازم في جهه ما زي الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء وغيره يكون في حصر لذلك. هو اللي بيبقى عايز يفتح مركز تدريب واستشارات بيروح لانهي جهه يقدم؟ لا ما بيروحش، هو بيسجل بيستخرج سجل تجاري زيه زي اي نشاط بس تجاري اخر. بس ده جزء منه نشاط تعليمي، انا بعلم وبدي تريننج وبغير فكر اللي قدامي. ازاي مفيش جهه بروح اقدم ليها تراقب عليا فيما بعد؟ هنتكلم في موضوع الرقابه لاحقا. اغلب الاوضاع التنظيميه في العالم العربي، في اغلب الدول العربيه، ما فيهاش لسه مساله وجود جهه يسجل فيها المؤسسات والمنظمات طيب. اللي بتتولى هذه المهنة بالذات. وإحنا كان في كلام كتير قوي في نقابة التجاريين، إن نقابة التجاريين ينوط بها أو يبقى فيها جزء من نقابة التجاريين تنظيم هذا الموضوع. اكتشفنا لا، ده في ناس مش خريجين كليات التجارة وخريجين كليات أخرى وبيشتغلوا في هذا الموضوع، وفي اختلاط شوية بين الاستشارات الهندسية والاستشارات الإدارية ودراسة، يعني هناك طيب. هنتكلم في طبيعة العمل ده بس أتوجه بالسؤال للأستاذ الدكتور إيهاب السوقي. بجد ترحب بحضرتك يا دكتور مرة تانية. حضرتك مش بس باعتبارك رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات، حضرتك كمان ليك باع في تقديم التدريب في الكثير من، تعاملت مع كثير من مراكز التدريب والاستشارات. إزاي حضرتك بتشوف من وجهة نظرك، من واقع خبرتك العملية، إزاي بتشوف أو تقييمك بصفة عامة كده قبل ما ندخل في بعض التفاصيل لعمل هذه المراكز في مصر؟ طيب أول حاجة، في برضو نشاط آخر ما اتكلمناش عنه لهذه المراكز، يعني احنا الدكتور حلمي اتكلم على التدريب وعلى الاستشارات، في أيضا دراسات الجدوى، يعني غالبا دائما هذه المكاتب بتقوم بدراسات جدوى وبتقوم بتدريب وبتقوم باستشارات، وهي ثلاث أعمال في الحقيقة مكملين لبعض. من دراسة الجدوى دي في كل دول العالم مفيش حد ممكن يعمل مشروع سواء قطاع خاص أو حكومة إلا لما يعمل دراسة جدوى. صحيح. طبعا للأسف في الدول النامية ومنها مصر كتير ما بيلجوش لدراسات الجدوى إلا لو كان محتاج تمويل من البنك، والبنك بيشترط عليه إن هو يجيب دراسة جدوى، فبيلجأ بس عشان يقدم الدراسة للبنك، وبيحاول يشوف أرخص مكتب وأقل دراسة لأنه عاملها عملية روتينية شكلية بس شكلية، على الرغم إن دي فيها فايدة له،
وفي نفس الوقت فيها فايده للاقتصاد المصري والاقتصاد القومي بصفه عامه. دراسه الجدوى ببساطه شديده هي بتخصص الاصول تخصيص امثل، بتقول له قطعه الارض اللي عندك دي الافضل استخدام لها تعمل فندق، فهو لو عمل حاجه تانية معناها بيعمل تخصيص غير امثل، هو بيخسر والدوله كلها بتخسر لان الانتاجيه بتبقى اقل. لكن هو كل ما يستخدم العلم في الاستثمار، يعني يعتمد على العلم فيعتمد في جزء منه على دراسة الجدوى، يبقى هيعمل تخصيص أمثل للموارد، هو هيكسب أكتر والدولة كلها هتكسب أكتر، إن هيعمل حاجة لها ميزة، هيزود الإنتاج ويزود الإنتاجية، وده في يزود معدل النمو الاقتصادي. طب هو لما يروح البنك يا دكتور يبقى عايز تمويل لنشاطه أو لمشروعه واستثماره، والبنك يقول له لازم تجيب لي دراسة جدوى، هل بيشترط البنك إن دراسة الجدوى دي تكون من مكتب حكومي ولا ممكن مكتب خاص؟ مفيش مكاتب حكومية بتعمل دراسات جدوى تقريبا، يعني في جهات بتعمل تدريب في الحكومة، لكن دراسات جدوى ما بتديش دراسة جدوى. طب ما زي ما حضرتك قلت يا دكتور، ما هو هينقي أرخص مكتب يروح يضرب ورقتين ده الحقيقة دراسة جدوى؟ لا بس هنا ساعات البنك بيتدخل شوية، يعني البنك ممكن يقيم دراسة الجدوى يقول له دي كويسة دي حقيقية، وبرضه البنك بنسبة معينة لأن اللي بيشتغلوا في الائتمان أيضا هم بيبقى لهم خبرة طبعا، فعادة هم ممكن يكملوا دراسة الجدوى أو يعتمدوا على نفسهم وما يعتمدوش على هذه الدراسة، هم برضو للأسف أحيانا بياخدوها بناحية شكلية إن بس يستوفى الورق وفقا لقرارات البنك إن لازم المستثمر يقدم دراسة جدوى. لكن بتاع الائتمان إنه الأفيد لي أن تكون هذه الدراسة طبعاً جادة طبعاً لأفيد لي وللاقتصاد المصري زي ما حضرتك قلت، والمجتمع ككل، المجتمع ده ممكن كان يعني أنا في تقديري ممكن يضاعف معدل النمو الاقتصادي كله في مصر. معقولة؟ طبعا، لأن احنا في قرارات استثمارية كتيرة بتتخذ خطأ سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة. طب ده بيجي نتيجة ضعف دراسات الجدوى. فكل ما دراسة الجدوى تخليني أستخدم مواردي أفضل معناها إن أنا الإنتاج بيزيد، ولما الإنتاج يزيد هو ده زيادة معدل النمو الاقتصادي. طبعا. طب أنا هل عندي جهة بتجمع بقى سنتر في النص كده بيجمع كل دراسات الجدوى دي؟ لا. أنا عندي ده؟ لا 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 مفيش كده. لا هو المستثمر ياخد الدراسة يديها للبنك، أو لو كان راجل مهتم بالعلم ومتفتح، وطبعا فيه بالتأكيد كده، ودي في الشركات الناجحة حتى لو مش هياخد تمويل بالبنك، لا هو بيعمل دراسة جدوى لعنده مستشارين، لإما بيرجع لمكتب متخصص وبيعتمد على الدراسة في الشغل، ودي معظم الشركات اللي هي وكلاء لشركات أجنبية في الخارج طبعا بتعتمد على دراسات الجدوى، والرجال الأعمال النابهين الشاطرين اللي هم بينجحوا. طيب مراكز التدريب بقى بصفة عامة والاستشارات ودراسة الجدوى حضرتك ضمت لنا مراكز التدريب في مصر زي ما الدكتور حلمي قال هي عددها كبير جدا ما نقدرش فعلا نحصرها، هي في منها عدد قليل اللي معروف حوالي 5 اللي شغالين في مجال كبير في التدريب واخدين حصة كبيرة من التدريب، وفي مراكز صغيرة واخدة حصة قليلة، وبيتفاوت الكفاءة في الحقيقة ما بين المراكز دي تماما، زي ما الدكتور حلمي قال مفيش رقابة عليها، يعني هو برضو مركز التدريب للأسف في بعضهم بيجيب مدرب متخصص مدرب كفء، في بعضهم بيحاول يجيب المدرب اللي هو الأرخص فبيدور على أرخص واحد عشان يحقق مكسب أكبر، اللي بيحكمه هنا بس عنصر المنافسة، لما في منافسة ما بين مكاتب التدريب فهو بيحاول يقول لا أنا أجيب بقى ناس متخصصة أساتذة جامعة شاطرين ناس بيعرفوا يدربوا عشان المنافسة عشان أخد حصة من السوق، كل ما المنافسة تضعف كل ما التدريب على فكرة ممكن يبقى أسوأ لأنه ممكن يعتمد على أي شخص. طب ممكن أسأل سؤال عشان برضو نبقى واخدين الموضوع من أوله كده ونفهم، ايه اهميه ان انا يبقى عندي رقابه على مراكز التدريب؟ او خليني اسال السؤال بشكل تاني، ايه الاهميه اللي بتقدمها مراكز التدريب والاستشارات؟ يعني شغلهم معتمد على الفكر وتوجه واداء العامل ازاي، وبالتالي ايه الاهميه ان انا بقى اراقب هم بيعملوا ده ازاي؟ التدريب مكمل للتعليم بل قد يكون أهم، لأن الإنسان بعد ما بيتخرج بيمر عليه 3 سنين 5 10 15 أولا بينسى اللي اتعلمه، زائد أن العلم متجدد، العلم كل شوية بيطلع حاجات حديثة، لو هو معرفهاش معناها أن كفاءته ضعفت بتقل، فالتدريب هو اللي بيديله هذه المهارات، هو بيديله العلم الحديث، هو اللي بيديله الأفكار الجديدة، فلو هو ادهاله غلط ادهاله نقصة او ما ادهلوش خالص، وهو بقى من الناحيه الشكليه معاش هذا ان اخد دوره تدريبيه
خلاص بيتحسب ان اخذ دوره تدريبيه، لكن هو في الحقيقه ما تحسنش مهارته ولا كفاءته ولا حصل اي حاجه، فده خطي. بالاضافه انه ممكن احيانا ياخد معلومات خاطئه عكس الحقيقه، فهنا مشكله كبيره. عشان كده فكره الرقابه، هي الرقابة هنا صعبة. وعايزينها ازاي؟ عايز اسمع من حضراتكم، عايزين الرقابة على المركز دي ازاي؟ من الاول عشان انشاء هذه المراكز في الحقيقة لازم تبقى شوية عاملة زي الجامعات الخاصة، ان هو يشترط التخصص اللي ينشئ هذه المكاتب وادارتها يشترط ان يكون متخصص وتجدد سنويا، يعني يبقى لها اعتماد. يتخصص ازاي؟ الشرط انه يكون متخصص ازاي؟ متخصص مثلا في علوم الإدارة، مثلا في علوم الإدارة يعني هو خريج الإدارة، وممكن نحط شرط على اللي يكون معاه ماجستير أو اشتغل فترة في مؤسسة دولية أو في بنك أو في المجال ده، بحيث يبقى هو مؤهل إن هو يفهم في هذا المجال. لكن مش أي حد يدخل أي حد تدريب. وفي الحقيقة في الفترة الحالية أي في ناس كتيرة مش مؤهلة وغير متخصصة عندها هذه المراكز وشغالة. مشكلة. خليني يعني في على فكرة في كتير من دول العالم، ودول العالم متقدمة، ويعني الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ما فيش رقابة على مراكز التدريب. مفيش، لكن هي الاعتماد هنا على وعي متلقي الخدمة، يعني الشركة أو المؤسسة اللي بتبعت الناس بتوعها يتدربوا، مش عايزة تضيع فلوسها، يعني ما بعزقش فلوسها في الهواء. فعليها في إدارات التدريب إنها تقيم جيدا إيه مراكز التدريب اللي بتعتمد عليها واللي هي تشعر إنها بتديها عائد جيد للمصروفات أو الأتعاب اللي بتدفع لهذه المراكز. فيعني الاعتماد هنا اساسا على وعي متلقي الخدمه، لانه عاده هنا في مراكز التدريب متلقي الخدمه مش فرد، دايما المؤسسات هي التي ترسل الناس المديرين الذين يعملون بها. فهم هنا ناس بيحافظوا كمان على ان يتعاملوا مع المراكز الافضل. لكن انا عايز بس اثير حاجه، ويمكن كتير من الناس ما يعرفوهاش، انه هل تتصوري حضرتك مثلا انه الإدارات الحكومية والمصالح الحكومية حينما تريد أنها تدرب العاملين لديها أو المديرين بها، الـ 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 الإجراءات بتعمل منين؟ من إدارة المشتريات، المصالح الحكومية؟ أيوة، إدارة المشتريات وقانون المناقصات الحكومية. وأنا بشتري دبابيس، أنا بقول لك قانون المناقصات الحكومية يسري على شراء البرامج التدريبية، عشان كده يقول لك مطلوب عدد ويملى الخانه طبعا أي خمس برامج تدريبيه زي خمس كراسي. مدير مشتريات طبعا هيبقى عايز يوفر طبعا. زي مدير الانتاج في البرامج كده. لا لا مش بس كده، ويدعوكي مش بس كده، ويدعوكي لممارسه وتفرق 2 جنيه بين مركز والاخر عشان ومع احترامه دون مدير المشتريات ازاي يقدر يحكم على جوده المركز التدريبي ده فيقول المركز ده حتى لو اغلى شويه بس افضل؟ لا، فكره ان قانون المناقصات الحكوميه بتاع شراء الاشياء هو اللي ينطبق في حالة البرامج التدريبية اللي هي مطلوب فيها تقييم سي في بتاع متدربين ومؤهلاتهم ويميز قانون المناقصات. طبعا ده عادي، شراء الورق وشراء الكراسي وشراء المكاتب ده داخل برامج التدريب. طبعا وفي الحالة دي هو عليه يعني لا يملك مدير تدريب في وزارة من الوزارات أو مصلحة حكومية إنه يختار مركز تدريب معين ويقول لا انا اشعر ان هذا المركز افضل من الثاني، لازم يمر بالمناخ بتاعه. بس والمشكله ان هو انا بس بضرب هذا المثال، ما هو كده ليه هو كده ارخص؟ لانه طبعا ولو ما خدش الارخص هو ممكن يتهم انه قابض من المركز الغالي ده، فاقول لك لا خليني جنب الحاجه. عايزين كواليتي وعايزين جوده في المراكز التدريبيه. طيب ما هو انت عندك مركز تدريب يقدر يسجل نفسه ويعلن عن نفسه وهو عبارة عن صاحب المركز ومعاه فراش، سوري أنا آسف يعني للتفاصيل، وسكرتيرة، ويعتمد اعتمادا كاملا على أنه لما يجي له شغل يدور على إخوان بارت تايمرز من أساتذة الجامعات ومن غيرهم، يجي كل واحد بتاعه ويدخل المدرب لا يعرف اللي قبله درب إيه ولا اللي بعده هيدرب إيه ولا المتدرب اللي قاعد ده جاي اصلا الباك جراوند بتاعه ايه ولا الباك جراوند بتاعه ايه. قارني ده بمؤسسات اخرى، وانا بشرف برئاسه احدى هذه المؤسسات، اخذنا الموضوع على انه مهنه حقيقيه، وبقى في ناس متفرغين يعملوا خبراء تدريب وظيفتهم الدائمه ويتقاضون رواتب عن ذلك، وناس خبراء كمبيوتر ويتقاضون رواتب عن ذلك. فانت بتقارن التكلفه
والناس قاعده بتوع ريسيرش اند ديفلوبمنت يعملوا تطوير جديد لمواد جديده ومش عارف ايه. طيب شوفي بقى العبء بتاع التكاليف الثابته لهذا المركز هيبقى شكله ايه عشان يطلع جوده شكلها ايه، او بيعمل اتفاقيه عالميه مع بيت خبره اجنبي عشان ياخد منه المنتجات اللي طلعت من عنده، فبيدفع عنه لايسنس عشان رسوم عشان يعمل كده. طيب ده منعكس في الجوده بين النوعين من المراكز اللي انا ذكرته، وبالتالي هينعكس على التكلفه بالضروره، وينعكس بالتكلفه بشكل كبير، لانه اللي قاعد هو والفراش مع احترامي والسكرتير غير اللي عنده ناس وعنده عماله وبيدرب و يعني ما عندهمش مقر كمان، مش بس السكرتيرة والفراش، ممكن ما بقاش عنده مقر، ما بقاش عنده مقر اصلا دلوقتي بقى بالموبايل بيجيله بقى ياجر اي مكان، ياجر قاعه اي قاعه في اي مكان، وبيشتغل اي قاعه في النت اي قاعه في اي مكان. طب سؤال، ما هو برضو يا دكتور فكره التفرغ، يعني لو انا مش هعتمد على البارت تايمرز فكره برضو التفرغ، ما هي دي برضو صعبه النهارده، ظروف الزمن بقت صعبه قوي، فكل واحد بيشتغل وبيدرس في حته وبيطور من مهاراته هو شخصيا، ففكره اني اتفرغ للعمل في مركز تدريب دي اصعب من زمان، مش هلاقي الناس دي بسهوله، فبعتمد على البارت تايمرز دول. لا انا ما عنديش اي مانع من الاعتماد على البارت تايمرز، لكن هي الفكره فكره طبيعه العمليه التدريبيه انه، والحكايه دي عامله زي معلش زي الاطباء بمناسبه الضيف السابق والعلاج الطبيعي، زي الاطباء يعني في فرق كبير بين مريض يلاقي يافطة الطبيب موجودة فيطلع له ويشتكي له بسرعة من ان عنده مرض عارض بسرعة فيوصف له العلاج، وفي فرق بين طبيب الأسرة او طبيب يعلم حالة المريض والعلاقة مستمرة بين المريض والطبيب، وبالتالي الطبيب بيقدر يربط بين الحالة المرضية للمريض ده وبين حالة مرضية سابقة في التاريخ المرضي للأب أو للأسرة أو لغيره. فأنا اللي عايز أقوله إن هنا الاعتماد على الخبراء غير الدائمين مطلوب، ولكن مطلوب بحساب، لكن أيضا إلى جانب ده مطلوب إنه تبقى في علاقة مستمرة بين مراكز التدريب وبين متلقي الخدمة، يعني يبقى معروف، لأنه أنا بعتبر التدريب ده جزء من علاج لمشكلة موجودة صحيح لدى المؤسسة. القصة مش قصة إنه يتدرب بس، يعني أكيد لسببين، يا إما بس بصفة عامة عايز أعلي الجودة بتاع أداء شغله وعمله، يا إما أنا عارفة إن الموظف ده عنده نقص في كفاءة في حتة معينة بالظبط، فبعتها أثقل الحتة دي عنده، أو في مشكلة في المؤسسة دي وهذا يتطلب تدريب العاملين على الحل الجديد اللي بتقترحه الاستشارات وغيرها. طيب دكتور إياب، على الأرض يعني الشركة أو المؤسسة أو الهيئة بتروح تخاطب مركز تدريب تقول له والله أنا عندي عدد كذا من الموظفين أنا عايز أعمل لهم تدريب، هل الطبيعي أنه مركز التدريب هو اللي بيوجه ويقول أنا حدي تدريب الفلاني، ولا الشركة اللي بتروح الإدارة بتبقى هي عارفة هي عايزة تدربهم في إيه؟ بيحصل الاثنين، بيحصل الاثنين، يعني أحيانا هي مركز التدريب أو مكاتب التدريب بتبعت عروض للشركات كلها تقول له أنا عندي كورسات بالعناوين الآتية والشركات تختار منها، وأحيانا بيحصل العكس إن الشركة نفسها اللي عايزة تدرب موظفينها هي تطلب تقول أنا عايزة برنامج في هذا المجال، فالاثنين موجودين، بس هي الفكرة الابداع بقى في البرامج، يعني احنا في للاسف بعض الشركات وخاصه في الجهاز الحكومي بيبقى عندهم ميزانيه مخصصه للتدريب، وبرضه في شركات القطاع الخاص هي ميزانيه معروفه للتدريب، فهو بيحاول يصرفها باي شكل كان بغض النظر عن الكفاءه وعن الجديد فيها، وحتى فكره على فكره تفرغ الموظفين للتدريب في اغلب الشركات مش موجوده للاسف، يعني هو بيروح شغله طبعاً. يطلع من شغله يروح يحضر ساعات فبيبقى مرهق فبياخدها تعبان يسيب شغله، وقد يكون شغل حكومي ما لا يمكن يقدم استقالته ويمشي، المفروض ان هو يفرغه، يعني انا بشوف احيانا بقى بعض المؤسسات يبقى لازم هيديله العائد المادي القوي اللي يخليه يتفرغ، لا هو موظف عنده بيديله اجازه، يقول له انت الاسبوع ده مش هتيجي خالص الشركه ولا البنك، هتتفرغ للتدريب، واحيانا بيعملوها حتى في العين السخنه في حاجه بره القاهره عشان يبقى متفرغ للتدريب، دول اللي بيتدربوا بجد تدريب جدي، لان هو بيبقى متفرغ للتدريب مش جاي تعبان ولا حاجه، فبياخد كورس
محترم. في خليني ادي مثل، وده حاجه حكوميه يعني مش هقول قطاع خاص ما تخافيش، اللي هو المعهد المصرفي ده التابع للبنك المركزي، ده هو المسؤول عن تدريب البنوك، ده متخصص قوي طبعا، متخصص قوي. ايام الدكتوره هاله السعيد اللي هي حاليا وزيره التخطيط هي كانت ماسكاه، في الحقيقه عملت حاجه فيه كويسه، عملت اتفاقيه مع معهد امريكي طور من المعهد المصرفي، وخلتنا احنا كمدربين اخذنا الكورس ده بخلاف الناس اللي اخذوا الكورس ده ما يدربوش في المعهد المصرفي. الحاجة التانية وحدت المحاضرات، يعني انا الاول لما بروح اي مركز انا بعمل محاضرة اللي انا رايح اشرحها، في المعهد المصرفي مفيش كده، لا هي محاضرة بنفس الاسم، سواء ايهاب سواء الدكتور حلمي راح سواء اي حد راح، ونفس المحاضرة اللي عاملها المعهد المصرفي عاملها طبعا من قبل ايه عدد كبير من الخبراء اجتمع وعمل المادة العلمية اتفق عليه، وكل فترة بيحدثوه. فهنا مهما كان مرة المحاضر ده مش قوي، المحاضر ده افضل محاضرة، بس ملتزم بمادة علمية هي حقيقية بتفيد المتدربين. ده يا دكتور ده جزء في المثل الحقيقة المحترم اللي حضرتك ضربته ده، ده بقى ما ينفعش اشتغل بالسيستم ده في المراكز الخاصة للتدريب؟ مين هيقول للمراكز الخاصة تعمل كده؟ لازم يبقى في جهة تديهم اعتماد ويجدد سنويا عشان يلزمهم بهذا الكلام. انا عندي السيكس سيجما، اول ما تعرف مصر كلها عملت تدريبات على السيكس سيجما، قطاع خاص وقطاع كله مزبوط. عمل مزبوط. تدريبات على السيكس سيجما، يعني هل ده لانه ساعتها ده كان حاجه جديده في العالم، فعمل طفره كبيره في اساليب الاداره والعمل وترتيب الاولويات والعقليه في العمل وكده، فعشان كده كله تبناه، لكن مفيش حاجه تلزم او مش تلزم توجه مراكز التدريب انه اشتغلوا على كذا؟ ده مش موجود؟ لا خالص مش موجود خالص، يعني وقول زي ما قلت لحضرتك، يعني في ناس غير متخصصه خالص بيبقوا عاملين مراكز التدريب ويجيبوا ناس على درجة قليلة من الكفاءة ويدوا حاجات أي كلام، لكن طبعا عشان في الأمثلة الناجحة في مراكز تدريب على فكرة ناجحة وتجيب ناس متخصصة وناس شاطرة وبيدوا برامج كويس، يعني في الاتنين، في الكويس وفي الوحش، لكن احنا اللي عايزينه يبقى الأغلبية في مجال كويس، لأن ده كأنه عامل بالظبط زي الجامعات الخاصة، يعني احنا عندنا جامعات حكومية، لما طلع الجامعات الخاصة اتعمل لها قانون واللي يمسك الجامعة الخاصة لازم يكون أستاذ جامعي عميد، يمسك هو اللي يديرها مش صاحب الجامعة الخاصة، لازم مراكز التدريب في الحقيقة يبقى لها هذا الاعتماد، لأن دي بتأثر في فكر الناس، بتأثر في كفاءة المؤسسات. دكتور حلمي، حضرتك طبعا رئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية، ممكن بس الأول تكلمنا سريعا كده عن هذا الاتحاد، يعني مقره فين، كم عدد الدول المشتركة فيه أو عدد الجهات المشتركة فيه؟ يعني هو الاتحاد يمكن ده برضو يربط الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه حالا والدكتور إيهاب كان بيشير إليه، مسألة الاعتماد وغيره. الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية ده أنشأ عام 75، وإحنا كنا أحد يعني إحدى المنظمات المؤسسة له، هو 76 الاتحاد منظمه غير حكوميه ان جي او وغير هادفه الى الربح، هو كل الحكايه انه مظله مهنيه لكل منظمات التدريب الكبرى في العالم، وعشان كده بنقول بقى عضويه الاتحاد هي في كثير من الاحيان قد تغطي جزء من اللي اشار اليه الدكتور ايهاب، انه عضويه الاتحاد عضويه منظمات وليس افراد، وبالتالي يعني فهل العضويه تلزم المنظمه ان تقوم بعمل او تقديم البرنامج التدريبي بشكل فيه كفاءه بالظبط كده، بالظبط كده، ولا يقبل في العضويه غير المنظمات التي تتوافر فيها مواصفات معينه، والمواصفات دي موجوده فين وكيف يتم موجوده في الاتحاد، في الاتحاد الدولي زي ايه في الاتحاد، زي ان المنظمه دي تبقى لها مقر ويبقى لها تاريخ ويقدموا الهيستوري بتاعهم من اول ما بداوا بيعملوا ايه، سي في للمنظمه، يعني المنظمه ويقدموا عدد الخبراء الموجودين فيهم. بالمناسبه المنظمه قد تكون مؤسسه تدريبيه زي اللي احنا بنتكلم عنها دي، وقد تكون ايضا جمعيه مهنيه، يعني جمعيات تنميه الموارد البشريه. زي ايه الجمعيات المهنيه دي؟ جمعيه مهنيه حره، يعني في كثير من دول العالم في جمعيات للتدريب والتنميه، تمام، جمعيه اهليه، جمعيه NGO NGO، فهي لا تضم فقط، تضم ايضا في عضويتها ادارات التنميه البشريه والتدريب ومراكز التدريب اللي موجوده في المؤسسات الحكوميه او الشركات الكبرى، يعني فالاتحاد يتكون من هذا الخليط، يعني من مراكز تدريب وشركات
بتقدم الخدمة التدريبية، جمعيات أهلية، وجمعيات أهلية قطاع خاص وقطاع عام، وقطاع عام أو منظمات حكومية حتى، أو إدارات التدريب في منظمات حكومية أيضا ممكن تاخد العضوية. يعني مثلا ممكن يجي مثلا جمعية مثلا أو مركز لحقوق الإنسان يجي يقدم على عضوية في الاتحاد ده. الشرط هنا أنه يكون بيقدم من ضمن خدماته موضوع التدريب والتنمية البشرية. يعني لو مركز حقوق انسان فقط. في اي حد يا دكتور دلوقتي، في اي جهه دلوقتي ما بتقدمش، مش من ضمن انشطتها التدريب والتنميه؟ ما اعتقدش يعني في اي يعني اساسا مش من ضمن انشطتها. لا طبعا انا ما اعرفش. فهو الاهتمام بكده انه الاتحاد الدولي مهمته هي موضوع التدريب والتنميه البشريه بالذات. تمام. الاتحاد المقر الرئيسي بتاعه في الولايات في انجلترا. أوكي. ومسجل كان جي او في انجلترا، وبالمناسبه الاتحاد عضو مراقب في الجمعيه العامه للامم المتحده عن الان جي اوز. عضو مراقب على عمل الان جي اوز، مش مراقب عليها، عضو مراقب بمعنى انه مش عضو له فوتنج يعني. صامت تقريبا، ملوش حق التصويت. ملوش حق التصويت لانه مش دوله من الدول ولا غيره، هو من ضمن المنظمات غير الحكومية. تمام. الموجودة. تمام. هو منتشر في يعني عندنا عضوية في حوالي 70 أو 75 دولة من دول العالم. رئاسة الاتحاد دي يا فندم جات لحضرتك ازاي؟ هيبقى في انتخاب؟ انتخاب. الاتحاد ده شيء محترم. في نوعين من العضوية على فكرة. أنا أول رئيس عربي ينتخب لهذا المنصب، ودي تاني مرة أو ثالث مرة انتخب فيها كرئيس يعني الاتحاد. ده شيء محترم جدا يا دكتور ايهاب الحقيقه، انه يبقى عندنا بالاتحاد ده رئاسته لمصري. واحنا شرفنا على فكره في مصر بتنظيم، هو المؤتمر الاتحاد ينظم مؤتمر سنوي له، ولازم كل سنه يكون في قاره مختلفه عشان يعني ينشر رساله التدريب والتنميه البشريه والكلام. السنه دي ان شاء الله احنا شرفنا بهذا الاتحاد في مؤتمر لاول مره في مصر عام 96، ثم مرة تانية عام 2005، وإن شاء الله نأمل أنه نعقد المؤتمر بتاعه اللي هيبقى بقى المؤتمر 96 كان اليوبيل الفضي للاتحاد، مو 25 سنة. هو من 76 بالظبط، من 25 سنة. لا هو من 76. لا من أنا آسف، أنا ما قلتش 76. لا يمكن أنا سمعتها غلط. 73 أو 74 يعني. المهم هم يروا يعني سنة 2021 إن شاء الله الاتحاد هيبلغ 50 سنة. تمام. فهم يعني نأمل إننا نحتفل باليوبيل الذهبي إن شاء الله. هيكون في الاتحاد هنا في مصر. أنهي قارة؟ أنا بقول إن شاء الله يبقى في مصر. إن شاء الله. الاتحاد السنة دي المؤتمر بتاعه كان في دبي. العام القادم هيكون في الهند في نيو دلهي. العام اللي بعده هيبقى في سراييفو في البوسنة. سراييفو. ليه يتم اختيار سراييفو؟ هو اولا مهمة جدا لما حضرتك تشوفي انه ننوع ما بين الدول ذات الامكانيات. صحيح. الكبيرة والدول النامية. صحيح. جدا، بحيث ننشر رسالة موضوع التدريب والتنمية في الدول. هو لانه عقد مؤتمر دولي زي اللي بنتكلم عليه بيحضروا حوالي 1500 جايين من كل دول العالم، بيبقى تظاهره مهنيه بتنعش الوعي وبتزيد الوعي بالتدريب والتنميه البشريه في الدوله اللي بيعقد فيها. فدي فكره التنوع في عمل الاتحاد. عقدنا المؤتمر الاتحاد قبل كده في دول عديده في الولايات المتحده الامريكيه. بس حلو التنوع ده، سنه في الامارات اللي وراها الهند واللي وراها سراييفو. عقد قبل كده في البحرين، عقد قبل كده في يعني في اكثر من دوله. فده دور الاتحاد الحقيقه، هو دور مهني. كلنا متطوعين بالمناسبه، ونتحمل تكاليف سفرنا وتكاليف اقامتنا، ويعني والاتحاد ليس فيه الا عدد صغير جدا من الموظفين المتفرغين والعاملين. فده بيمثل حل، وكمان مهمته انه المنظمات التدريب اللي في الدول ومراكز التدريب اللي في الدول الناميه والدول اللي ما فيهاش امكانيات كبيره بتلتقي في الجمعيات العموميه وفي المؤتمرات مع منظمات تدريب جايه من دول كبرى، بيقدروا يعملوا نتوركينج ويعملوا تعاون مشترك ويعملوا اتفاقيات
لتبادل الخبرات والكلام ده. فده الدور الحقيقي اللي بيلعبه الاتحاد. طيب نرجع للمراكز التدريب والاستشارات عندنا في مصر هنا. اتفقنا انه ما عندناش حصر دقيق لعدد المراكز، هي عددها كبير جدا قطعا، ولكن اتفقنا انه ما عندناش حصر ليها. ازاي اقدر اعرف، ولما بقول اقدر اعرف بقول مثلا كدوله، بقول كمؤسسه بتقدم الموظفين اللي عندها للتدريب ايا مكان، ازاي اقدر اعرف طبيعه الماده العلميه اللي حضرتك يا دكتور اشرت ليها اللي المركز ده هيقدمه لموظفيني؟ يعني انا بفترض ان انا مؤسسه وعندي قدر من الوعي، فمش هبعت الموظفين كده اي مكان وخلاص عشان مدير المشتريات قال لي روحي المركز الفلاني، مش هعمل كده. عايزه اتطور في الفكره شويه، بعمل ايه؟ ازاي ابص للماده العلميه اللي عند المركز؟ ما هو ده مش دوري برضه، بس اعمل ايه عشان اطمن؟ ما هو خدي بالك برضه هنا اتفضل. لا قصدي اقول ده دور مدير التدريب الواعي اللي حضرتك ذكرتيه، التريننج مانجر. التريننج مانجر اللي موجود في المؤسسه، الموجود في المؤسسه، او الاتش ار مانجر، او الاتش ار مانجر اللي موجود في المؤسسه. اسهل حاجه في الدنيا ان تثبت لهم بروشورات ملونه وصور ويكتب عليها المركز العالمي والمركز الدولي. اسهل حاجه كله مركز عالمي ودولي. قبل ما قبل ما تبعت وقبل ما ترسل، روح زور المؤسسات اللي بتتعامل معاها واعمل شورت ليست، اعمل قائمه بعدد من المراكز. بعد ما زرت طلعوا ثلاث اربع مراكز اللي انت رايت فيهم عندهم امكانيات وعندهم كفاءات وعندهم برامج سابقه وفاضل ما بينهم، وفي الزياره دي قول له وريني المنهج العلمي، المنهج اللي انت اتبعته في الموضوع، موضوع معين او حاجه معينه، لان طبعا في موضوعات متعدده موجوده يعني. طب بس هو ده للاسف ما بيحصلش. انا اللي عايز اقوله انه لو قام ادارات التدريب في كل الهيئات اللي بتطلب الخدمه التدريبيه بمهامها مظبوط وتعمل واجبها اللي لازم تعمله يعني مظبوط، تستطيع الفرز بين الغث والثمين يعني. لكن انا اللي عايز اقوله برضه، معلش حكايه المشتريات دي عشان ما تفهمش خطا، دي فقط قيد موجود في الهيئات الحكوميه. لكن شركات القطاع العام حتى ما هياش ملزمه لا تخضع لهذا، لا تخضع لقانون لهذا القانون. واداره التدريب فيها، اداره التدريب فيها تمارس دورها بحريه كبيره وتقدر تفاضل بعيدا عن الروتين اللي كنا. بس هي كانت معلومه جديده الحقيقه بالنسبه لي، موضوع انه يعني قانون المناقصات ده بيقول ان مدير انه فكره التدريب واختيار مركز تدريب للموظفين يدربوه ده يعني عن طريق اداره المشتريات اللي بتفاضل وفقا للسعر. فدي يعني ما هو انفاق، طالما انفاق يبقى بيحكمهم السعر للاسف يعني. وكمان طيب استكمالا لكلام الدكتور حلمي، بس يعني ده هل مدير التدريب في الشركات او في المؤسسات دي هل هو مؤهل انه يحكم على الماده العلميه ولا لا؟ دي مشكله ثانيه يعني. عادة بس التريننج مانجر ده او الاتش ار مانجر ما بيبقاش متخصص علميا، هو بيبقى وظيفه اداريه بحته يعني، غالبا بيتعين كانه وظيفه اداريه بحته بيدير عمليه ليست علميه. امال مين اللي راجع يا دكتور؟ ما هو بيرجعوش، ما هو المفروض احنا بنتكلم على المفروض، احنا عايزين المفروض اللي هو مدير التدريب ده يبقى رجل له في العلم، يفهم العلم، فمن هنا يبتدي يشوف سابقه الاعمال للمؤسسه التدريبيه من ناحيه، في نفس الوقت يشوف الماده العلميه يقدر يستطيع انه يحكم عليها برضه حكم مبدئي. لكن ده مش موجود لان هو غالبا بيبقى غير متخصص غير علمي. انا عايز اتنقل لحاجه ثانيه في برضه في نفس انا عايز اتكلم على تاثير بقى المراكز دي على الاقتصاد لو حضرتك. ده اللي انا كنت عايز اتكلم عليه. في توافق ذهني يا دكتور. والله توافق جامد. استاذي دكتور ايهاب درسني سنين في الجامعه الحقيقه، وكان ليه فضل كبير عليا في المنهج العلمي ولا لا حقيقي والدراسات العليا. ازاي مراكز التدريب دي ممكن يبقى ليها علاقه بال او تاثير على الاقتصاد المصري بشكل مباشر؟ لها علاقه وثيقه وكبيره. ليه بقى؟ لان احنا كان عندنا زمان وقد يكون عندنا لغايه دلوقتي عندنا ميزه نسبيه في هذه المراكز. هذه المراكز ما بتشتغلش على المتدربين المصريين فقط، ده بالعكس بتشتغل اكتر على الوطن العربي، وكان في فتره من الفترات تقريبا قد يكون كل الوطن العربي كان بيتدرب هنا في المراكز بتاعه مصر. ده معناه ايه؟ ده معناه عمله اجنبيه داخله مصر، يعني ده طبعا. اي حد جاي من دوله عربيه داخل مصر طبعا. هو بيجيب معاه عمله اجنبيه، فده بيزود العمله الاجنبيه فبيحسن من سعر الصرف، بيحسن من بس انا الدوله القومي. بس انا الدوله استفادت ايه من العربي او الاجنبي اللي جاء ده كده؟ اقتصاد موازي.
لا يا فندم دي مش مكتب مواد، مراكز التدريب دي مراكز معتمدة. لما بيجي الراجل هو بيصرف الفلوس في مصر، يعني زي فكرة السياحة يا دكتورة منة. ماشي يعني ماشي تمام، اوضح بس عشان دي نقطة جوهرية. لا دي نقطة جوهرية. انتوا معتقدين ان الدخل اللي يجي لمصر من العملة الأجنبية هو اللي يديه للحكومة المصرية؟ لا طبعا، اي دولار بيخش مصر سواء للحكومة لقطاع خاص في اي حتة هو دخل مصر، لان في الاخر دي صادرات. دي صادرات بس صادرات غير منظوره. انا عايزه خزينه الدوله تستفاد منه. هي بتستفيد يا فندم، في النهايه المركز ده المفروض بيحط فلوسه ده في البنك، والمركز ده مش هيحط فلوسه في جيبه. لا وبيدفع ضرائب. وبيدفع ضرائب وبيشغل ايدي عامله والراجل اللي بيجلس فنادق وبيحجز مؤتمرات. جزء منها سياحه، يعني جزء من الدخل ده المراكز التدريب كانه بالظبط هو جزء منه من السياحه. لانه صح الاجنبي ده او العربي ده هيجي، وده رقم بيتحط مع السياح اللي بيجوا لمصر، يعني رقم يضاف للسياح لان هو جاي كسائح في نفس الوقت. واحيانا على فكره مراكز تدريب بتعمل له برامج ترفيهيه بعد البرامج العلميه، توديه بالليل الهرم، توديه بالليل الاثار، توديه سفره شرم الشيخ، توديه البحر الاحمر لان السخنه يشوف الكلام ده. فده كان في فتره من الفترات ده كان مصدر دخل كبير جدا للاقتصاد المصري. أيوة وكان مصدر كبير جدا للعمله الاجنبيه. ليه بتقول كان؟ في الفتره الاخيره قل بدرجة كبيرة بعد الأساس لأسباب كثيرة، منها سياسية، منها الدول العربية أيضا ابتدت تطور عندها مراكز التدريب، على الرغم أن في كتير من مراكز التدريب اللي في الدول العربية وذات في دبي مصريين في الحقيقة هم اللي بيدروها، لكن كان الأول اعتمادهم الأكبر على مصر، بيجوا اللي هم يتعلموا علم وأيضا منها سياحة. يعني بدون ذكر أسماء، المركز اللي كان برئيسه الدكتور حلمي أنا كنت بدرب فيه زمان، أنا كنت بروح تقريبا ما كنتش بشوف مصريين، كان كلهم من جنسيات مختلفة، منهم من اليمن ومنهم من ليبيا ومنهم ومن السعودية من ومنهم طبعا دول الخليج. ده شيء طبيعي. للأسف حصل تحول في هذا الموضوع. ده مش مهمة مراكز التدريب بس، دي مهمة الحكومة ان تساعد هذه المراكز ان تعيد ان تقوى بالضبط وتحسن عندها الميزة النسبية، ونرجع يبقى لنا الريادة في هذا المجال لان ده مصدر دخل كبير لمصر. وده سؤال برضو او نقطة مهمة جدا، هل ما زالت مصر يعني لديها الريادة في مجال التدريب والتنمية والاستشارات؟ على مستوى الافراد انا في تقديري الى حد كبير لكن على مستوى المؤسسات بالتاكيد اعتقد يعني ايه مستوى الافراد يا دكتور؟ الافراد في افراد من اللي هم بيشتغلوا في الدول العربيه او بيروحوا يدربوا في الدول العربيه هم مصريين، لكن ان هم بقى يجوا هنا لمؤسسه تدريبيه معروفه في مصر دي اللي ابتدت تقل. دكتور حلمي انا عايز بس اشير كمان الى طبعا اللي قاله كل الدكتور ايهاب صحيح، وده نقدر نقول انه صادرات زي ما كنت بقول حالا، يعني هو تصدير زي نفس فكره تحت بند ايه متحصلات السياحه والتعليم طبعا زي فكره او التعليم صح الاستفاده يعني ده مش اقتصاد موازي يا دكتور؟ لا 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 خالص لا 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 لما تعتبر انت السياح اللي بيجي مصر اقتصاد موازي؟ لا طبعا، ما هو لما بيجي يخش مطعم فول وطعميه، يخش مطعم ياكل ويشرب، كل دي في داخل مصر. اوعى تنقصني في الدرجات يا دكتور. لا 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 ارجوك اوعى تنقصني في الدرجات عشان الاجابه الغلط اللي انا قلتها دلوقتي. نعيد السؤال مرة تانية. أنا افتكرت إن السائح ده المتدرب ده أو اللي عايز يتدرب ده لما يجي إنه كده الفلوس بتاعته دي بيديها المركز التدريب ده، ما بتدخلش الدولة بس. حضرتك شرحت طبعا السيركل اللي بتمشي فيها. لا في الاستثمار الأجنبي لما بيجي بيعمل دراسة جدوى كل دي أو زي السائح لما يجي يقيم في أوتيل وبيدفع نفقاته في الأوتيل أو إقامته في الأوتيل أو شركة السياحة هي بتعتبر دخل الدولة. أنا بس عايز أشير كمان إلى أهمية إنه خلينا فائدة التدريب نفسه على المديرين ورفع كفاءتهم في العمل وما يعود عليه من إنتاجية أعلى، ده الميزة الأساسية للاقتصاد. قصدي بقى مش الأجنبي، ولكن لو تصورنا أن المديرين المصريين بيتدربوا في مصر وهدف التدريب إيه؟ انه بيزودهم بمهارات وجدارات ما كانتش موجودة عندهم ويرفع كفاءتهم، فيرجعوا يؤدوا عملهم أفضل بكفاءة أفضل من صحيح السابق صحيح وبشكل أفضل، بينعكس على الاقتصاد المباشر. يبقى الإنتاج يزيد أو الخدمة الإنتاجية لازم تزيد أو صحيح. وإحنا تبنينا الحتة دي. حضرتك قلت بس كلمة مهمة عايز أستوقفك عندها يا دكتور حلمي. حضرتك قلت مديرين الأجانب يمكن اللي بتدربوا مصريين والأجانب اللي بيتدربوا، لا أنا عايزة أتكلم على اللي بيدربوا.
هل عندي مراكز بتستعين بخبرات اجنبيه للتدريب؟ احنا بنستعين بخبرات اجنبيه للتدريب. يعني هل ده مرشح ولا يعني هل ده شيء مفضل ولا حينما تكون هناك ضروره؟ يعني هو زي ما حضرتك ذكرتي، انت ضربتي مثال بسيكس سيجما وضربتي مثال بالسيفن هابتس او هابتس، يعني كثير من هذه المنتجات خصوصا سيفن هابتس مش سيكس سيجما هو بيعتبر تريد مارك طبعا وماركه مسجله طبعا، وبالتالي حينما تريد ان تدرس هذا الموضوع بالطريقه دي وبالمنهج ده وبالاسلوب ده حتى الكويزز اللي في الكويزز اللي في النص الاختبارات والادوات والكلام والأدوات ده، عليك الحل الوحيد انك تتعاقد مع صاحب براءه الاختراع ده اللي مسجل. بس دي مكلفه دي. خلاص مكلفه قوي الحق. ما هو هتبعت له بره على ما يرد عليه؟ لا مش هتتعلم، بتعملي اتفاقيه يعني يبقى في بروتوكول تعاون ومقابله في مقابل مادي. مفيش ناس في مصر مفيش ناس في مصر واخده توكيل الحاجات دي. ما هو توكيل اهو حضرتك قلت توكيل بمعنى ما هو ده اللي انا بقوله. يعني اروح للجهه الفلانيه دي اقول لها اديني تصريح ان انا ادرس سيكس سيجما مثلا او انه يبقى فكتير من المنتجات كده. الحل الثاني هو انه برضه الحاجات دي حاجات فكريه واداريه وليست حكر على احد. هو يستطيع بعض الناس انهم يعملوا يعني عايز اقول موديفيكيشن ويعني يجعلوها اكثر ملائمه للبيئه طبعا المصريه، لان كتير من الادوات دي صدقيني بيبقى انا بسميها موضه، يعني تطلع موضه في العالم كله وراها حمل دعايه وبتاع حول السيكس سيجما حول مش عارف ايه. طبعا طبعا وقبل كده الاداره بالاهداف الى مش عارف ايه الى يعني كلها الانجر مانجمنت والانجر مانجمنت اداره الغضب والتايم مانجمنت اداره الوقت وايه تاني. دي مش ماركات مسجله دكتوره في الاداره ولا لا 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 قصدي اقول انا بذاكر والله بذاكر لا يعني موضوع التايم مانجمنت موضوع زي موضوع اتخاذ القرارات مثلا موضوع وكرايسيس مانجمنت اي حد بقى يقول فيه ما يعنى له. لكن انا ما بتكلم على الثاني، كنت بتكلم على ماده معينه بطريقه معينه بمنهج معين هتتقدم، فدي دي مختلفه. ده برنامج لكن اللي بنقوله ده موضوع اداره الغضب واداره الازمات موضوع ده ويتحمل بقى وهنا بقى تختلف الجوده اللي كنا بنتكلم عليها. اصلا مفيش حاجه اسمها ان واحد يدي توكيل التايم مانجمنت، مفيش حاجه في الدنيا كده لا ولا يملك وما في دي مش ملك حد. لكن البرامج الثانيه دي ليها مالك لانها يعني واحد فكر فيها وابتكرها وبذل مجهود وطلع كتاب قد كده في الموضوع. اذا اردت ان تستخدم هذا الكتاب عايز الملكيه الفكريه اللي هي الملكيه الفكريه واحترامها يعني صحيح. لكن اغلب الموضوعات الاخرى موضوعات متاحه والخبراء المصريين والخبراء العرب بيقدروا يعني يطلبوا ده. طب انا بصراحه شديده اضيف بس حاجه كمان بس انا برضو كمان مش ضد فكره ان احيانا لو احنا شركه جابت حد اجنبي يدرب ما اعرفش راي الدكتور حلو اكيد يتفق معايا ده مش غلط يعني لازم نبقى منفتحين يعني زي ما احنا كمصريين بنروح ندرب في دول عربيه كتيره وبنطلع بره احيانا ندي محاضرات كل حاجه يجب ان احنا نتقبل ايضا ان يجي اجنبي ويجي عربي يدرب عندنا بلدنا ومرحبين. لازم يبقى فكره التعاون دي موجوده يعني ما نرفضهاش ونبص لها ان دي حاجه سيئه بالعكس لا وبيثروا الفكر الاداري طبعا العربي الحقيقه. واحيانا كمان ببعت الموظفين اللي عندي ما اعرفش ده موجود ولا لا ابعتهم دوله ثانيه برضه يدربوا هذا يحصل تدريبيه ويرجعوا هذا يحصل والعكس يجي لي وفد او مجموعه من دوله ثانيه ده بيسموه كروس اكسبوجر يعني ببعت واستقبل بالظبط فاللي عندي راحوا اخذوا خبره واللي بره جم اخذوا خبره من عندي في مجال الاقتصاد مثلا معهد التخطيط اللي هو بتاع الكويت بيروح عدد كبير قوي من العربي للتخطيط معهد العربي بيروح عدد كبير قوي من العاملين في البنوك وفي حتت كتيره بيروح يتدربوا فيها. الفايده ايه؟ بيستفيدوا ايه؟ لا هو فعلا معهد متخصص معهد متقدم ففي اجزاء معينه بيودوا رجال البنوك بيتدربوا فيها. انا بس عايز اعلق هنا على حاجه مهمه خصوصا في الموضوعات الاداريه يعني ان الموضوعات الاداريه مرتبطه ارتباط كبير قوي بالبيئه. البيئه لها تاثير كبير جدا عليها فبالتالي ما هي زي العلوم الطبيعيه يعني مش زي الهندسه او مواضيع الفنيه في البترول وغيره والمواضيع الطبيعيه. يعني لما نيجي نتكلم على موضوع التايم مانجمنت وتجيبي برنامج تايم مانجمنت اجنبي وتيجي تطبقيه في مصر هتجدي كتير جدا من المواضيع من الحاجات اللي فيه مش ريليفنت
مش مناسبة للبيئة المصرية. للبيئة المصرية صح جدا. ففي هنا دور الخبير العين المحلية اللي تقدر تقول لا والله نقدر نطور ده ونقدر نعمل ده. ده غير اللي حضرتك بتقوله ده غير نقطة انه في البرامج التدريبية ندي امثلة بنماذج دول تانية وده دي قصة تانية. انا هديكي مثال يمكن يكون واضح جدا في الاونه الاخيره موضوع الجندر ايكواليتي موضوع عدم التمييز المساواه بين الجنس او عدم التمييز بسبب الجنس او النوع. لما تجيبي اي برنامج امريكي واحنا شرفنا بان الامم المتحده خلتنا او يعني اتاحت لنا فرصه اننا نقدم شهادة الأمم المتحدة اليونيفام في موضوع عدم التمييز بسبب النوع أو الجنس. لما تيجي المادة اللي جاية من جاهزة عشان ندربها هنكتشف فيها حاجات غير مناسبة بالمرة للمجتمع الشرقي وللمجتمع المصري، يعني في زيادة عن اللزوم حاجات جايز جدا مش مناسب انها موضوع التحرش موضوع مش عارف ايه الى اخر ذلك، فبيتمس مس خفيف جدا ويقل الدوز اللي موجود فيه لانه مش بس مش مناسب ما يعني مش مه يعني مش مساله بقت يعني يمكن البيئه ضخمة. البيئه الثقافيه كده. لكن نقدر نوصل الهدف، ولكن وده دور الخبير بقى المحلي اللي يستطيع انه يعني يعيد النظر في الماده بحيث يرى يفلتر ما هو بالظبط كده يفلتر الموضوع بحيث يخليه ويطوره بحيث يتناسب مع ده. دكتور ايهاب، المناهج العلميه دي والمواد العلميه موجوده في مراكز التدريب. وانا قلقت من كلام حضراتكم، يعني انه حضراتكم اتكلمتوا بمنتهى الصراحه وفي المجمل كده انه عندنا مراكز كتيره كويسه ومتخصصه ومتميزه ولكن لا رقابه عليها. فانا فكره دايما طول عمري كده فكره ان حاجه ما عليهاش رقابه بتقلقني الصراحه. فالمناهج دي او المواد العلميه دي لو انا بتكلم على تشريعات جديده، بتكلم على قوانين جديده اطالب البرلمان بيها ايا ما كان، ممكن اطلب ايه او اتمنى واحلم بايه عشان يبقى عندي رقابه عامه كده شامله على ما يقدم من خلال مراكز التدريب والتنميه والاستشارات في مصر؟ طيب قبل ما اقول الاجابه على دي عايزه اقلقك اكتر في حاجه كمان ما قلناهاش، ان احيانا المؤسسه التدريبيه دي ما تعرفش المدرب اللي هي جايباها يتكلم في ايه، لو هي مش حاطه ماده علميه دائمه. وده في الاغلب على فكره، لا حقيقي بقول لك حاجات الدكتور حلمي على فكره اكبر واحد في التدريب في مصر يعني يقدر يشوفيه يقول صح ولا غلط. يعني هي المؤسسه دي بتجيب مدرب هو بيجي في موضوع معين بيخش يتكلم ويعمل ماده علميه، قد المؤسسه دي ومدير المركز ما يشوفش الماده العلميه دي ولا هو بيعرف هو بيتكلم فيه كمان، يعني على نفس المؤسسه اللي بتجيب المدرب ممكن ما تبقاش عارفه الماده العلميه هو بيقول ايه ولا هيتكلم فيها. هل ممكن يبقوا بيعتمدوا في كده ان المتدربين انه المتدربين مش صغيرين في السن فيقول لك يعني هو انا بعت اطفال صغيره تتدرب، انا بعت ناس كبيره بدماغها بخبرتها في العمل هتفلتر الكلام؟ انا بسال هل ممكن يبقوا بيعتبروا كده؟ لا, لا 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 هو الحقيقه ده كمان متعارض مع فلسفه التدريب، يعني التدريب المفروض يبقى تدريب مستمر ومفيش حد كبير على التعلم، بيسموه ان الناس عايزه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام له حديث شهير كل ما يصار في مؤتمر دولي كلام عن التدريب التعلم المستمر اقول لهم في حديث بيقول اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. صحيح. فيعني القصه ده بالظبط يوجز الموضوع. فاللي هيقول ان انا كبير على التعلم ما ينفعش يتدرب، صحيح مش هيستفيد. انما اللي يرى ان الدنيا كلها بتتطور وانه طول الوقت هو يحتاج الى ده، في حديث الان بيتكلموا في بعض الدول على عمل اكسبايري ديت للشهادات التعليميه. فعلا ما هو طبعا تاريخ انتهاء صلاحيه. مش معقول واحد ياخد بكالوريوس تجاره او ياخد ماجستير مش عارف سنه كام ويظل 50 سنه يقول انا معايا شهاده بتاع خلاص وعندي لا هو التجاره وحقوق الحاجات دي مقبوله مقدور عليها. لا ده التانية اكتر، ده التانية اكتر. ما انا بقول ما هو طبيب مثلا ده اللي فعلا معاك في جميع المجالات مطلوب. طيب هو ده علم وده من في جميع المجالات في تطور طبعا حتى في علوم الاداره مطلوب في كل يعني علوم الاداره ما فيهاش جديد. طب انا عايز اقول لك حاجه، حضرتك ذكرتي اكثر من مره موضوع سكس سيجما ده، انا اراهنك شوفي عينه
من المديرين الحكوميين وقولي له ماذا تعرف عن سيكس سيجما، شوفي هيقول لك ايه. انا يعني لا يعني انا اعرفه عشان القطاع الخاص. لا لا معلش يعني انا لما اخذت البرنامج ده في القطاع الخاص لا انا فهمته كويس. ايوه ايوه ايوه، لكن انا بس بضرب مثال، انا بضرب مثال على انه في العلوم الاداريه يحدث تطور كل طبعا. يوم طبعا. والتطور التكنولوجي بيغير من العلوم دلوقتي. في نقطه بقى مهمه جدا يا دكتور ايهاب، المناهج بصرف النظر عن بقى مراكز التدريب، يعني المناهج يعني مثلا اساتذتنا في التسويق لغايه النهارده بيدرسوا علوم مايكل بورتر، ده طبعا يعني حد معروف جدا في التسويق، بس ده حاطط اساسيات التسويق من حاجه و70، مع انه التسويق طبعا اتطور بقى والديجيتال دلوقتي والسوشيال ميديا بقت قصه تانية، معلش بس لكن اساسيات التسويق لغايه النهارده بناخدها من مايكل بورتر. امال ايه؟ فده يعني في اساسيات مقبول جدا حينما تتحدثين عن الاساسيات، لكن لما تتحدثي عن الاتجاهات الحديثه يبقى لازم نسيب مايكل بورتر ونروح لحد تاني ونشوف الناس بيعملوا ايه. اصل الدنيا بتنقلب حوالينا. صح. يعني ما يحدث الان، انا بقول الكلام ده لطلبتي في الجامعه، انه انتم تستمتعون الان باشياء. انت هل حضرتك تتصوري ان انا لما طلعت البعثه عشان اعمل دكتوراه لم يكن في مصر فوتوكوبير ولم ارها الا في البعثه، وانا معيد بعمل الماجستير في مصر قضيت 80% من الوقت بنقل من الكتب عشان مفيش على كروت، لان مفيش مكنه، وقعد في المكتبه عايش فيها، محدش بيخش المكتبه، يخش ليه؟ مكتوب على الانترنت دلوقتي، والموبايل كمان مش حتى اللابتوب، الموبايل بقول للطلبه اي حاجه تيجي في دماغك وما تعرفش معناها بتفتح الكتاب وتحط على الجوجل على الموبايل اللي في جيبك يطلع لك مليون بتاع، بس اقرا بقى وتعلم، مش كوبي بيست. المفروض بقى ان الناس كوبي بيست. فاذا اذا كنا زمان 80% من الوقت بيضيع في اجراء كلام فارغ ما فيهوش اي ابتكار، ان انا انقل يعني الكتاب ايه يعني، طب ايه الفايده اللي بتقعد عليه دلوقتي؟ المفروض ان 80% يبقى ابداع، لان كل ده توفر. صحيح. يعني العالم بيتغير تغير كامل، في مهن خلال 10 سنوات قادمه مش هتلاقيها تماما، هتختفي. زي ايه يا دكتور؟ حاجات كتير يعني. زي لا صحيح بجد، يعني في اشياء كتير. إيه؟ انت حضرتك تفتكري موضوع التلكس والفاكس والكلام ده؟ الفاكس مش كان في موظف تلكس وموظف فاكس موجود في البتاع؟ خلاص ده انتهى الموضوع. خلاص احتمال البريد في المستقبل على فكره يحصل فيه كده. لان الايميل وواتس اب بيحلوا محل الصحافه المطبوعه كلها في احتمال انه طبعاً. مش احتمال ده، في تراجع هي تراجعت بالفعل اكبر جدا. اكبر شركات اكبر شركه للعب الاطفال المنتجه للعب تويز ار اس مش عارف يعني، انا معلش قلتها لكن يعني ما هيش دعايه بس مش محتاجه اعلان او يعني المخرج بيقول لي ده اعلان وش. لا مش اعلان ولا بتاع اللي قالها الدكتور حلمي. لا مش هو، مش محتاجه اعلان يا احمد. لا مش محتاجه اعلان يا بيبي. فانا دول بيقفلوا بيقولوا انه سبب القفل انه يبدو انه لم يعد هناك اطفال يريدون اللعب. خلاص كل واحد العيال بقى عندها تابلتس قاعدين يلعبوا طول النهار على التابلتس، فما عادش عايز لا حاجات يركبها ولا حاجات يعملها ولا حاجات يجرها. خلاص انتهى الموضوع من 3 و4 سنين دلوقتي وماسك التابلت بيلعب. الدنيا بتتقلب حولنا، وبالتالي مطلوب بقى انه اذا كنا زمان بنقول ان الحقيقه الفجوه بين التقدم والتخلف قد كده، دلوقتي كل شويه احنا بنشعر مش اننا بنردم الفجوه دي، ان الفجوه عماله تتسع الحقيقه. الفجوه المعرفيه دي عماله تزيد، ومفيش حل غير التعلم، يعني مالهاش حل غير ان الناس تفضل تتعلم وتغير. بنحترم وتطور. جدا يا دكتور، بنحترم جدا لما يكون يعني استاذ جامعي او استاذ في التدريب او التنميه، ويعني ربنا يديله العمر، متقدم في العمر ومواكب التكنولوجيا، بحترم ده بشكل غير طبيعي. وبيستخدم اللابتوب وبينزل برامج يعني مش كلاسيكي، ما وقفش عند السبعينات او الثمانينات في العلم، لا بيطور نفسه كمان. انا لسه بتكلم مع زملاء في جامعه القاهره انه والله اذا كانت الطلبه فاسينيت يعني مشغولين جدا بموضوع التكنولوجي ده وبتاع، طب ما احنا لازم نفكر بقى انه كتبنا وشغلنا وكله يبقى على ده. خلاص ملاش حل تاني. صحيح. يعني هو خلاص بقى مخه ولو مش عايز يشوف كتب دلوقتي. صحيح. اغلب الولاد مش عايزين يشوفوا كتب، عايزين. طبعا في عيب في ذلك انه عايز كبسولات برضه، وده مش مظبوط. بمعنى انه عايز
مش يقرا الشغل يعني. الاصلي انما الملخص بتاع الموضوع ايه الفكره الرئيسيه وخلاص. لكن ده مش يتحط له الكتاب الكامل او بحث بالكامل الكتروني وده حصل في جامعات في مصر هنا ده موجود في الحقيقه. ما اقصده بقى نرجع تاني لموضوعنا انه دي مهمه التدريب خلينا نقول انه بما ان التطوير في البرامج التعليميه ما بيواكبش التغير اللي بيحدث وما بيواكبش كمان المهارات المطلوبه للعمل ودي اهم حاجه في الموضوع. يمكن بيتكلم في علم نظري لكن مش ناس بيمارسوا عمل وادوات تعلم حتى بتاعتها مش مناسبة لهذا العمل. فيبقى البرنامج التدريبي يعوض هذا النقص يعوض ويزوده بهذه النقص. حضرتك برضو ذكرتي حاجة عن موضوع ازاي يعرف هو محتاج تدريب شكله ايه. فأنا برضو عايز أقول انه وده مزيج من الاستشارات والتدريب بقى دكتور إيهاب موضوع دراسة الاحتياجات التدريبية انه في فرع مهم جدا دكتور. انه خبراء بيروحوا يساعدوا الجهات اللي موجودة خبراء اتشار على تحديد ما هي احتياجاتهم التدريبية ما هي الجدارات الموجودة. عارفة حضرتك الجيوش فيها نظام جميل جدا جدا لا يمكن ترقية ضابط من رتبة الى رتبة الا لما يمر بحاجة اسمها فرقة. الفرقة دي هي فرقة تدريبية برنامج تدريبي مكثف يهيئه لمهام وواجبات الرتبة الأعلى أعلى. هو ده دور التدريب المفروض يبقى كده بالظبط. بالظبط الترقية لا يمكن أن تتم إلا باكتساب جدارات مطلوبة لهذه الوظيفة الأعلى. أنا هستسمح حضراتكم وده موجود في الحكومة على فكرة بس طبعا بشكل مش جدي قوي. أنا هستسمح حضراتكم بس إن احنا نعرض بعض الصور بنعزي نفسنا طبعا بنعزي حضراتكم في وفاة استشهاد المصريين اليوم. دي بعض الصور التي وردت إلينا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالظبط كده يعني وصلوا مستشفى الشيخ زايد بالفعل الصور لسه واصلة إلينا حالا معها طبعا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بيتفقدوا حالة المصابين هم موجودين مصابي الحادث حادث المنيا اليوم دير الأنبا صامول دي طبعا اللقطات اللي جت لينا حالا دلوقتي ما عندناش بيانات يعني أكثر تحديثا مما قدمناه لحضراتكم النهاردة في بداية الحلقة. ما فيش لسه أي بيانات رسمية تانية جديدة صدرت حول تفاصيل أكثر عن الحادث وزي ما قلنا لحضراتكم يعني هنعتمد على ما يصدر وما يأتي إلينا من مصادر رسمية. ما أعرفش حتى لو علقت أو حاجة دكتورة هالة زايد ما أعرفش لو ليها تعليق أو حاجة لسه ما فيش حتى تعليق وصل لينا ليها مثلا عدد المصابين قد ايه تحديدا حالات المصابين قد ايه. نتمنى يا رب ان شاء الله الاستقرار ويعني الشفاء العاجل وان تكون حالاتهم مستقرة بإذن الله. اكيد التجربة على بعضها صعبة واكيد المصابين دول حتى لو جسمانيا يعني بإذن الله خرجوا بسرعة اعتقد انه طبعا هيحتاجوا هنا بقى تأهيل نفسي يعني اكيد طبعا. اسمح لنا الحقيقه ان احنا يعني نعزي انفسنا ونعزي الشعب المصري الحقيقه كله لان هذا الحادث الاليم حادث غادر وموجه للشعب بكامله وليس صحيح. موجه لفئه معينه ولا لاشخاص معينين صحيح. ويعني احنا انما ان شاء الله هذا الفكر سيندحر يعني بالتاكيد انه مع التنوير ومع الوجع بس بيبقى قاسي قوي يا دكتور بالتأكيد. يعني في النهايه بالتأكيد. في شهداء ودماء ناس بيرسيس. ابرياء وطالعين من بيت الله مش ممكن يعني. صحيح. وعلى فكره اللي احنا بنتكلم فيه ده حاليا مش بعيد عن هذا الموضوع لان جزء من او الاساس في محاربه الارهاب في الحقيقه العلم. هو العلم هو التعليم والتدريب فكل ما ندربهم نفهمهم ايه الدين بيقول ايه الصح مع انه برضه احيانا يرد عليك طبعا ده تغيير الفكر هو الاساس في القضاء على الارهاب مع انه برضه ساعات يرد عليك يقول لك طب ما ايمن الظواهري خريج طب عين شمس معلش ده استثناءات دكتور استثناءات وايه يعني مش عارف مين دكتور ومين دكتور وابرز قيادات الاخوان اللي معاه دكتوراه ما اعرفش فين وكده يقول لك شيل العلم الشهاده
هو العلم اللي عنده ايه؟ وهو ده اللي بنتكلم عليه. في فرق بين الشهاده، كتير قوي بياخدوا شهادات هم مش متعلمين. العبره يكون متعلم بجد، يكون اخذ بعديه تدريب، حدث من افكاره وبقى عنده تنوير، بقى متفتح، بقى فاهم العلم صح، فاهم الدنيا صح، فاهم الحياه صح، فاهم الدين صح. صح، هي دي، هو ده الاساس في محاربه الارهاب. صحيح صحيح. هرجع لحضراتكم في مراكز التدريب والاستشارات ودراسه الجدوى. سألت سؤال على الموضوع ازاي نقنن اوضاع هذه الشركات في الحقيقه، اللي انا لسه ما جاوبتش عليه بالظبط. المواد العلميه كمان وتقنين انشائها حتى اللي اشار ليها دكتور حلمي في البدايه. مظبوط. هي طبعا احيانا الرقابه دائما اللصيقه او المباشره بالعكس ممكن تعمل مشكله في النشاط، لكن انا في تقدير الرقابه على هذه المراكز تيجي اللي هي لاحقه، بمعنى وقت الانشاء، ان هو زي كده فكره الجامعات الخاصه، اللي ينشئ هذه المراكز لازم يكون متخصص، مش اي حد ينشئها، بالإضافة اللي بيشتغل فيها لازم يكونوا أيضا متخصصين، واللي يدربوا فيها أيضا متخصصين، وده يعتمد سنويا. فإلى حد ما لو هو شخص متخصص في هذا المجال هنطمئن إلى حد كبير إن هو بيعمل النشاط بطريقة صحيحة، لكن دخول غير المتخصصين في هذا المجال بيفتح الباب فعلا للشيطان. وحضرتك قلت حاجة من شوية جميلة جدا، قلت حتى احنا ممكن نصل لمرحلة انه عفوا انه اشترط مثلا اقول ان اللي بيدرب مثلا ما يبقاش معاه اقل من الماجستير. طبعا ممكن طبعا التفكير فيها في هذا يعني، او على الاقل خبره بدل ماجستير يبقى خبره اخرى لو طويله مثلا في مؤسسه ماليه في مجاله، يعني خبره تطبيقيه لعدد من السنوات بالزبط. تعادل او شهاده، لكن اللي هو ولا بالمناسبه كده ولا كتير كده من المراكز يعني المركز اللي بشرف بادارته احنا ملزمين انفسنا بذلك بدون لا قيد ولا رقابه ولا يعني صحيح، لكن لازم يبقى في بقى ده من قبل الحكومه هذا القيد يبقى من الجهه في الحكومه اللي المفروض تشرف اداريا حتى خلينا نقول وزاره التنميه الاداريه. حاليا وزاره التنميه الاداريه هي المسؤول عن تدريب الموظفين في الحكومه والمسؤول عن الاصلاح. يبقى تاخد كمان شق القطاع الخاص، تاخد شق القطاع الخاص يبقى تطور فيه. وبالذات الدكتوره هلا السعيد على فكره زي ما قلت من شويه كانت ماسكه المعهد المصرفي، لان هي عندها الخبره وعملت فيه تطوير فعلا كبير. هي عملت التطوير اللي انا كنت شرحته من شويه، فهي عندها طبعا خبره في هذا يعني المجال. وزاره التخطيط ولا وزاره التنميه المحليه؟ لا هم مع بعض وزاره واحده، بس الجزء بتاع التنميه الاداريه. قلت المحليه؟ لا قلت الاداريه. قلت المحليه بقى. سوري. لا تمام. التنميه الاداريه. تمام. التنميه الاداريه اللي هي مع وزاره التخطيط. مع وزاره التخطيط. لا هي مع وزاره التخطيط بالصدفه يعني. بالصدفه. معلش. هي وزاره التنميه الاداريه هي الوزاره المنوط يعني المناسبه عن هذا الموضوع. لانها تبقى التنميه الاداريه. صح. مع يعني ايه انا اللي عايز اشير اليه، انا اصلي برضو برتعب شويه من الاجهزه الحكوميه والبيروقراطيه الحكوميه وعدم مواكبتها للدنيا وما يجري فيها، انما على الاقل تشترط حد ادنى. يعني احنا مش عايزين نقول انها لازم تبقى مراكز او تميز بين المراكز مش لازم ابدا، يعني عضويه الاتحاد الدولي اللي ذكرناه ده مش لازم كل المراكز هيبقوا اعضاء في الاتحاد الدولي، لكن على الاقل هي تشترط حد ادنى لتسجيل المركز، ممكن يكون في مواصفات معينه. وممكن في المستقبل دكتور حلمي تعمل تصنيف زي في الولايات المتحده الامريكيه، بتصنف الشركات دي صنفات شركات A B C على حسب درجه كفاءتها. دي فكره على فكره هايله لو درجة يعملوها. درجه الكفاءه دي يا دكتور بقى احددها بناء على ايه؟ لا على معايير موضوعيه، مش اللي احنا هقول لحضرتك، مش اللي احنا بنروح مثلا نشوف المدرب ده بيشرح حلو ولا وحش، دي صعبه هيشوفوا كده منين. لا على عدد مثلا المتدربين اللي موجودين في هذا المركز، تخصصاتهم، المؤهلات العلميه اللي عندهم، راس مال الشركه، كل دي معايير تخلي المؤسسه دي قويه عن مؤسسه اخرى ضعيفه. ففي بعض المعايير الواضحه اللي ما يختلفش عليها حد ليها علاقه بالكفاءه. ليها علاقه بالكفاءه. ليها علاقه بالكفاءه، يعني لما المركز يقول انا اوريدي عندي متدربين حاصلين مثلا منهم 50 واحد ومنهم 40 واحد حاصلين على درجه الدكتوراه، ومنهم كمان لهم غير الدكتوراه كمان هم لهم تاريخ ايضا عملي في هذا النشاط، فده بالتاكيد افضل من مركز تاني بيقول انا عندي متدربين مثلا معاهم بس ماجستير او لسه خريجين ومعاهم خبره. فدي معايير ممكن نفرق من رأس المال بتاع الشركة، عدد الموظفين اللي في الشركة دي، رأس المال ممكن يبقى ليه علاقة بتصنيف الشركة، هيقدر يصرف أكتر، يعمل تسويق، يجيب متدربين كويسين، يقدر يعمل مؤسسة أكثر كفاءة. المقر، هل في مقر
جيد وقاعات جيده، ده لها علاقه وثيقه بالبقاء، يعني القاعه الجيده بالتاكيد لها علاقه وثيقه بالتدريب طبعا الجيد. اساليب التدريب نفسها، اساليب التدريب موجوده على اجهزه الكمبيوتر. هل بعتمد في التدريب على الشرح النظري ولا عندي اساليب ثانيه بدخلها في الموضوع؟ ممكن تصنيفها بهذا الشكل. دكتور حلمي برضه عايز اخد راي حضرتك في تصنيف الكفاءه برضه، يبقى ازاي بعض المعايير اللي ذكرها دكتور ايهاب حضرتك برضه شايفها؟ تصنيف المراكز يعني تقصدي من حيث كفاءه الاداء؟ كفاءه الاداء يعني الحقيقه كل المعايير التي ذكرت هي معايير جيده، يعني تؤدي الى موضوع التطوير، مدى التطوير. يعني احنا بنحط يعني دايما حتى تاريخ اخر تحديث للماده كان سنه كام، باعتبار انه يعني اذا ماده قديمه قوي يبقى ما اتطورتش بشكل كبير، فده ممكن يدخل كجزء من الموضوع. اللي انا مهتم جدا بموضوع الامكانيات اللي موجوده زي ما الدكتور ايهاب ذكر، يعني موضوع هل متوفرة قاعات للتدريب في هذا المركز ولا لا؟ هل متوفر ستاف؟ حتى يعني اما كنت بتكلم على البارت تايمر والفول تايمرز والكلام ده، على الاقل يبقى في حد ادنى من المتفرغين اللي هم يقدروا يروحوا يدرسوا حالة ويطوروا ويجددوا صحيح. في المادة صحيح. التدريبية وغيرها. صحيح. فدي عدد المدربين الموجودين، عدد خريجي هذا المركز. احنا بنعمل تقييم كمان. يعني المتدرب بيعمل تقييم للبرنامج بعد ما يعني هل عندي تشيك ليست؟ ايوه تشيك ليست فيها ايه بقى؟ المتدرب اللي بيملاها ايه؟ عناصرها ايه؟ المتدرب اللي بيملاها المتدرب يعني مدى رضاه عن المدرب كان شكله ايه؟ الادوات المستخدمه، الادوات المستخدمه كان شكلها ايه؟ الاوديو فيجوال اللي استخدمت، القاعات اللي كانت موجوده كان شكلها ايه؟ القاعه عشان وهكذا. وبالاخر بنقول له برضه التفاعل اللي بين الناس بالظبط، وده كلها على رينج من 1 لـ 5 يعني. لكن بعد كده في اسئله مقاليه يعني اهم السلبيات اللي انت عايز تقولها ايه، اهم الايجابيات اللي تذكرها ايه عن هذا البرنامج، هل عندك إيه وجهه نظر لتقويه المركز بالظبط كده، ايه الحاجات اللي درستها في هذا البرنامج وترى انها قابله للتطبيق بعد العوده؟ لان احنا بنركز جدا على انه التدريب غير التعليم. التعليم يكتفى فيه بمعرفه الشخص للشيء بالامتحان، انما التدريب اهميته ان يستطيع ان ينقل ما تعلمه الى المؤسسه اللي هو جاي منها. صحيح. المؤسسه صرفه يعني فلوس على هذا التدريب. لانه التدريب استثمار احنا بنقول، فلازم يجيب عائد ويحسب كمان. في دلوقتي كتب عن العائد من التدريب وازاي يتحسب. فمهتمين احنا جدا بانه لما يعود على اقل تقدير يعمل تعديلات، يعمل طبعا شويه تطوير، يطور طريقه عمله حتى، يقعد حتى مع مرؤوسيه وينقل لهم جزء مما تعلموا في البرنامج التدريبي. يعني هو ده جزء من من من, من مساله التقييم. عايزه اتفضل يا دكتور. اتفضل. لا انا اللي كنت عايز اقوله مره ثانيه، حكايه العلاقه انا بركز عليها كتير جدا، انه حكايه التدريب اللي هو مجرد واحد يجي لك كل سنه مره يقول لك، غير موضوع ان تبقى في علاقه دائمه بين مركز التدريب وبين الشركه طالبة الخدمة التدريبية. لأن العلاقة المستمرة بتتيح فرصة للمدربين والخبراء من مراكز التدريب إنهم يدرسوا الشركة دي كويس قوي، ويوثقوا العلاقة فيها جيدا، ويعرفوا احتياجات هذه الشركة إيه. فأمثلتهم لما تضرب خلال التدريب تبقى بالتطبيق على هذه الشركة، مش مسألة إن واحد جاي يدرس إدارة الوقت. يعني إيه إدارة الوقت؟ ما هو إدارة الوقت في ضوء الظروف اللي موجودة في الشركة دي. خلاص. فلو أنا لو العلاقة مستمرة صحيح، أنا إزاي أقف أدرب ناس بتشتغل في شركة معينة على حاجة معينة، إدارة وقت، إدارة أزمات، أنا أعرف الشركة دي، أنا مش عارف طبيعة الشغل إيه في الشركة دي. ممكن ما عندهمش مشكلة كبيرة في الموضوع ده، أو عندهم مشكلة كبيرة قوي. مش بس كده، وبرامج التدريب كمان بالطريقة اللي بيقولها الدكتور حلمي تبنى على بعض، يعني أنا بديله بقى برامج متسلسلة بحيث في النهاية أحسن من كفاءته بدرجة كبيرة جدا، مابقاش برامج متفرقة كل فترة وبعيدة عن بعض وأحيانا ما تفيدوش. لا، ولا تبنى على بعض وغير مرتبطة، وغير مرتبطة بترقياته والكارير بتاعه في الشغل. يعني جاي أنا أخدت التدريب ده ليه مثلا؟ وبعدين يعني مش احنا عارفين ان اي منظمه او اي مؤسسه في حواليها الماكرو انفايرمنت الكبيره اللي محيطه بيها، اللي فيها عوامل سياسيه واقتصاديه ودوليه وكذا وكذا، والمايكرو انفايرمنت اللي هي الداخليه بقى، اللي عدد الموظفين اللي عندي، التحديات، مصادر قوه الشركه، مصادر ضعفها وما الى ذلك.
المتدرب ده طبعا انا مش طالبه منه انه يدرس حاله الشركه بشكل عفوا المدرب مش طالبه منه طبعا انه يعمل ماجستير في الشركه لا 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 عزب. بس هو على الاقل بس على الاقل في اساسيات لازم يبقى فاهمها عن خلفيه الشركه مزبوط. دي ايه مظبوط. ولذلك انا بقول دايما ان العلاقه الدائمه دي بتؤدي الى يعني كتير من البرامج التدريبيه اللي بتقدم زي ما حضرتك ذكرتي انت قلتي حاجه متفصله يعني تيلر ميد بتبقى متفصله للشركه دي لغرض محدد وانه يحل مشكله في هذه الشركه او انه يزود المتدربين بكفاءه خاصه بالشركه دي فبالتالي التعايش ده هو اللي بيخلق برنامج تدريبي ناجح يؤدي الى نتائج تنعكس على الشركة المبتعثة للمتدرب. كتير من البرامج بتعقد في مقر الشركات نفسها. يا برامج تعاقدية. يعني انما المهم تفرغهم زي ما الدكتور يمكن كان اشار. مهم جدا انه الناس تتفرغ وانه في كتير من الاحيان كمان الناس بتبص بخجل شديد لما يعقد البرنامج التدريبي في مكان جميل. او مكان سياحي يقول لك احنا بعتنهم يتفسحوا ايوه يا اخي بعتن ايوه يا سيدي بعتنهم يتفسحوا ويستمتعوا طبعا وايه لزوم ان يساق الناس الى التدريب التعلم عن طريق الاستمتاع برضه أيوة. يعني ايه المشكله يبقى متفرغ في مكان جميل زي شرم الشيخ مثلا اكيد هيبقى مبسوط اكتر وهو بيتدرب ايضا اضيف لكلام الدكتور حلمي لو في امتحان في نهايه الدوره التدريبيه دي مساله برضه بحس ياخدوها بجديه بعض الشركات بتعملها والبعض ما بيعملهاش بحيث برضه نفرق هل ده استفاد من الدورة التدريبية وعرف يجاوب ولا كان قاعد ما مش مستفيد يعني من الموضوع فده يبقى جدي صحيح. ويروح لشركته ان ده نجح وده سقط وده جاب نسبة كام في المية الحقيقة من موضوع الامتحان في نهاية الدورة ده مهم جدا احنا بنعمل حاجة اسمها اختبار قبلي وبعدي يعني قبلي عشان اعرف مستواه كان ايه ونفس الاسئلة التي وجهت اليه قبل توجه اليه بعد طب انا هبقى عارف الاسئلة ايه شوف بقى الفرق قد ايه اتعلم ايه بقى من ده بس انا يعني. هبقى عرفت الاسئله ايه فانا طول الفتره لا 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 هو انت مش هتقولي له الاسئله ايه مش هتقولي له انت هتاخد نفس الاسئله تاني في الاخر بيتقدم الورقه نفسها لكن هو في نفس الموضوعات اللي سئل عليها قبل كده واللي كان ما يعرفهاش فكره حلوه ويبان فيبان الفرق قد ايه ان هو فعلا اكتسب مهاره جديده وفكر من البرنامج التدريبي وده يا دكتور لو حصل ان هو اكتسب المهاره دي من البرنامج التدريبي لما هيرجع شركته تاني مش هيحصل عنده تصادم حضارات بقى زي ما كنا في الاول خالص قلنا ان هو رجع وهو عنده قوه اكتر وكفاءه اكتر وشركته لسه ده سؤال جوهري ده مهم رئيسه في العمل اللي وافق على انه ده يطلع يتدرب على البرنامج ده مؤمن بالتدريب ومؤمن باهميه العائد من التدريب مؤمن بس مش يرجع وانه ما يرجع الراجل يتقبل بقى ويفهم ان في حاجه جديده اتعملت ولا لا ولا هو ساعات يقول لك انا ابعته خلاص انا مش محتاجه الاسبوع ده يروح يتدرب طب خلاص اذا المساله عايزها كده يروح يتدرب يبقى هو شخصيا المتدرب استفاد معرفه جديده لكنه بالتاكيد ما انعكس ده على العمل اللي بيؤديه اذا عايز استفاده حقيقيه يبقى الشركه دي مؤمنه يعني احنا بنعمل دلوقتي كمان برامج تدريبيه شويه طويله الاجل لما نسميه قاده المستقبل يعني تهيئه صف ثاني لان دي احد ازماتنا في العالم العربي ان ما فيش صف ثاني ودي مساله بقى طويله الاجل شويه هنا لازم ايمان الرئيس المباشر للمرؤوس بالقضيه وانه مش مساله ان احنا بنصرف عليه الكلام ده كله وبندربه عشان بعد كده انت عشان تركنه عشان ياخد مكانك ومش هياخد مكانك دكتور حلمي كمان نفس عشان سنة الحياه انه الجيل ده هو اللي هيطلع يمسك المستقبل بكره فلازم ااهله من بدري برضه القيادات الكبيره والرئيس ده لازم ياخد دورات تدريبيه وتمام يعني غالبا في المؤسسات والشركات الرؤساء الكبار ما بياخدوش هو عارف كل حاجه ومش محتاج تدريب هو دي عقليه عربيه جدا هو بيودي الناس الشباب الصغير يعني موظفين لغايه الوهو الكبير ما يروحش وده غلط ده لازم هو كمان يروح دي مشكلة في العقلية طبعاً. العربية كمان عندنا بصراحة شديدة يعني للأسف محتاجين نشتغل عليها ونغيرها طبعا كلمات أخيرة من حضراتكم دكتور إيهاب من خبرة حضرتك برضو في التدريب في كثير من مراكز التدريب لو عايزين وصفة من حضرتك لرفع كفاءة مراكز التدريب يعني عايز أدرب مراكز التدريب أو عايز أرفع من كفاءتها
عشان بعد اللي حضراتكم شرحتوه على مدار الساعة وشوية اللي فاتت دي، اعتقد فهمنا ايه اهمية مراكز التدريب دي، وان هي الجزء المكمل لعملية التعليم اللي بتيجي بقى في شكل التطبيق الحقيقي للي بتعلمه. اولا لازم الحكومة تبقى مقتنعة ان التدريب عندنا في مصر له ميزة نسبية وتنافسية كبيرة، بيحقق عائد للاقتصاد المصري وبيفيد الاقتصاد مش بس من العائد، بيفيده من العائد اللي بيجي له، وايضا من خلال زيادة الانتاج والانتاجية. فلازم نشتغل من هذا المنطلق، وبالتالي علينا ان احنا نلزم الناس اللي بتترقى حتى في القطاع الخاص ان هو لازم ياخد تدريب لما يبقاش في ترقية، وايضا ده طبعا موجود في الحكومة، بس نحول في الحكومة من ناحية الشكلية الى ناحية تدريب حقيقي وتدريب جدي، وده من خلال وجود سيستم منطبق على الجميع. ازاي في مصر نقدر ندفع مراكز التدريب ودور الحكومة ايه في ده؟ بصراحة اللي انا قلته من شوية ان يبقى فيه المتخصصين هم اللي يديروا هذه المراكز، وهذا المركز يحصل على اعتماد سنوي او حتى بلاش سنوي، كل سنتين او كل خمسة، شهاداته. يعني ناخد شوية من فكرة الجامعات الخاصة حاليا لازم، ما ينفعش مثلا واحد تاجر او رجل اعمال يدير الجامعة، بيعملها لكن لازم يجيب عميد استاذ جامعي هو اللي يبقى موجود في الجامعة الخاصة، بيشترطوا عدد معين من الاساتذة، اساتذة مساعدين مدرسين يبقى موجود فيها عشان يبقى في الجامعة الخاصة الكيان يبقى موجود بتاع. نفس الفكرة ممكن ناخد منها ونطبقها على مراكز التدريب. فهنا السيستم بتاعها هيتغير، بالإضافة ان برضو فكرة نشر المعلومات عنها ده مهم، وده مش دعاية لهذه الشركات، لكن يبقى في كتيبات بتطلعها وزارة التنمية الإدارية بتقول ادي المراكز اللي عندنا، ادي اللي بتعمله، ادي التصنيف. فكرة نشر المعلومات ده هيزيد من المنافسة، كل ما تزيد من المنافسة هتتحسن كفاتها. لا اقتصاديا بقى، معلش حضرتك عشان دخل الحته بتاعتك بقى في الاقتصاد يا دكتور، اقتصاديا بقى ازاي كلما زادت التنافسيه بين هذه المراكز كلما يعني انعكس ذلك على المجتمع، لان هم في النهايه هم عايزين المراكز دي عايزه تكسب. طبعا. فهيروح لها متدربين لما كفاءتهم يبقى اكبر. فلما بقى لها سمعه، والسمعه دي معروفه عن هذه المراكز، هتبتدي تشتغل بكفاءه اكتر وتشغل ناس اكتر. لكن لما هو شغال ومحدش حاسس بيه بيشتغل غلط ولا صح، بيشتغل بطريقه ايه كلام، مفيش منافسه حقيقيه. ما هي المنافسة عشان تبقى موجودة أهم شرط فيها المعلومات، إن الناس اللي بيتدربوا عندهم معلومات إن شركة إكس وشركة واي دي بتدي إيه ودي بتعمل إيه ودي بتدرب بالطريقة الفلانية ومين الأسماء اللي بتدرب فيها، فيعرفوا لا ده إحنا كنا بيضحك علينا، بنروح شركة بتدينا مادة علمية ضعيفة وبناخد حاجات ما بنستفدش منها قوي، وفي شركات هناك أقوى. لما يروحوا للشركات الأقوى دي، الشركات الضعيفة هتحسن من نفسها وتبتدي تطور من نفسها، تستخدم الأساليب الحديث، تحسن المادة العلمية والمتدربين، كل ده فايدة. بشكرك يا دكتور. دكتور حلمي، كلمة أخيرة من حضرتك كده، إزاي ممكن يعني نعمل على تقوية ودعم مراكز التدريب، وكمان برأي حضرتك في دور الدولة إزاي ممكن يشجعها أكتر، يشجعها ويحوكمها وينظم عملها ويراقب الأداء بصفة عامة، أدائها بصفة عامة. هو طبعا أنا يعني الكلمة اللي ممكن أقولها موجهة إلى المنظمات والمؤسسات وإيمانها بالتدريب، إنه التدريب فعلا استثمار وليس مجرد صرف مصروفات، وإنه التدريب له عائد، وبنفس القدر من الضرورة إلى قطع الغيار بتاع الآلات مطلوبة عشان الآلات تشتغل والإنتاج يستمر، الموظفين أيضا والعاملين في هذه المؤسسات لابد أن يطوروا ويتعلموا أساليب جديدة لكي ينعكس ذلك على القصة. هنا ارتباط التدريب بالمستقبل الوظيفي للعاملين، وأنه التدريب بيزودهم بجدارات مطلوبة لترقيتهم ولأداء وظائف وزي ما قلنا انه التدريب ده هو تطبيق ما تعلمناه، غير التعليم مجرد معرفة صحيح الشخص صحيح بالشيء او صحيح بالحاجة نفسها صحيح. انا بس عايز اضيف فكرة موجودة في كثير من الدول، وعلى فكرة موجودة في بعض الدول العربية، مش عايز اذكر يعني الامثلة، لكن موجودة في ماليزيا بشكل اكبر، فكرة انه يبقى في اتش ار فند على مستوى الدولة، يعني فكرة انه يؤخذ من 3-5% من ما قيمته من المرتبات بتدفعها المؤسسة في صندوق اسمه صندوق التنمية البشرية على مستوى الدولة، ينفق من هذا الصندوق على تدريب من يريدون أن يتدربوا. يعني مش لازم تبقى الفلوس اللي دفعتها مؤسسة
صحيح. تصرف على موظفين المؤسسه دي بالذات والا ما يبقاش في اهميه للصندوق. بس كونسبت الاتش ار فند ده يعني بعيد شويه عننا يا دكتور. يعني يعني انا بامل في ذلك. انت مش على بيروقراطيه او انت مش يعني لا لا انا مش بتكلم على انه اتش ار فند الزام انه يبقى موجود ويدار بطريقه بعيدا عن السيطره الحكوميه وبعيد عن البيروقراطيه الحكوميه وينفق منه على من يريد ان يتدرب او المؤسسه. في مؤسسه كثيره موجوده عايزه تدرب الناس وما عندهاش امكانيات افرضي هذا فبالتالي وفي مؤسسات وعندها ايمان وعندها ايمان بذلك ومحضره احتياجاتها التدريبيه وما عندهاش امكانيات ماديه تستطيع ان تنفق من هذا الصندوق الحكومي. واللي ما تدربش السنه دي من المؤسسه دي يقدر يدرب السنه الجايه من مؤسسه اخرى. يعني ف انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر الحقيقه على هذا الحوار. موضوع مراكز التدريب والتنميه والاستشارات ودراسه الجدوى حضرتك زودتها لنا. ده موضوع مهم جدا بنحتاجه المؤسسات بتحتاجه. لو احنا بنتكلم على حتى حضرتك كمان ذكرت فتحت لنا افاق كثيره في الحوار يا دكتور موضوع برضو تنشئه جيل جديد للقياده ده كمان مهم جدا وازاي الاقتصاد بتنعكس اثار مراكز التدريب عليه كمان بشكل مباشر في مصر. اتمنى ان شاء الله ان يبقى في منظومه متكامله للتعامل مع مراكز التدريب والاستشارات ودراسه الجدوى واتمنى انها تقع تحت رقابه او مظله حتى الدوله عشان بس يبقى الواحد مطمن مين بيدرب بيعمل ايه. فده حقيقي ينظم العمليه بشكل كبير جدا. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على هذا الحوار الاستاذ الدكتور حلمي سلام استاذ المحاسبه بجامعه القاهره ورئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنميه. شكرا لحضرتك يا دكتور. الاستاذ الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديميه السادات. شكرا لحضرتك يا دكتور نورتونا. شكرا جزيلا. في ختام لقائنا الحقيقه هنذيع لحضراتكم دلوقتي ما ابرز ما ورد الينا. دي الفيديو اللي هنذيعه على الشباب دلوقتي. انا معيش قداسه البابا توادروس. فيديو مسجل لقداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه يتحدث عن الحادث الارهابي الذي وقع اليوم في المنيا. هنشوف مع بعض هذا الفيديو ونترك حضراتكم بعدها في امان الله مره اخرى كما بدانا الحلقه من مساء دريم بتقديم احر التعازي واصدق التعازي لاهالينا واخواتنا المصريين الذين استشهدوا لاهاليهم طبعا الذين استشهدوا اليوم في حادث دير الانبا صامويل في المنيا. ايضا نختم الحلقه ب يعني الدعوات والصلوات ان يتغمدهم الله سبحانه وتعالى بالرحمه وان يلهم اهاليهم الصبر والسلوان والسكينه ويا رب ان شاء الله الشفاء العاجل والتام لكل المصابين. ربنا يحفظ مصر وربنا ينجينا من كل الشرور. ان شاء الله تفضل عزيمتنا قويه على محاربه الارهاب. احنا كمواطنين اكيد علينا دور كبير جدا. اهم حاجه بس عدم الانسياق وراء اي كلام واي شائعات واي اعداد واي تفاصيل مش دقيقه. في الاوقات دي بيكون الكل مشحون. في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الوطن أو حادث إرهابي ثقيل وكبير وغادر لهذه الدرجة الكل بيكون عنده مشاعر فياضة وبيكون مشحون. فبسهولة جدا بتقدر تنقل كلمة سمعتها أو حاجة شفتها ما هياش دقيقة فيزيد الألم ويزيد الوجع. ربنا يربط على قلوب أهالي الشهداء وربنا يحفظ مصر إن شاء الله بإذن الله. تبقى مصر دائما وأبدا بإذن الله محفوظة كما ذكر الله سبحانه وتعالى اسمها في القرآن الكريم وفي الإنجيل. بشكر حضراتكم وجزيل الشكر وهنستسمع حضراتكم من مساء دريم كده في أجازة قصيرة إن شاء الله يا رب بإذن الله على خير. لو لينا عمر نعود ونلقاكم على شاشة دريم بإذن الله قريبا. تحياتي ليكم ومنا فاروق. تصبحوا على خير. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تألمنا في هذا اليوم لهذا الحادث الذي راح ضحيته عدد من ابنائنا شهداء المصابين وهم في طريقهم الى دير القديس العظيم الانبا صامويل المعترف في باريه القلمون. تألمنا كثيرا لمثل هذه الحوادث ولكننا على الرجاء قياما نودعهم ونعلم أن الله ضابط الكل يرى كل الأمور ويضبط كل الأحداث وكل حياتنا.
أرسل كل تعزياتي إلى أسر هؤلاء الشهداء وإلى أسر المصابين، وباسم الكنيسة وباسم كل هيئاتها نعزيهم ونتعزى معهم ونصلي أن يملأ الله قلوبنا بتعزياته السمائية. نشكر أيضا السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصاله التليفوني وطلب مننا أن ننقل تعزياته إلى أسر كل هؤلاء الشهداء والمصابين، وأيضا تحدث عن كيف أن مصر بتماسكها وبقوتها سوف تهزم هذا الإرهاب، لأننا أهل خير ونسعى إلى كل الخير ولا نبغي شر لأحد. أيضا نشكر السادة الوزراء الذين اهتموا بهذا الأمر، السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي واهتمامهم بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بكل متطلباتها. نشكر محبتهم ونشكر السادة الأطباء الذين قاموا بواجبهم مع كل الفريق الطبي في أكثر من مستشفى. نحن على تواصل مستمر مع الأباء الأساقفة الأحباء في المنطقة في المنيا وفي دير الأب صموئيل وفي سوهاج، نتواصل معهم ومع الخدام من أجل تقديم كل ما يحتاجه هؤلاء المصابين ومن أجل راحة الشهداء. نحن نعلم أن مثل هذه الأحداث التي تصيبنا هي لا تصيبنا كمسيحيين فقط، ولكنها تصيب المجتمع المصري كله، ونعلم أن أثمن ما نملكه هو وحدتنا وتماسكنا، ونعلم أن مثل هذه الأحداث كما كان في الماضي وكما أنها تزداد في حياتنا صلابة، نحن نعلم أن هذا الحادث أيضا يزيدنا صلابة. نحن نرفع قلوبنا بالصلاة، نصلي من أجل هؤلاء الشهداء ومن أجل شفاء المصابين ومن أجل الذين يهتمون بهذا الحادث، ونصلي من أجل سلامة بلادنا وحفظ السلام فيها، ونصلي أيضا من أجل المعتدين الذين اعتدوا لأنهم في غيبوبة، لأن ما يسببوه من حزن ومن ألم ومن ضيق ومن نكد في مجتمعنا المصري لن يحقق شيئا على الإطلاق. نحن نثق في الله الذي يرعانا ويرعى بلادنا ويحفظنا دائما في اسمه القدوس، ونثق في كل المسؤولين كل في مسؤولياته، ونشكرهم ونصلي أن يعوضهم الله بالخير، ونصلي من أجل أن يسكب كل تعزياته في قلوبنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.